وانت فين؟ لو بدلوا مع بعض نفس احمد سجل ماي نيم از احمد عامر يا دكتور الورق مشير مرتز خالد فين هي على الفيسبوك اللي هي تايتل سندروم على الكرسي حطه على الكرسي عايز اخلي معاك طب خليك صامت انا مش هينفع الوضع ده خالص احنا هنطلع ميتين يعني خلاص نبدا جلسة كارديولوجي عندكم فكره للكارديو حطوا فين صباح الخير اذا كان كارديو صح كلكم عاملين ام دي في الكارديو ام دي ام ار سي في الكارديو كل اول ما اول السنه فرحه وسنه خمس سنه خمسه يعني ايه يعني كتاب الكارديو مسموع عليه سماعه صح راح يجي زي هيك الكارديو والسماعه ويلا يا ابني هاش مين ما قعدت انا هاش لا بس هو مين ما قشطه مفيش مشكله كل العمل بتاع الكارديو ده كلينيكال في حياتك العمليه مش قوي انت بتبص على حاجه بعيد كده عندك ايه حاجه عندك شيست بعيد اعمل ايكو عندك ايه حاجه سينسايز ايكو باينس اعمل ايكو مفيش مشكله فاحنا ما بنستخدمش الكلام ده انا بحاول اسمع مين ما في العيال لحد دلوقتي في مستشفى ما فيش ده الحاله مكتوبه مايتر جيج بس كلها تبقى مايلد عيان اللي بيجيلك في العمل ده عيان عنده يعني الجيج بتاعه هاين عليه دخلينه كده وموسع البلد كده عشان يبقى احلى من في الشرق الاوسط عشان يبقى سعره عالي فيهمنا بقى احنا لما تهتم بالخطا اللي بيحصل الناس بتهتم بالكارديو مش النظري بتهتم مهتم بالعمل وعمال فرحان اهو نحط السماعه وسمع مين بقى ايه اللي بيضرب وشنا لو في حد هيفضلني قول لنا انا عشان بس استشهد والحق اصلي العصر وفي شويه حاجات كده طيب فاهم حاجه في البطنه كارديو اهم حاجه كارديو نظري مش عمل الكارديو النظري المهم طيب اهم ناس في الكارديو مين في درسين في الكارديو اذا سالت فيهم في الشفا وما جاوبتش في الاورال اعتبر علاجنا صفر لو انت مجاوب كل حاجه وغلطت فيهم صفر ايه هي درسين في الكارديو سكيميك هارت ديزيز اكيوت شيست بين هايبر تنشن ما ينفعش دي قاعده يقول لك ما ينفعش تعمل سنه خمسه وانت مش عارف كويس هيقابلك اكيد شيست في المستشفى لو مش عارف يموت هيقابلك هايبر تنسيف انتيفالوس مش عارف تعمل ايه فلازم يجي حد فاهم؟ تعالى نبدا ان شاء الله بالسكيميك هارت ديزيز بسم الله الرحمن الرحيم سكيميك هارت ديزيز اهم درس في العالم لدرجه انه اصلا ساعات يجي سؤالين كده في الانجاين السنه اللي قبل اللي فاتت في اكتوبر 2016 جالهم سؤال كيس انجاين جالهم سؤال الاول انفستيجيشن اوف انجاين خلاص بقى يا محمد يا عم مليون موبايل بيسجل ما احنا قلنا مجدي يعقوب ما بتسجلوش كده قلنا جالهم في اكتوبر اول سؤال انفستيجيشن اوف انجاين بعد شويه جالهم كيس 25 درجه انجاين فالعيال ايه ده سؤالين العيال حلت الانفستيجيشن بتاعت انجاين جت على الكيس عملها سايكيروز قشطه مفيش مشكله الواد بيقول يا دكتور ازاي قلت له خلاص يبقى سايكيروز مفيش اي مشكله فممكن يجي سؤالين ثلاثه عايزين ما يجي بقى تعالى نبقى كل سنه لازم اول سؤال دايما عند الولاد والبنات انجاينا وام ار بيجي انجاينا عاده يعني ايه الاسكيميك هارت يعني ايه اسكيميك هارت ديزيز احنا عندنا الهارت بالشكل الجميل ده ليفت فينتيكل رايت فينتيكل ولا الاورطه
المفروض الهارت مليان دم بيوزع الدم على الجسم كله، الفنتريكل بيضخ الدم لكل مكان في السيركيليشن، بس دلوقتي الهارت هو اللي عامل الدم وهو الموزع الرئيسي. عشان هو الموزع هيطمع هياخد الدم من هنا على طول؟ لا، الهارت بيوصل الدم بيوصل للهارت ازاي؟ زي اي اورجان له بلاد سبلاي عادي خالص. بعد ما الدم يطلع في الاورطه زي ما بيروح للبرين والكدني والمسل، الكوروناري نفسها بتوصل للكاردياك ماسل. فده عدل جدا ان هو من الموزع الرئيسي للدم، لكن بياخد من الكوروناري زي اي حاجه في الجسم بلا اقل كمان. فالكوروناري هي بتوصل الدم للكاردياك ماسل. طول ما الكوروناري بتاعنا دايليتد وسموز ونضيف كده ما فيهوش اسيومه، طول ما هو دايليتد كده هيوصل كميه دم كويسه للكاردياك ماسل. العضله عاوزه لتر هيوصل لها لتر، عاوزه 2 يوصل لها 2 لتر، فكميه الدم كافيه. فالعضله حلوه تعمل كونتراكشن حلو ليه؟ الدم اللي هي عاوزه بيوصل لها. فزي الفل. امتى يحصل اسكيميك هارت ديز؟ لو واحد مثلا عنده اسيومه اسيوسكليروز، فعنده اسيومه في المكان ده بالشكل ده كده اسيومه. اللي عنده اسيومه الارت ضيق ولا لا؟ ضيق. بدل ما يوصل لتر هيوصل نص لتر. كميه الدم اللي وصل للكاردياك ماسل هتقل ولا هتزيد؟ هتقل. هي عاوزه لتر يوصل لها نص لتر، الكميه مش كافيه. الكونتراكتيليتي تقل ولا لا؟ العضله خلاص الدم اللي وصل اقل من اللي هي عاوزاه، يوصل لها نص الكميه، فمش قادره تكونتراكت، فيحصل هارت ديزيز. حصل بسبب مين؟ ان الدم مش واصل، اسكيميا صح، فسميناها اسكيميك هارت ديزيز. يعني هارت ديزيز حصل بسبب ان حصل اسكيميا، الدم ما وصلش للمفروض صح. الاسكيميك هارت حاجه من اثنين، يا اما انجينا يا اما ام ار. لو الهارت ضيق بس العضله بيوصل لها دم بس اقل من اللي هي عاوزاه، هل العضله دي ماتت؟ ما ماتتش. واحد بس قاعد جعان شويه ما بياكلش الكميه اللي هو عاوزها، فمش قادر يشتغل، بس هو ماتش بياكل بس قليل. طول ما الدم بيوصل العضله اقل من الطبيعي ما ماتتش، دي اسمها انجينا بيكتور صح، كسور الشرايين التاجيه. طب وبعدين؟ يعني حلوه قوي الانجينا، مش وحشه، مش مخيفه قوي. ده الارت ده بيوصل لها شويه دم قليل. طول ما هو قاعد مرتاح زي الفل، جاي يطلع السلم، جاي يعمل اكسرسايز، يمشي على الحيط، هيحصل ايه؟ لو عمل اكسرسايز والهارت سرع، كميه الدم القليله هتكفي ولا مش هتكفي؟ لو عمل اكسرسايز مش هتكفي، يحصل له شويه تشيست بين مع الاكسرسايز، بعد كده يخف، مفيش حاجه. بعد شويه الاسيومه دي عامله زي المطب الصناعي. انا قلت المطب الصناعي في الاول اول ما بيتعمل الحكومه تعمله باسموز وجميل ناعم قوي، المطر تنزل عليه تمشي من عليه مفيش ميه تثبت عليه. بعد شويه المطب العربيه تتوسع صح، يتملي اطباء. بعد شويه الاسيومه تتملي فيشن وكاكلنج السايشن كده تبقى اف. تيجي البليت وهي معديه تعمل ايه؟ لو مطب متكسر هيقعد فيه ميه، تلزق عليها البليتد، فتحصل ثرومبوز. حصل ثرومبوز اون توب اوف اسيوسكليوزس. لما كده حصل ثرومبس، الارت اتقفل تماما ولا لا؟ ما عادش فيها نقطه دم وصل الكارديك ماسل صح؟ العضله تموت ولا ما تموتش؟ يحصل انفاركشن، يحصل نيكروزس في الكارديك ماسل، بنسميه مايو نيكروزس او بنسميه مايو كارديال انفاركشن صح؟ يبقى الاسكيميك هارت حاجه من اثنين، يا الارت ضيق بس بيوصل دم بس قليل انجاي، يا الاوت اتقفل تماما ونقطه الدم بتوصل، يبقى ام ار. مين الاخطر بالعقل والمنطق؟ اكيد الام ار اخطر من انجاي، ومن رحمه ربنا بينا ان العيال نبدا بانجاينا في الاول. يا عم اتعالج، حاول تتعالج ما تعالجش، تقلب بحاجه اسمها الاول كانت ستيبل، تقلب بحاجه اسمها انستيبل، يعني اسيومها تبقى اف، دي انستيبل. بعد شويه تلزع عليها سوم بس بقت ام ار. حد فاهم؟ يبقى الموضوع عادات الاغلب الحالات في حالات على طول ام ار على طول، بس اغلبها انجاينا ستيبل انستيبل ثم ام ار عشان يعني ياخد حذره ويبدا يعالج نفسه خلاص. يبقى الاسكيميك هارت حاجه من اثنين، يا الدم الوصل قليل انجاينا، يا ما فيش دم خالص العضله مات. افرق ازاي؟ ما هو الاثنين بيجوا بتشيست بين بيسمع في الليفت شولدر. الانجاينا قلت الارت ضيق هيجي له وقت الاكسرسايز بس، لما بيعمل مثلا اي حاجه مشغله السمباثيك. الانجاينا الارت ضيق بس، لو عمل اكسرسايز يجي له تشيست بين ويخف بعد ما يرتاح بعد ما يقعد، يعني يقعد 5 10 دقايق. الام ار مقفول فالالم مستمر ساعتين ثلاثه اربعه. حد فاهم افرق احسن ازاي؟ انا قلت الانجينا بيوصل دم للكارديك ماسل بس قليل، هل العضله ماتت؟ انا قلت اي خليه في جسمنا جواها انزيم، طول ما هي هيلثي محتفظه بالانزيم، لو حصل لها دامج او نيكوز او ابشرت هتطلع انزيم في الدم. يعني لو عنده انجينا الدم بيوصل بس قليل، العضله ما ماتتش، فالكارديك انزيم تعلى ولا نورمال؟ يبقى نورمال، العضله لسه هيلثي ما طلعتش انزيم. اللي عنده ام اي بقى ما فيش نقطه الدم، حصل نيكروزس، النيكروز دي مصر تطلع انزيم في الدم، فيبقى عنده زياده في الكارديك انزيم. عشان كده اول ما يجي عين سكيميا في المستشفى عنده شيست بي بيسمع في الشولدر بكتب حاجتين مع بعض، ايه هي؟ اي سي جي كارديك انزيم. اي سي جي يعرفك انت ماشي في اي اتجاه، كارديك انزيم يقول لك ده انجينا ولا ام اي صح؟ يبقى لو اسكيميا كارديك حاجه من اثنين، يا اما انجينا بيكتور يا اما كارديك فمش اشهر اثنين. اول سؤال جاب لي كده برزنتيشن بيقصر يعني برزنتيشن اوف سكيميك هارت ديزيز، وقعد الويب من كام سنه قديم شويه. ايه البرزنتيشن سكيميك هارت؟ اللي عنده سكيميك هارت هيجي المستشفى شكوته بايه؟ هل دايما هيجي يقول لك ده انا شست بين بسمع في الشولدر؟ هل لازم كده؟ مش لازم. هو ممكن كذا حاجه، رقم واحد ممكن يجي بشست بين فعلا. لو جاب بين حاجه من الاثنين، يا اما انجينا يا اما ام ار، الاثنين يعملوا شست بين. اه ليه؟ اللي عنده انجينا انا قلت العضله لو هيلثي والبلاد سبلاي لو حلو يا رينا هيوصل للعضله كميه دم مناسبه. لو الارت هيلثي ودايليتد هيوصل لها الدم اللي هي عاوزاه، فالعضله شغاله ايرونيك ولا انيرونيك؟
ايروبيكالي تطلع بايروفيت وحاجات حلوه، لكن لو العضله سكيبك بالشكل ده بيوصلها كميه دم مش مكفيها. تشتغل ايروبيك ولا انيروبيك؟ الانيروبيك تطلع حاجه اسمها لاكتيك اسيد، تعمل اريتيشن للنيرف يبدا يبعت البيض. يحصل بين حد فاهم حاجه؟ انهي نيرف، سمباثيك ولا بارا؟ سمباثيك. الفنتريك ما فيهوش، لو في بارا كان زمان موتنا من 50 سنه، كان حد خضك موته خلاص، لكن ما عندناش بارا سمباثيك في الفنتريك. يبقى الانجينا بيحصل ايه؟ الارتي ده العضله يشتغل انيروبيك تطلع لاكتيك اسيد يعمل اريتيشن للنيرف. يحصل بين، زي انت لو رحت الجيم وضغطت على المصل جامد قوي هيحصل لك برضه مصل بين، صح؟ تاني يوم لو حد عيل صغير قبلك يضربك، ليه؟ عضلاتك كلها قافشه عليك وبين فظيع جدا، ليه؟ عشان لاكتيك اسيد. يبقى الانجينا طلع لاكتيك اسيد. طب الام اي بقى اللي عنده ام اي ده اتقفل خالص. في الاول العضله هتشتغل انيروبيكلي هتطلع برضه لاكتيك اسيد هيعمل اريتيشن. بعد شويه العضله ماتت تماما، حصل لها نيكوز. لما يحصل لها نيكوز مش هيطلع من جوه ايميديت وسايتوكاين وبايوجين، اللي هيطلع من جوه هيريتيت مين؟ النيرف. ففي الام اي الاريتيشن حصل بحاجتين، باللاكتيك اسيد وبالنيكوزس بالبايوجين. فالبين برضه يبقى اشد ولا لا؟ برضه هيشتكي البين اشد من الانجينا كمان. حد فاهم حاجه؟ يبقى كم واحد تشيست بين حاجه واثنين، يا اما انجينا يا اما انجينا شويه صغيره هتخف، يا اما مستمر لازم اخش اشيل الجلطه اللي حصلت. رقم اثنين عندي في حاجه من اثنين، قلت اول حاجه بين يا انجينا يا اما. رقم اثنين ايه؟ حاطين في الهارت، يا اما حاطين في الهارت يا اما هارت فيلر يا اما اريزميا. ايه اللي يخليه يحصل له هارت فيلر او اريزميا؟ احنا عندنا الهارت الجميل اللطيف اهو، صح؟ رايت سايد ليفت سايد. المفروض الهارت ده قوي في مايوكارديوم بيضغط بيضخ الدم في السيركيشن زي الفل. هارت فيلر يعني ايه؟ المفروض الهارت بيضخ كاردياك اوتبوت حسب على قد احتياجاتنا. انا عاوز 5 لتر بيضخ لي 5 لتر يكفوا الديماندز بتاعت الجسم، مكفين الديماندز. هارت فيلر يعني ايه؟ يعني الكاردياك اوتبوت قل ما عادش مكفي الديماند. انا عاوز 5 لتر هو بيديني 3، فبقى عندي سكيميك مانيفستيشن. يحصل ليه؟ لو عيان عنده انفكشن في الكورونا ده اتقفل، جزء من عضله قلبه اسكيميك او مات، حصل له انفكشن، هل الهارت ده الفنتريكل ده قادر يكونتاكت كويس؟ يعني مش قادر يضخ الدم في السيركيليشن، بقى ما بيضخ كارديك اوت 5 لتر مثلا هيضخ 3 لتر. يبقى الكارديك اوت هيكفي الديماند، يبقى عنده هارت فيلر. حصل بسبب ان وقته لفت، يبقى اسميه ليفت سايد هارت فيلر ده، صح ولا لا؟ اعرف زي ما ليفت سايد هارت فيلر. انا قلت الليفت سايد ما عادش قادر يضخ الدم في السيركيليشن، صح؟ بقى كونجستد الدم قاعد جواه، الفيلد الاتريا بيعرف يفضي هنا ولا ما يعرفش؟ يبدا ده كونجستد مش عارف يفضي، اللنج مش متفضي هنا؟ تلاقي ده كونجست، ده مش قادر يضخ فكونجست، مش هيعرف ده يفضي جواه كونجست، اللنج ما تعرفش تفضي، يحصل له بالمونري كونجشن وديزنيا. يبقى جالك واحد شيست بين اكيوت سيفير شيست بين بعدها جاله ديزنيا، مش قادر يتنفس، يبقى غالبا ده هارت فيلير بسبب اسكيميا في الليفت سايد. ليه قلت اسكيميا؟ ما قلتش هارت فيلير بس، ده كان عنده اكيوت شيست بين سيفير وبعدها ديزنيا. حد فاهم؟ رقم اثنين لو حصل انفكشن هنا في الرايت سايد، ده حته منه ماتت، ما عادش قادر يكونتاكت، هل هيقدر يضخ الدم في اللنج؟ مش قادر. طب لما ده يبقى مش قادر يضخ الدم يفضل قاعد جواه، الاتريا بيعرف يفضي هنا، الفنت بيعرف يفضي هنا، يحصل له كونجستد نيك فين. حد فاهم؟ يبقى عيانه قاعد وسط عياله كده فجاه اكيوت شيست بين بعده حصل له ديزني، عمال ينهج مش قادر ياخد نفسه. اقول ايه؟ ده غالبا حصل انفكشن في الليفت سايد، عنده الشيست بين وفجاه جاله كونجستد نيك فين. يا دين يبقى مين؟ من ثلاث سنين، من سنتين بالظبط، كان عندي طالب 6 اكتوبر من السعوديه، عمه كان نائب القنصل السعودي، فجاه اتصل عليا بعد الحصه بنص ساعه، يا دكتور الحق عمي تشيست بين وديزني مش قادر ياخد نفسه. سالته عنده كام سنه؟ حوالي 58 سنه. في هيستوري؟ قال لي يا دكتور من سنتين مركب دعامتين. يبقى عنده راسو اسكوز ولا لا؟ يبقى غالبا دلوقتي الفانكشن فين؟ عنده شيست بين وديزني في الليفت سايد. خدناه مستشفى الجلاله العسكري في اسكيميا وصوم بس في الليفت سايد، وركب دعامتين تاني. حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم واحد ايه؟ قلت رقم واحد يجي بين هارت يعني جاني ما رقم اثنين حاطين في الهارت هارت فيلير سواء ليفت سايد او رايت سايد، يا اما اريزمي. يجي اريزمي ليه؟ يعني ايه اريزمي؟ يعني ابنورماليتي في الهارت ريت، البالس بتاعنا يا ريجولر يا زاد او قل. مش انتوا عارفين ان هم من كام؟ 60 ل 90 تقريبا. لو زاد تاكي كارديا، لو قل بادي كارديا. يا اما ريجولر كلمه اريزمي، يا زاد تاكي كارديا تاكي اريزمي، يا قل الهارت ريت بادي اريزمي، يا اما البالس كان ريجولر، صح ولا لا؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ رقم واحد اللي عنده، مش احنا عندنا الاس نود صح؟ بتبعت لمين؟ للاي في نود، تبعت البند اللي هو رايت بند وليفت بند. لو واحد حصل له انفكشن هنا عند الارتيا بيغذي الاي في نود، خلاص دي ما عادش شغاله، بقت بتعمل ديلي بزياده، ما عادش بتعدي امبلس، اتقفلت. ساعتها لما تنزل هنا ما تنزلش قليله جدا، يحصل له برادي اريزمي او برادي كارديا تؤدي الى هارت بلوك، حاجه ممكن تموت. هارت بلوك يعني الهيت ليفتك براحته قوي، كل فين وفين لما يضخ ما يقدرش يمشي، ده ينام كده وخلاص. يبقى رقم واحد ممكن يحصل هارت بلوك. رقم اثنين لو حصل انفكشن هنا في الليفت باندل ده، الحته دي اللي ماتت، هل الامبلس هتعدي هنا؟ يحصل له حاجه اسمها اريزمي تبع الهارت بلوك اسمها ليفت باندل بانش بلوك. طب لو حصل هنا رايت باندل بنش بلوك، يبقى ممكن يحصل بادي اريزميات كتير قوي. رقم اثنين يحصل تاكي اريزمي، يحصل تاكي اريزمي ازاي؟ هات حته من القلب، حته من الهارت ماتت، في حته حواليها هيلث صح؟ الحته دي ميته.
لما الحته تموت من الحوض لو حته ماتت مش هيحصل لها نيكوز صح مش هيطلع منها بايوجين تقتل الحته اللي حواليها لما الحته دي ماتت وطلع حصل لها نيكوزس طلعت بايوجين عملت اريتيشن للحته اللي حواليها اصبح الحته دي هايبر اكسايتابل ولا لا عمال يحصل لها هايبر اكسايتابل وهي معدي فيها كهرباء هايبر اكسايتابل كهرباء فالكهرباء تزيد في النقطه دي بنسميها اكتوبك فوكس يعني دي تطلع كهرباء تقلب الاوتوماتيك سيلز تطلع كهرباء اسرع من الاس نود بعد ما القلب كان ماشي ورا الاس نود بسميك دلوقتي لا في حته هنا هايبر اكسايتابل بتطلع امبس اسرع بكتير من الاس نود بتطلع بسرعه 300 مثلا فالفنتيكل يمشي وراها فالفنتج يمشي بسرعه 300 حاجه حلوه ولا حاجه وحشه حاجه فيتال المفروض هو ياخد وقت يملى وفضي يملى وفضي صح دلوقتي لو 300 بقى بيعمل كرافيش بيعمل كده لا لحق يملى ولا لحق يفضي فما يدخش يعني مو اسمها ايه اسمها فنتيكولار تاكي كارديو فيتال حد فاهم يبقى رقم واحد يجي حاجتين فيتال هم يا احمد قلنا انجينا ماي اثنين في الهارت من هم هارت فيلير اريزمي رقم ثلاثه هارت فيلير اريزمي حاجتين في المخ مين هم في المخ بحرف الاس في المخ هم شوك ستوك شوك ستوك يجي بشوك او ستوك يجي بشوك ازاي احنا عندنا الهارت اهو لو حصل انفاركش وحته ماتت في الهارت لو حته صغيره حتى ماتت في الهارت وعملت بين مش تعمل بين مش لاك ليك اسيد وريتيشن بالنيكوز ده سيل صح لو حصل بين الوجع في الاول بيشغل السمباثيتك ولا البار الوجع في بدايته شغل السمباثيتك لو زاد اول بين ده يشغل مين البار سمباثيتك لو حصل حته ماتت وعملت سيفير بين هيشغل مين الفيجل دي بنسميها ايه نيوروجينيك شوك ليه ما هو البين الشريط شغل الفيجا اللي هو باس سمباثيتك الباس سمباثيتك يعمل بازو دايلاتيشن صح وبادي كارديا يعني القلب يضرب براحته بادي وبازو دايلاتيشن حد فاهم كلمه شوك يعني سيركيولاتوري فيلير انا ليه ما عنديش شوك دلوقتي عشان البرشر هنا كويس فالدم بيضغط ويوصل البرين بيضغط ويروح للكدني لكن شوك يعني سيركيولاتوري فيلير بقى ما هنا في لتر دم فين 10 سم دم فبيلقف في السيركيشن هيروح البين ده لان دخل فيكم ما فيش دم واصل حد فاهم فلان ده يحصل له شوك ازاي قلنا كم واحد لو حصل سيفير بين يؤدي لحاجه اسمها نيوروجينيك شوك ليه البين شغل الفيجل يعمل ايه فازو دايلاتيشن واسع قوي وبادي كارديا بيضخ براحته فالدم بيبقى قليل قوي هنا فما يوصلش لاي حاجه فيحصل له شوك حد فاهم فاهمين ولا لا طب رقم 2 دي اسمها نيوروجينيك دي سهله قوي ليه اصل دي حاجه بسبب البين سببها هو السيفير بين ضيع البين تخف الشوك اديله موفين يقوم زي الحصان حد فاهم طب النوع الثاني ممكن يحصل شوك تاني اه ممكن يحصل حاجه اسمها كارديوجينيك شوك يعني ايه كارديوجينيك يعني حصل ارتي كبير اتقفل هنا ماسيف انفاركش فمعظم الفنتريكل مات 40% منه مات مثلا لو معظم الفنتريكل مات هل ادي يضخ دم تاني لا فيحصل برضه شوك بس سبب ان معظم القلب مات سميناها كارديوجينيك شوك خلصنا يبقى اتنين في المخ من هم شوك ستوك الشوك قد تكون كارديوجينيك نيوجينيك جت قبل كده سؤال طب بعد كده ستوك يحصل له ستوك عيان ام اي واول برزنتيشن ليه في المستشفى انه جايب جلطه في المخ وهيمبليجيا يعني جه لك بهيمبليجيا فانت تنشغل بقى هيمبليجيا وموتور نيورون تعمل اكزاميشن وهو مشكلته في مين اصلا في الهارت صح اللي يحصل بستوك مش احنا قلنا دلوقتي هو ليه الدم ما بيلزقش في الهارت الدم ما بيلزقش هنا ليه عشان النيورال سيرفيس اوف ذا هارت سموث جدا ناعم جدا ما يلزقش في حاجه صح لو حصل انفاركشن الحته دي بقى تف ولا سموز رف جدا لما تكون رف يلزق عليها بيت ولا لا يحصل هنا سرومبس والسرومبس تبدا تتقطع حته تقفل الريتنال حته تقفل ارتي في السيركل اوف ويلز فتحصل لك سكيبك ستوك حته تموت من دول يجي لك بارالايز بهيمبليجيا صح عشان كده متعلق في المستشفى في الاستقبال ورقه عريضه يقول لك اي عيان ستوك رقم واحد ايكو اشمعنى ايكو على الهارت واي سي جي عشان ممكن يكون سببها اصلا انفاركشن عبال ما اعالج الستوك هيكون مات بمين انفاركشن حد فاهم الستوك ما تموتش الانفاركشن هيموت بقى لو ما شيلش الجلطه دي هيفضل يتكونس ونبص تاني وكل شويه الموضوع مش هيخلص انا قلت البرزنتيشن اتنين بين مين هما انجاني ماي اتنين في الهارت هارت فيلير لازم اتنين في المخ شوف الستوك ما يجيش خالص بقى ممكن ما يجيش خالص اه يعني احنا خالص ده ما يجيش خالص ايه اسيمتوماتيك مش حاسس بحاجه او حصل له سادنس يا اسيمتوماتيك مش حاسس يا مات فجاه اسيمتوماتيك ازاي ليه اسيمتوماتيك مش حاسس بالبين ليه هو احنا كنا بنحس بالبين ازاي مش انا قلت انت لما حصل لك نيكوزس طلع مديته شغلت عملت اديشن النيرف او طلع لك اكسد النيرف يبعت السباينال كود السباينال كود يبعت البين فتحس بالبين صح يعني المسؤول ان يوصل الامبس من الهارت للبين كان مين النيرف ده لو واحد اولد ايج ودايابيتك مش الناس الدايابيتك بيحصل لهم حاجه اسمها بيان عندهم الجلوكوز قوي والجلوكوز يتحول لماده اسمها سوربيتول دي ماده توكسيك على النيرف تعمل حاجه اسمها دايابيتك نيوروباثي يعني يحصل دامج للمايلين شيز دي مايلينيشن فالنيرف ما عادش بيوصل تلاقي في حته ميته والبين فظيع جوه القلب بس ما بيوصلش البين فلا مش حاسس بحاجه قاعد عمال يضحك معاك زي الفل وهزر معاك وعنده انجينا انفاركشن وموت ده واحد جاله انفاركشن وما عرفش
ده بعد شهر ايه ده نكشف عليه قلنا انت عندك ميزد انفكشن عندك جلطه وموتت حته في القلب وانت ما حسيتش بيها فالثلاثه فاتت ايه بعد شويه بيحصل له ديس حد فاهم حاجه يبقى اسمها ايه اسيمتوماتيك مش حاسس ليه قلنا ممكن يكون دايابيتك او اولد ايج صح ولا لا او ممكن يكون ساعات واحنا بنعمل سكرين بالصدفه بنلاقي حالات كتير قوي شفنا كده شفنا كده كان اعرف حد كان قريب واحد صديقي الراجل ده كان قيادي مهم في وزاره الداخليه نفس القصه جاله شيست بين قعد اثر المروحه اثر بتاع جاله الم خفيف قوي بعدها باسبوع بيكشفوا عليه ليه عنده ميس دي ام واي بعدها باسبوع حصل بس يحصل كده اسبوع عشان النيرف يبقى ايه في نيرف بس عشان كده لما يجي لك واحد دايابيتيك واولد ايج حتى لو البين خفيف خاف وتعب ما هي البين خفيف اللي هو حاسه ده ممكن يكون شديد قوي بس مش واصل للبين جالنا مره حاله في المستشفى راجل فاكره كان عنده حوالي حاجه و70 سنه الراجل جاي الساعه 6 الصبح بايه بجاستريك بين فاحنا طبعا لما يجي لنا حد 6 الصبح بجاستريك بين يا عم الدلع ده يا عم يعني جاي صحيان الساعه 6 عشان عندك جاستريتس فصاحبي قلت له بص عليه راح ماشي تمام يا حاج عندك جاستريتس خد يلا التوليفه اللي انتوا عارفينها هي اسبازمو فيزالجينو زنتاج ثلاث حقن ضربهم في بعض الراجل خد التوليفه قلت له يا عم ايه اللي حصل قال لي لا عندك جاستريتس متمشي يا راجل جه الساعه 4 العصر كاردياك اريست الراجل نفسه جمالي كانت ايدي كانت امه ماشي كومن جدا ماشي يبقى رقم واحد ممكن يكون اسيمتوماتيك رقم اثنين سادن ديس يموت فجاه كلمه يموت فجاه ليه يعني يموت فجاه كده يحوق لا يموت فجاه ليه يعني من ست ساعات لست ايام ممتده دي اسمها سادن ديس ممكن يحصل سادن ديس ليه يا جماعه ليه يحصل سادن ديس خلاص ده الناس اللي فتحت مؤتمر كارديو خلاص ركزوا معايا مؤتمر كارديو يفتح بعد ساعتين مش دلوقتي ايه اللي بيحصل سادن ديس دلوقتي لو حصل الفانكشن في الرايت الليفت مين كولر الارتي ليفت مين ده الكبير ده مش الليفت مين بيغذي تقريبا الليفت سايد كله يعني لو الليفت مين الكوروناري ده اتقفل هيموت الليفت سايد كله ولا لا ما عادش فيه نقطه دم طالعه هنا ممكن يحصل له سادن ديس سينكوب وحاجات ما فيش دم وصل اي حته سادن ديس برين دامج كل حاجه تبوظ رقم 2 لو حصل انفكشن الحته اللي ماتت دي يا جماعه قويه ولا ضعيفه الحته النيكروز قويه ولا ضعيفه لما تكون حته ضعيفه والهارت جه كونتاكت بعد كده مش ممكن الحته دي تتشرب صح يحصل حاجه اسمها مايوكارديال ابشر لو حصل ابشر عارفين يحصل ايه الدم يطلع من القلب ينط في مين هنا في البيكارديال سات فالتال بيكارديال سات اتملى دم كده والهارت اتزنق فين في النص وعمال دم يتجمع ويضغط على مين على الهارت يطلع منه لبره يفعص القلب في النص فالقلب يبقى رفيع قوي ساعات نسميه ايه بنشير ده شكل الشريط كده لما يتفعص القلب وحواليه دم ضغط عليه من بره هل القلب ده عارف يركس انا بقول ايه ريلاكس دلوقتي فاكرينها اخر اكس كده ريلاكس مين بيريلاكس ده؟ الهارت اتفعص في النص اتبان دم من بره ما عادش قادر يريلاكس طالما ما عادش قادر يريلاكس هيقدر يستقبل دم من بره فمش هيقدر مش بيستقبل فمش هيضخ شايفيني؟ دي اسمها ايه؟ تامبونات كاردياك تامبونات حاجه فيتال فيتال ليه؟ خلاص الهارت اتضغط ما عادش لا بياكل ولا بينتج يحصل سرنس يبقى ممكن يحصل سرنس ليه؟ واحد عنده مايوكارديال ابشر واحد عنده كمان ليفت من الكولن حصل كتير حصل كان معانا حاله في المستشفى ست عندها 58 سنه سايروتوكسيك عندها مورجن اوبستي يعني بص وزنها قول مثلا 200 كيلو الست دي في المستشفى جت جايب شيست بين وواحد الدكتور بره في عياده قال لها انت عندك مايوكارديال فانكشن وروح المستشفى بسرعه جت ده السينيور بتاعنا بص في بتاع ده شيست بين عندها شيء لحد استقبله مش عارف حاجه اللي هو قلت له يا عم ايه توجع حاجة؟ توجع قال لي مايوسايتس يمشي قلت له بنعملها اي سي جي يعني اطمن يقول لي قال ماشي اعملها اي سي جي ماشي يا مس اعملها اي سي جي بنلف انا وهو كده لسه المس بتقول لها حاجة استريحي عشان اعمل لك اي سي جي على السي الست بتعمل كده وحط شقه وقع بس قعدنا ساعة ونص نعمل سي بي ار وهو يا عيني نفسه اتقطع لان هو لسه كان بيقول لي ايه؟ مايوسايتس تمام؟ وايه يا اعمل ايه؟ والله العظيم انا وقعت دخلت في الكوخ والله العظيم وقعت على الارض انا وقعت كنا انا وهو بس والست جاي وراها قسما باللي حرب عربيات وناس عاليه كلهم واقفين وانا اقول له ماي سايتس شغال ايه؟ اتصل على الشرطه ليه؟ عشان يشوفوا اللي احنا بنعمله يا فهمت النقطه والله العظيم وقفنا ظابط معانا جوه اللي قلت ليش استشهد تعالى واو احنا تعبانين اهو احمينا بعد ما خلصنا قلنا شوف احنا انا وقتها وقعت على الارض تعبت خلاص هو عمال يتعب كمل جاي هنا مفيش قعد رحنا مع السن هم راح في المسنه لقيت له واحده ثانيه لسه امتياز جديد جت تعمل لي استشاره قول يا دكتور فالمهم يوم ما صوت ربنا يعني وقف هو ما شافش بقى الموضوع من اوله لان احنا تعبانين وقال لي خلاص تعبت والله ايه راح طلع السلاح بتاعه يلا يا جماعه قدامي خلاص الله يرحمه ومشي الناس والموضوع خلص بس لو ما كانش في حد وقتها يحمينا
انا كنت قاعد عمال اعمل سيجما وابص على الناس. والله انا ما والله ما تخيل هيحصل ايه اللي بقى. تمام تخيل نفسك وانت بتقطع بره فانت عمال فنحاول ان احنا اي حاجه زي كده ما ناخدش الموضوع ما نعملش بقى مبيع خوف في نفسي وماي ساينتست تخاف اقطع جنب. خلينا واقعيين، ست عندها اوفر ويز دي اولد ايج طبيعي ممكن يكون عندها سكيما مش حاسه بيها ودايبيتك فقشطه يعني. ممكن اسمع انا قلت ايه؟ قلت ايه انا؟ قلت مايوسايتس. برزنتيشن اوف سكيما هارت ديزيز هو انه هو سلوك المراحل انا بطلع في المراحل انا حطاني كلاس تو بابس انا خمس تسعه. ده المهم بس لازم تاخد شويه في المهم. قلنا طب هي زي حفاضه خالد صباع مش فاهم تعالوا كده. قلنا ايه البرزنتيشن بتاع الاسكيميك هارت ديزيز لو كان واحد بين يا اما عشان هم حاطين حاجتين في الهارت يا اما حاطين لازم حاجتين في المخ يا اما شوك ستوب بريس ما يجيش خالص اسيمتوماتيك سادنس. خلصنا؟ خلصنا. ايه البرزنتيشن بتاع الاسكيميك هارت ديزيز؟ ايه اللي ايه الريسك فاكتور اوف اسكيميك هارت ديزيز؟ الريسك فاكتورز اوف اسكيميك هارت ديزيز. هو انا عاوز اعرف الريسك فاكتور ليه يا دكتور؟ عشان انا عاوز اعرف الريسك فاكتور عشان اقول للناس تجنبوا الريسك فاكتور، سهله دي؟ يعني يا حاج الهايبرتنشن بيعمل فحاول تعالج الهايبرتنشن، يا حاج الهايبر ليبيديميا بتعمل فتجنب الدهون والحاجة. حد فاهم؟ انا عاوز اعمل الريسك فاكتور عشان استخدمها في البريفنشن وانا بملى الاسكيميك هارت هقول له تجنب الريسك فاكتور عشان ما يحصلكش. مين هي الريسك فاكتور؟ حاجتين يا اما موديفايبل يا اما نون موديفايبل. يا اما نون موديفايبل يا اما موديفايبل. مين الحاجات الموديفايبل؟ يعني موديفايبل موديفايبل يعني يمكن يتحكم فيها يمكن علاجها حاجات ممكن اعالجها هايبرتنشن اعالجه هايبرجليمي ما تاكلش دهون وهكذا. لكن النون موديفايبل دي ما اقدرش اتحكم فيها. الاولد ايج هتحكم فيه ازاي؟ الميل اكتر من فيها هتحكم فيها ازاي؟ فدي حاجات مش هتتغير ده هيتغير. ايه الموديفايبل ان الميل تعالى شوف الموديفايبل مين هم؟ اربع حاجات هايبرات كده مين هم؟ اربعه هايبر ايه هم؟ هايبرتنشن هايبرجلايسيميا هايبرليبيديميا هايبروسيميا. تاني هايبرتنشن هايبرجلايسيميا هايبروسيميا هايبرليبيديميا. رقم واحد هايبرتنشن يعمل اسكيميك هارت اه ليه؟ ليه الضغط يعمل هايبرتنشن؟ كذا حاجه. اولا ادي الارتر ده السيركيشن ده البلاد بريشر اهو هنا السيستميك سيركيشن. لو الهارت الفنتريكل ده يا جماعه بيضخ ولا البريشر قدامه عالي الفنتريكل جاي يضخ الدم يعمل كونتاكشن لا هنا بريشر عالي قوي هايبرتنشن. ساعتها الفنتريكل هيتخن شويه ولا هيحصلوا فنتريكولا هايبرتروفي ازاي؟ انا لو جيت ازوق الباب وما قدرتش اعمل ايه؟ هروح الجيم اعمل عضلات قد كده واروح خبط الباب صح ولا لا؟ فلما يكون عندي هايبرتنشن مع الوقت الريزستنس العالي عشان نتغلب عليها هيحصل مايوكارديال فنتريكولا هايبرتروفي. لو حصل هايبرتروفي الفنتريكل تخن بنفس عدد الكوريا ولا زادوا؟ بنفس عدد الكوريا يعني تخن بنفس كميه الدم، الدم يكفيه؟ لا يبقى اسكيميك. انا دلوقتي كنت باكل مثلا علبه زبادي بقيت 200 كيلو تخنت قوي جبت له علبه قلت لك ولا حاجه انا جعان ليه؟ ما انا عاوز اكتر. حد فاهم؟ يبقى رقم واحد ممكن الهايبرتنشن يعمل فنتريكولا هايبرتروفي ويعمل اسكيميك هارت. رقم اثنين اللي عنده هايبرتنشن يحصل له ايه؟ معظم الكوريا موجوده فين؟ معظمها موجوده هنا كده تحت الاندوكارديا في السب اندوكارديا لير. لو عنده هايبرتنشن البشره قدام هنا عالي صح؟ ده عمال يضخ والبشره عالي البشره هيقلق والفنتريكولا هيقل هيعلى جدا مش الفنتريك لما البشر هنا عالي ويزيد هنا مش هيضغط على الول ده هيعمل ستون على ستين على الول لما يعمل ستين هيعمل ايه هيزق شويه هيفعص الكوريا دي هيقفلها هيفعص السب اندوكارديال كوريا. حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم واحد ممكن ايه رقم واحد فنتريكولا هيبت. رقم اثنين زياده البشر يعمل سترين على السب اندوكارديال كوريا تتقفل ما تعبيش ده مسكني. رقم ثلاثة ايه كمان؟ اللي عنده هايبرتنشن اصلا البشر عالي لما يكون البشر عالي جوه البلاد فيسل البشر العالي جوه مش بيقدر على الول يعمل ميكانيكال دامج للول. لو عنده بشر عالي ميكانيكال انجري للول والميكانيكال انجري يعمل اسيوسكيلوز. ليه؟ اصلا لما يكون بشر عالي ويعمل ميكانيكال انجري بيشغل حاجه اسمها جوز فاكتور بيعمل الجوز فاكتور بيتخن الول وده يمين اليومن فالبلاد فيسل يضيق. حد فاهم حاجه؟ فعندي حاجه زي حاجه تعمل سكيم كارد. يبقى رقم واحد اول ريسك فاكتور هايبر تنشن اقدر اعالجه ولا لا؟ اقدر بس انا موديفايبل ليه ممكن اتحكم فيه. رقم اثنين هايبر جلايسيميا. ايه قصه هايبر جلايسيميا؟ مش احنا عارفين ان اشهر سبب للسكيم كارد هو الاسيوسكلوزس. انا خايف من الاسيوسكلوزس وبالتالي خايف من هايبر كوليسترولينيا صح؟ ما هي اللي بتزود الاسيوسكلوزس. ايه اللي بيحصل؟ عشان نصنع كوليسترول محتاجين انزيم اسمه ايه؟ انزيم اسمه هيدروكسي ميثايل جلوترايل كو انزيم ايه؟ اسمه ايه؟ هامج كوي ريدكتيز. اسمه ايه؟ هامج كوي ريدكتيز. ده اللي بيزود تصنيع الكوليسترول صح؟ يعني احنا كناس نورمال مش عاوزين كوليسترول كتير فاحنا عاوزين ده يكون مش كتير عشان ما يصنعش كتير صح؟ اللي عنده هايبر جلايسيميا ده مش دايابيتك اصلا وغير ان عالم دايابيتس ده عنده ايه؟ عنده ميتابوليك ديس اوردر ميتابوليك ديس ارينجمنت. ايه الميتابوليك ديس ارينجمنت عنده؟ ان عنده الدايابيتك عنده زياده في الهامج كوي ريدكتيز
فالناس الدايابيتيك اللي يزيد عندهم الهمج وايه يزود مين كوليسترول فيحصل لهم هايبر كوليسترولي ما يحصل اسيوسكوز اسرع. عشان كده بنحاول ندوم ادويه. مين الادويه توقف تصنيع الكوليسترول؟ الادويه زي مين؟ الستاتين، اللوفاستاتين، اتروفاستاتين، لايبونا. كل ده بيعمل ايه اصلا؟ بيقفل مين الهمج كوليسترول فما يصنعش كوليسترول. حد فاهم؟ يبقى رقم واحد مين؟ هايبرتنشن. رقم واحد هايبرتنشن. رقم اثنين هايبرجلايسيميا. قول صوره صوره. مش على علاج فور لايف؟ لا، العلاج ده سايد افكت كتير. من ضمنها نوع المسل دامج ومسل مايوباسي ومايوسايتس، حاجات كتير في المسل كده ما بنحبوش على طول. ماشي، مش هيمشي على طول، هيمشي عليه لحد ما الكوست يرجع نورمال تاني. بسرعه، اي اسئله خلاف بالك عشان ما اقفش. يبقى رقم واحد هايبرتنشن، رقم اثنين هايبر جلايسيميا، رقم ثلاثه مين؟ هايبر ليبيديميا وهايبر يوريسيميا. هايبر ليبيديميا ازاي؟ زياده الليبيد. يعني ما الليبيد ما تزيد يا عم، المشكله ان احنا عندنا نوعين، مش عندنا حاجه اسمها اتش دي ال وحاجه اسمها ال دي ال. ايه المشكله في ده؟ المشكله في ده مين الحلو؟ ال اتش دي ال حلو وده وحش. احنا عاوزين الهاي دنسيتي لايبوبروتين ده لو، عاوزين الهاي يفضل هاي واللو يفضل لو. انا عاوز مين؟ الهاي يفضل هاي. ليش؟ معنى اصلا الاثنين بيشيلوا كوليسترول، ده شايل كوليسترول وده شايل كوليسترول. بس ايه الفرق؟ اللو دنسيتي لايبوبروتين ده بيعمل اوكسيديشن للكوليسترول، اللو دنسيتي بس بالكوست ده بس بالكوست في الورم بيعمل اسيوما. يبقى ال ال دي ال بيرسب الكوليسترول في الورم بتاع البلاد فيسل فيعمل لي اسيوما او اسيوسكلوزس. طب والاتش دي ال ده شغال ككلينر كمكنسه ماشي ورا ال ال دي ال، اي حته كوليسترول يشيلها وينظف الفيسل ويخليها سموز. حد فاهم حاجه؟ يبقى ده بيرسب كوليسترول، ده كلينر بينظف يخليها سموز. عشان يقول لك ده بيزيد السمك، حاجه اسمها ايه بقى؟ ايكوزا فينتونيك اسيد او حاجه اسمها اوميجا 3 في الصيدليه او الاكسرسايز يزود لك ده عشان اسمه هاي دنسيتي. عارفين ليه؟ الصهاي اسوشيال ليبيد كتير بينظف، طلع اتصنع في الليفر ومشي لف سويتش يلفه شال كل الليبيد اللي فيها ورجع تاني فجاي مكثف شايل هاي دنسيتي. لكن ده تافه مش لازم عمال يبني وهو ماشي خلاص. حد فاهم؟ يبقى انا عاوز مين؟ عاوز الهاي يفضل هاي واللو يفضل لو. صح؟ يبقى هايبر ليبيد. الناس بقى عندهم هايبر ليبيديميا او الاوبيزيتي عندهم ايه؟ عندهم العكس، عندهم ده قليل وده زياده. حد فاهم حاجه؟ يحصل لهم اسيوسكلوز. طب اخر حاجه نقطة هايبر يوسيميا، اليويك اسيد تاثيره ضعيف جدا على السكيمك هارت. ده كان ملوش تاثير يعني، بس ايه؟ قالوا ان اليويك اسيد ده ممكن يكون تيك توكسيك افكت، له توكسيك افكت على الميوسيليا، بيعمل دامج او انجري للميوسيليا، ممكن يسوي الاسيوسكلوزس. مش بس كده، اليويك اسيد ممكن يتاثر في الكدني، يبوظ هنا بينك، يعمل حاجه اسمها هايبر تنشن. مش قلنا حصل فات في الجوت؟ ولو حصل هايبر تنشن، الهايبر تنشن يعمل نفس الحاجه اللي انا سايلها. حد فاهم؟ يبقى الموديفايبل اربعه حرف الاسم هم هايبرتنشن، هايبرجلايسيميا، هايبروكسيميا، هايبرليبيديميا. ثلاثة بحرف الاسمين هم سموكينج، ستريس، سيدنتري لايف ستايل. الستريس الناس اللي دايما متوترين. الستريس بيعمل ايه؟ كذا حاجة. رقم واحد الستريس بيعمل سمباثيتك اوفر اكتيفيتي، صح؟ السمباثيتك يعمل فازو كونستريكشن، صح؟ ويزود كمان الكورتيزون كمان. الستريس بيزود الكورتيزون. هو الكورتيزون لما يزيد بيعمل ايه؟ الكورتيزون الزيادة ده كاتابوليك عن الاندوثيليوم، يساوي على الاسيوسكلوز. الكورتيزون لو زاد كاتابوليك على الاندوثيليوم يساوي على الاسيوسكلوز. طب وبعدين؟ الاستريس بيعمل فازو كونستريكشن، والاستريس كمان بيساوي على القلب، بيزود دم تاكي كارديا. ما هو الاستريس هيزود السمباثيتك اللي هي الكاتيكولامين، الكاتيكولامين بتستيمولت الاس سينون فتسرع الهارت. تاكي كارديا على كورونا ضيق يجيب الاتاك ولا لا؟ يجيبها. فقول له بلاش ستريس، اقعد ريلاكس. رقم اثنين قلنا مين الاستريس بيعمل ايه كمان؟ فازو كونستريكشن، يعلي الضغط ولا ما يعليهوش؟ ويعمل نفس الحاجات. حد فاهم؟ يبقى الاستريس محتاج كده فاصل. عشان كده اقعد ريلاكس مرتاح. عشان كده من ضمن الحاجات واحنا بنعالج ان احنا بنهدي العيان، ما تسيبوش متوتر وخايف، ما يبقاش هو خايف وانت كمان خايف. اصل العيان بيبقى جاي اصلا عنده شيست بين وعنده حاجه اسمها اندو انوار، صح؟ انا قلت لكم وصف الانجينا مين؟ كان الدكتور اسمه هيبيردن، انا بتاعته الحصه اللي فاتت. دكتور اسمه هيبيردن اللي قال على هيبيردن الديود بتاعت الروماتولوجي ده اصلا كان بتاع الروماتولوجي، فجاه الجلاله خدته وجاله انجينا، فمعاه ما قدرش يعالج نفسه، فضل كل مره يكتب الوصفات ويقول لك ايه؟ انا جالي حدث يكتب كده، انا عندي انجو انوار، يعني ايه؟ انا حاسس ان شريط حياتي بيلف قدامي، ويكتب قشطه، شريط حياتي بيلف اللي هو بموت يعني وبيكتب برضه، في الاخر مات بين موال، تمام؟ سموها انجينا بيكتورز عشان البين عضلت عند عضله البكتورز، فكان فاكرها القصه دي، صح؟ لما يجي لك عيان اسمه انجينا، ما تقول عنده انجينا ما تقولوش انت عندك مثلا، ما تقولوش عندك ذبحه صدريه، لا قول له ده قصور. المهم خلصت الموضوع. انا كنت بقول ايه؟ كنت بقول ان الاستريس ان العيان اصلا جاي متوتر، جاي في ستريسفول كونديشن جدا، متوتر جدا. هو متوتر فانت لازم تهديه. طول ما هو متوتر، طول ما السمباثيتك شغال، طول ما في تاكي كارديا والاتاك هتزيد. حد فاهم؟ اصلا احنا اول ما كنا بنشوف اول يوم في الامتياز كده رحت على حاله انجينا، الراجل خلاص بيموت ومش قادر، فانا اقسم بالله جريت، انا قطعت الجزمه وجيت يا مجدي وجيت في المستشفى. ليه؟ الراجل انت لو حاسس ان انا لمسته هيموت، لو لمسته بس هيموت. جا السنيور بعدها بكل ثبات، ايه ده يا حاج ما عندكش حاجه زي الفل؟ والله من كلمتين الراجل بقى ايه ده؟ بقص ما يفيد يا راجل، لقيت واحد كام قابلني في المستشفى ماشي مفيش اي حاجه. فما تكونش انت خايف، انت لو خفت
هتموتوا فوقه انت فاهم؟ يبقى انت فاهم نقطه الموضوع خلص فاهم ازاي؟ زي واحد صاحبي واحده جايه بترجع في المستشفى فاتقرف فاحنا نرجع عليها والله العظيم كده هو يعني مش هنفوز فالمفروض انت تكون الطرف القوي اللي ايه اللي تقدر تهدي اللي عايزين صح؟ فعليك متوتر جدا تحاول تهديه تقول لازم تهدى ما هديش ادي له حد يتفاهم انت الاستريس سيداتيف سيبراليكس اي حد ماشي؟ يبقى رقم واحد استريس رقم اثنين سموكينج وسيدنتي لايف ستايل السموكينج بيعمل ايه يا جماعه؟ اولا الناس السموكر بالنسبه للنون سموكر النسبه 2 ل 1 ان يجيله سموك هارد اللي بيدخن ومش بيدخن اللي بيدخن يجيله 2 الى 1 بالنسبه للي بيدخن حد فاهم طب الناس السكند هاند مين السكند هاند ده بيلم يعني هو السجاير يشربه ولا مين السكند هاند اللي هو بس السموكر صح لو بيبقى عند مليه يلم هو السجاير لا ده لو بيشم الدخان في ناس كده بتدخن يعني واحد بس بيقعد مع صاحبه يقول لك انا مشربش بس انا بتمزج على الدخان قشطه ده سكند هاند معرض برده اكتر من السموكر حد فاهم حاجه طب السموكر بقى لو دخن مهما دخن 100 مليون سنة في الآخر لو وقف السموكين بعد سنتين بالستوبن ممكن كل حاجة البلاد بس ترجع زي كل حاجة يرجع كانه ما دخنش أيا كان دخن كام سنة وكمية قد إيه بس ما عدا الحاجات اللي كونك زي السيو بي مش هترجع تاني حد فاهم حاجة؟ طب إيه كمان السموكين وحش جدا بيعمل السموكين رقم واحد للسيجارة فيها نيكوتين صح؟ النيكوتين يستميت الإس نون لما شغل الإس نون هيسرع القلب ولا لأ؟ مش يقول لك لو كان زمان كده قال حطوا علينا قلنا داخل عشان تصحصح وتذاكر صح اصل النيكوتين بيشغل السلوك فيسرع القلب فيضخ شويه دم زياده للمخ 5 دقايق كده فالنيكوتين بيسرع الهارت فيجيب الاتاك ايه كمان السجاره الواحده فيها 4000 ماده توكسيك تعمل دامج للهارت الورق بتاع السجاير توكسيك اهم حاجه ان البلاد فيسل بتاعتنا سموث ليه البلاد فيسل بتاعتنا سموث عشان فيها ثلاث حاجات مهمين قوي اولا هي سموث جدا رقم 2 عندنا حاجه اسمها بوستا سايكلين وحاجه اسمها بروتين سي اس مش بروتين سي اس ده انتي كواجرات صح وبوستا سايكل بيعمل فازو دايليتيشن وبيمنع الثرومبوزس السجاير بتعمل ايه دي اسمها الحاجات دي كلها اسمها انتي ثرومبوجينيك فيتشر السموكينج بيعمل ايه بقى دامج اوف انتي ثرومبوجينيك فيتشر يعني ايه دامج للثلاثه يخلي سموز بقى ويقلل البوستا سايكل يزود حاجه اسمها بوست يقلل يزود حاجه اسمها ثرومبوكسين بيعمل فازو كونستريكشن وكمان يقلل البروتين سي اس فيحصل ثرومبوز حد فاهم حاجه مش هقول بلاش سموكينج طب بعد كده مين سيرنت الف سال اس سيرنت ده طالب في كليه الطب قاعد في البيت المفروض بقى يروح يعمل اكسرسايز يروح الجيم لا طالب تبقى اقصى حاجه يعملها انه يلعب في مناخيره بس ما بيعملش اكتر من كده سيرنت ده اكسرسايز بالنسبه له فواحد قاعد طول الوقت ما بيعملش اي حاجه عمال ياكل ويذاكر ياكل ويتخن 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 فطبيعي يبقى عنده هايبر لبين وطبيعي يحصل له وانا دخلنا الكليه كان وزننا 30 كيلو طلعنا منها 120 كيلو صح ولا لا ده حاجه اساسيه الموضوع ده بيحصل كله عند طالب كليه الطب بتلاقي واحده معينه مثلا جابت 19 و3 ارباع من 20 فاتقهر قلبها اتقهر بتهزر قلت 3 ارباع فيقول واحد قالت ان هي مكتئبه صاحبتها جت تروق عليها قالت تعالى سجارتين فوق يا بنتي روق على نفسك وعلبتين الكحول روق على نفسك وبعد شويه صاحبتها واحد قاعده معاها اكتئبوا هم الاثنين بقى في سنه ثانيه وكتئبوا الموضوع كان عادي ممكن ازود حاجه انا قلت مين هم اربعه هايبر ايه؟ هذا اسم هما ازود ايه حاجه اسمها هوموسيستينيميا والاوبيزيتي والكونتراسيبتيف بيلز وناقص الدايت ناقص الفود والفيجيتابلز الدايت ناقص الفود والفيجيتابلز احنا المفروض ناكل الفود والفيجيتابل ليه يقول لك المفروض تبقى فيجيتيري النباتي صح بس مش كان عامل هناك موضوع على الاثنين دول هبقى هوس دماغنا الفيجيتيريان دول قصتهم ايه او اللي بياكل الفود والفيجيتابل كده ايه الفود والفيجيتابل لها مهمه جدا بتشتغل كانتي اوكسيدنت تمنع الاوكسيدنت بتاع الكوليسترول فتحميك من الاسيوسكلوز لما تروح اي مطعم بتاع ايه بتلاقي طبق الكفته كده مليان بقدونس وفجل وبعدين وبعدين الكفته فوق تعمل ايه بقى تعمل بيت عامل فيها كيوت كده وهتفضل صغيرين كفته وسايب الخضار لو ولد بقى بيعمل ايه تلاقي قلب الظهر طبق على الترابيزه وبعدين راح شايل اللي هو البقدونس ده معبيه واكله وبعد كده قاعد ينقط بقى في الصبح والرقعه هنا يجي في المول تمام تلاقي صباع الكفته بيتقلب كده مفيش اي مشكله ليه عشان هو بيفهم ان الفود والفيجيتابل بيحموا من الاسيوسكليروز لا ما حدش ياخد الموضوع ان ده فجع يعني ولا حاجه لا ده شبابنا زي الفل والله ده علم ده علم مفيش اي مشكله دي حاجه هاي كواليتي زي ده بالظبط هاي كواليتي يبقى قلنا ايه؟ قلنا لا ده هنمنع جربناها قبل كده ده اول حصه معلش يا جماعه اول حصه حقها الحصه اللي فاتت عملنا كده احنا حرفيا يعني احنا قلنا ايه النقص للفود والفيجيتابل فقول له لا زود الفود والفيجيتابل صح ولا ده الدايت رقم 2 كونتراسبتيف بيلز وحش ايه الكونتراسبتيف بيلز عشان بتزود الثرومبوزس
لو احنا بتاخد فتره طويله يحصل لها ثرومبوز وسكينو كهار. رقم 3 ام ان ايه اللي انا كاتبها دي اوبيس دي صح؟ لوبيس نفس القصه زي الهايبرليبيديميا ايه اللي دي له شكل. طب بقى هوموسيستيميا ايه حكايه الهوموسيستيميا؟ المفروض الناس اللي بتاكل لحوم حمراء كتير او ممكن كمان الاطفال، في اطفال مولودين عندهم حاجه اسمها انبونيو في ميتابوليزم، عنده مشكله في الميتابوليزم، بيحول المسيولين او المسيولين ده لمين؟ للهوموسيستين، بيتحول عنده بزياده ده للمسيولين ده الهوموسيستين. الهوموسيستين بيزود الفايبرينوجين فيزود لك الثرومبوز. في اطفال كده عندها انبون او ميتابوليزم هو بيحول ده لده فيزود الهوموسيستين فيزود ده، عنده حاجه اسمها هوموسيستينيا. بيحصل في الناس الكبار الناس اللي بتاكل لحوم حمراء كتير، اللحوم الحمراء مليانه هوموسيستين فيزيد الفايبرينوجين فيزيد فرصه الثرومبوز. عشان كده ننصح الناس نقول لهم ايه؟ ما تاكلوش لحوم حمراء غير مره في الشهر. هل احنا محتاجين ننصحه كده؟ ما في شهر ده هيضربك ويمشي، ده بشوفها من عده لعده لو شفناها. بتهزر يا جماعه؟ انا اخر ما شفت اللحمه وانا في كليه ابتدائي يا جماعه، كان ابويا محتفل عشان دخلت كليه ابتدائي. فانت مش محتاج تنصح الحد ان هو ياكل لحمه مره في الشهر. يو ار ان ايجيبت ماشي؟ يعني تقول لحمه بكام يا ابني؟ ده النهارده بسال الراجل قال لي 140 جنيه. والله 140 فقط تقول. لو 120 لو 120 ناكل لحمه تمام؟ فقول له ما تاكلش لحوم حمرا، كل سمك وفراخ وايه كمان؟ بس كفايه. بهزر طبعا يا جماعه، انا باكل لحمه والله، واحد يقول انا جعان. خلصنا؟ خلصنا الحصه توكل على الله؟ حلو والله. بص 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 مين اللي قال؟ والله خلصنا؟ ايه الريسك فاكتور؟ موديفايبل مان. تعال شوف مين مان موديفايبل بقى. انا قلت موديفايبل مين؟ سموكينج ستريس سيلنت لايف ستايل. مين المان موديفايبل اللي يمكن تحديدها؟ مين هي؟ رقم 1 ميل اكتر من فيميل، رقم 2 اولد ايج اكتر من 40 سنه، رقم 3 بوست فاميلي هيستوري، رقم 4 ايه كمان؟ الستريس او التايب اي بيرسوناليتي. ميل اكتر من فيميل صح؟ اشمعنى؟ اصلا الفيميل عندهم استروجين صح؟ الاستروجين له بروتكتيف فانكشن بيحميهم. ليه؟ اصل الاستروجين بيزود الاتش دي ال ويقلل الان دي ال. بعد ده لحد المنبوذ، بعد المنبوذ خلاص بقى راجل ما فيش مشكله. فقبل كده الاستروجين بيزود مين؟ له بروتكتيف فانكشن. عشان كده يا جماعه عمركم سمعتوا عن الفيميل ماتت بسادن ديس؟ ما يموتوش. احنا بنموت على سن ال 50 وال 53 وهو هي اول ما تتجوز بتفكر معاشه هيبقى كام؟ تمام؟ عامله حسابها انها هتعيش لسه خلاده 100 و200 سنه بعدك، فانت امن المعاش كويس جدا عشان دي اهم نقطه المفروض تتقدم لوحدك. يبقى رقم 1 ميل اكتر من فين ليه؟ عشان هم ما عندهمش حاجات من دي كلها وبيستحملوا الستريس اكتر مننا، هم بيخشوا في ستريس بس بيستحملوه، بس ما تفهمش. طب بعد كده اول ديجا اكتر من 40 سنه، مش كل ما كبرنا في السن كل ما حصل ديجينيشن للبلاد فيسل، كل ما نكبر بيحصل ديجينيشن للميثيليوم، ولما يحصل ديجينيشن يحصل اسيوسكوز اسرع ويحصل له سكيموك هارت. صعبه؟ صعبه؟ رقم 3 مين دي؟ بوست فاميلي هيستوري. قالوا السكيموك هارت ممكن يكون فيها تاريخ عادي. وجدني واحد مثلا عنده انجينا يقول لك يا دكتور والله انا خايف اموت. ليه؟ بس والدي جاله نفس القصه ومات بين موالي. في جينيتك فاكتور في الموضوع. بعد كده تايب اي بيرسوناليتي. مين ناس تايب اي؟ الناس اللي هي بتخاف على ربع درجه. جابت 39 وثلاث ارباع، لا زعلانه عاوز لازم داخل تشوفه وتجيب 45 من 40. داخل عمل لازم 65 اللي هو ناس دي ناس تايب اي بيرسوناليتي اللي هم خايفين على كل حاجه. الناس اللي هم لما اجي الحصه متاخر خمس دقائق راح فين؟ يقعد يقول لي اتاخرت عايز ابدا شهر. ده تايب اي بيرسوناليتي. الاطباء كلهم اصلا تايب اي بيرسوناليتي. كنا عاملين كورس في اتحاد الاطباء في على البيرسوناليتي، طلع الاطباء كلهم اصلا تايب اي بيرسوناليتي. كله طموح وعامل عاوز يبقى مبدع في نفسه كده. هبقى مبدع كوب امتى بقى يا بلد؟ بيتمرجن على نفسه كده، عارف مرجان كبير قوي تمام؟ والبنت لها مرجانه برضه، فكل اللي عاوز يتمرجن تمام ازاي؟ وعامل فيها ايه؟ فدايما تشوف فتره ايه؟ الناس طيب اللي تلاقيها مثلا اتاخرت اعرف ليه اخبط في الارض كنت وقت تمام؟ تلاقي مثلا بنت رتبت العيد كده ورتبت البيت بتاعها ليله العيد والسجاد اخوها معدي بالصدفه كده بالصدفه خبط في السجاد. ده هبدا اعرفه قسما بالله يقطع خلف. الفيرتايل ده الفيرتايل ما يتجوزش ده الفيرتايل. لو اتعبت الهبد دي خلاص. يبقى احنا ايه البرزنتيشن من الاول؟ انا قلت برزنتيشن اربع حاجات من هم تحسوا انه يعني بص وقع حصول سن عظيم وقع ينفع انه بتاع بص يعني السجاده كده. طب ما تقولوا اعدلها. اصل انا يا جماعه عندي تجربه سابقه في الموضوع ده. كل اللي يتعد هتهبد هبدا مع خلاص. لا مش هو انا قلت ايه اللي بتطلعوا ده جنبيه ليه؟ قول لي ايه البرزنتيشن؟ اتنين بين من هما انجينا ما اتنين في الهارت هتفرق يا باشا اتنين في المخ. شوفوا الصيف ما يجوش خالص اسيمتوماتيك سادن ديس صح؟ ايه اللي ريسك فاكتور؟ رقم واحد قلنا موديفايبل مان. الموديفايبل قلنا هايبر ادمنيا هايبر تنشن هايبر جلاسيميا هايبر ليوسيميا هايبر ليبديميا صح؟ ثلاثة اس
ستريس سموكينج سيلنت لو زاد 500 كنت طب الموديفاير بيقول ايه راجل عجوز عصبي سيلس مع راجل بيلعب تم صح عجوز اولد ايج اكتر من 40 سنه عصبي طيب ايه بيرسوناليتي سيء السمع بوست فاملي هيستوري راجل عجوز عصبي سيء السمع خلاص لا لازم بس انا مشوره خلاها اولاد في البيت معلش مشكله اتفق نسى شغلات بس كده طيب بعد كده نخش مين بيفكرني في البيت تعالى البيت اشرح الانجينا بقى اول دابس انجينا بيكتوس اللي هم حلوها في كتبه ايه حلوها ايه سكليروزس عشان لما تجيلك تحلها يا سكليروز على طول ماشي اي حاجه تقف انت قلت لك انا هسال سكليروز على طول اي حاجه سكليروز طب بعد كده ما تفهمش اسال مع انه والله مش هفهمك بس اشتغل عشان مش شرحت لهم فهم كانوا فاكرين يعني دابس ده يعني حاجه زي نخش على مين بقى انجينا ايه قصه الانجينا بيكتوس انجينا بيكتوس سموها بيكتوس ده قلنا عشان البين زمان كانوا فاكرينه في عدد بكتيريا فسموها الاسم وصفها الدكتور المرحوم الله يحسن اليه هيبرت وصفها وما تقش ما فيش مشكله الانجينا بيكتوس يعني ايه بقى حد يقول لي ذبحه صدريه صح العيان هيبقى جاي لك زي الفل يا حاج انت عندك ذبحه صدريه قشطه يعني فاهم واحد محامي كان جاي كان محامي بص ملوش حل واكتف جدا راح للدكتور بشست بين قال له انت عندك ذبحه واحده زور قال لي خلاص ايه هات المكتب عمود ايه يا حاج عن زبحة صدرية قلت له حاصل هتموت تمام في ناس كده عندك هنا إيه انا فشل كلوي لا مش كده يا جماعه خليك يعني عندك قصور في وظائف الكلى شوف الكلمه ده تقول له ايه عندك قصور في الشرايين التاجيه فيمشي يقول لك يا عم مش واخد علاج اصل مالك الحمد لله ما بتلاش حاجه ما بتلاش عندي حاجه امال ده قصور في الشرايين التاجيه حصل قصور لكن بقول زبحة الله يرحمه مات ايه الانجينا بيكتوس احنا عندنا الكاردياك مصر ايه قلنا الهالت الجميل اللطيف بيضخ الدم في الاورطه صح والاورطه بيوزع على الكورنري صح احنا قلنا طول ما الكورنري دايليتد وبيخشها كميه دم كويسه بيوصل الكاردياك مصر كميه دم كويسه العضله دي بتكون تالت زي الفل وبتدي احلى باور وحاجه زي الفل وبتطلع كاردياك اوت بوت حلو ايه اللي حصل انجينا يعني كلمه انجينا الدم اللي وصل الكاردياك مصر مش مكفيها يعني ايه الدم ده مش مكفي العضله ليه رقم واحد كان يكون قد يكون الدم الواصل للكارديك مصر اصلا قليل واحد عنده اسيوم فمضيقه الارتري فالدم الواصل اقل من اللي محتاجاه الاسيوم مضيقه هي عاوزه لتر بيوصلها نص لتر يبقى رقم واحد ممكن يكون حصل اسكيميا ليه عشان الدم الواصل اقل من اللي هي محتاجاه عاوزه لتر بيوصلها دي اسمها ايه اسمها نقص السبلاي مش السبلاي كده قليل صح ولا لا رقم اثنين ممكن يكون ايه كمان ممكن يكون واحد عنده الكورونه زي الفل والله دايليتد وجميل والعضله اهي بس العضله تخينه شويه عنده فينتريكولا هايبرتروفي هو بيودي طبيعي لت هي عاوزه 4 لت حد فاهم فالكميه رايحه طبيعيه والكونه طبيعي بس العضله عاوزه اكتر زياده الديموند يعني الانجينا تحصل ليه يا اما قل السبلاي اللي واصل قليل يا اما محتاجه كتير زياده الديموند يعني انت دلوقتي نوما ليه عشان انت عندك بالانس ما بين مين ومين ميزان العدل اللي عندك ده عندك بالانس ما بين السبلاي والديموند قد ده فانت زي الفل يحصل انجينا امتى حاجه من اثنين يا اما قل السبلاي الوصل قليل يا اما زاد مين الديموند لو دخلت على بيتك ليه تلاتك فاضيه ما احتماليه ممكن انت ما بتجيبش اكل ده نقص السبلاي ممكن بتجيبه اصحابك ليك 5000 1000 صاحب جم فجاه كلوك بالاكل بتاعك بزياده مين الديموند يبقى حاجه من اثنين يا قل السبلاي زاد في الحالتين يا احمد يا عامر سواء قل السبلاي او زاد الديموند الدبل واصل مكفي ولا مش مكفي مش مكفي تشتغل يومك ولا يومك تشتغل انه بتطلع حاجه اسمها لاكتيك اسيد يحصل ايجيشن النيرف يحصل شيست بين يبقى انجينا يعني ايه يعني واحد حصل له الديفينيشن شيست بين حصل ليه بسبب ان حصل امبالانس ما بين السبلاي وما بين الديموند يقل السبلاي يا زاد الديموند صعبه يبقى انجينا بقى ان كلينيكال سندروم اوف شيست بين ديو تو امبالانس بين اوكسجين سبلاي اند اوكسجين ديموند يقل السبلاي يا زاد الديموند الديفينيشن عباره عن ايه قلت كلينيكال سندروم اوف شيست بين حصلت ليه ديو تو امبالانس بين اوكسين سبلاي اند اوكسين ديمون يعني الليتولوجي يبقى حاجه من الدي ام ما الليتولوجي يا اما قال السبلاي مزاد مين الديمون يا العضله محتاجه اكتر عضله زي كده الدم رايح تبقى مش مكفيها يا اما ده نقص السبلاي اللي على الدم اللي واصل اصلا قليل ايه اللي يزود السبلاي واللي يزود الديمون اللي يزود الديمون حاجه من الاثنين دلوقتي انا كنت باكل علبه زبادي زي الفل صح وزني بقى 200 كيلو جبتها ما تفوتش صح يبقى ايه المشكله انا اللي فوت صح ولا لا يبقى نزود ده قلنا رقم واحد واحد عنده فينتريكولا هايبرتروفي انا قلت الفينتريكل تخن بنفس عدد الكون فالدم اللي رايح هيكفي ولا مش هيكفي مش هيكفي يبقى رقم واحد عنده ايه فينتريكولا هايبرتروفي ايه اللي يعمل هايبرتروفي يا جماعه في فينتريكول واحد عنده مثلا هنا هايبر تنشن صح تلاقيه مقفول واحد عنده اورتيك ستينوزس صح ولا ده كله يعمل فينتريكولا هايبرتروفي يبقى رقم واحد فينتريكولا هايبرتروفي زي رقم اثنين ايه اللي يخليه محتاج اكتر يا اما تخنت يا اما ببذل مجهود كتير
بقيت بجري كتير كل يوم اكسرسايز فهرجع جعان صح ولا لا؟ ممكن القلب ده بيجري بزياده، واحد عنده تاكي كارديا، اللي عنده تاكي قلب تاكي كارديا قلب سريع جدا، فالقلب السريع هيحتاج دم اكتر، فاللي جاي مش هيكفيه، حد فاهم؟ يبقى رقم 2 تاكي كارديا. تاني انا قلت قال لي صبايا وزاد مين؟ الديمان. ايه اللي زود الديمان؟ يا الفنتر يا تخن يا سريع، يا تخن يا سريع، تخن هو فنتريكولار هايبرتروفي يا اما تاكي كارديا. ايه اللي يعمل تاكي كارديا؟ حاجه زي الهايبوتنشن والهارت فيلير والستريس صح ولا لا؟ وكمان والسيروتوكسيك. اللي عنده سيروتوكسيكوز ده يا جماعه عنده سيروكسين كتير بيشغل الاس نون بيسرع القلب. اللي عنده هايبوتنشن مش لو ضغط قل هايبوتنشن بيحصل هنا ريفلكس تاكي كارديا عشان اعوض تاكي كارديا. اللي عنده هارت فيلر القلب بيحاول يعوض برضه ريفلكس تاكي كارديا. كل ده ممكن يعمل تاكي كارديا. اللي عنده انجينا بسبب تاكي كارديا اعمل له عسترة واخش اوسع له كوني ولا ادي حاجه تقلل التاكي كارديا؟ ادي بيتا بلوكر القلب يمشي براحته يبقى زي الفل. حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم واحد قلنا ايه؟ قال السبلاي زي الديمان، زياده الديمان قلنا مين؟ فنتريكولار هايبرتروفي. طب قال السبلاي ليه؟ قال السبلاي حاجه من اثنين، يا اما قال كميه الدم. يعني بصوا انا كنت بشرب مثلا علبه زبادي فكانت مليانه، واحد بقى 200 جاب لي نفس العلبه بس فاضيه نصها بس اللي مليان صح؟ يا اما نقص الكميه نفسها قلت صح؟ نقول ايه؟ يا اما نفس الكميه جاب بقى ما علبه جاب نص علبه ناقص الكوانتيتي، يا اما ناقص الجوده جاب لي حاجه نوعها مش حلوه ما اكلتهاش ناقص الكواليتي صح؟ يبقى ناقص زياده الديمان او ناقص السبلاي. ناقص السبلاي ليه؟ يا الكميه نفسها ولا ايه؟ ناقص الكوانتي يا النوع وحش ناقص الكواليتي. ناقص الكواليتي ازاي؟ عيان عنده القلب ضخ دم يا دينا والدم بيوصل للهارت بس الدم ده فاضي ما فيهوش اكسجين. ليه؟ عنده يا اما انيميا يا اما هايبوكسيا. ما هو الانيميا ما عندوش ار بي سي او هيموجلوبين فما فيش اكسجين، ما فيش ار بي سي تشيل اكسجين. انيميا او هايبوكسيا عنده مشكله في اللانج سي او بي دي فما فيش اكسجين. في الحالتين الدم بيوصل بس ما فيهوش اكسجين زي الميه، دم زي الميه ملوش لازمه فيحصل له سكيدني. حد فاهم؟ ما هو مفيش اكسجين هيشتغل انيوتيك هتقول لاكتيك اسيد ما يحصلش سكيدني برضه. يبقى رقم 2 ناقص الكوانت زي مين؟ يا اما انيميا يا اما هايبوكسيا صح ولا لا؟ هعرف ازاي اللي عنده انيميا ده؟ مش هيبقى عنده سيفير بالون؟ تلاقي ست عندها 50 سنه جايه يا دكتور عندها سيفير بالون. يا دكتور انا وانا طالع السلم عند الدور الخامس بيجي لي شيست بين وديزنيا بقعد على السلم. يعني بيجي لها اعراض انجينا شيست بين وديزنيا بس ست عندها سيفير بالون. ابعتها يا دكتور كارديو يوسع لها الكوناري وده انت سكيمك هيتوسع ولا صلح لها الهيموجلوبين؟ صلح لها الهيموجلوبين وزي الفل. ليه؟ سيفير بالون كومن كومن بيجي لنا بنات كتير سن 18 20 سنه عندها شيست بين وريزنيا مع المجهود والسبب انيميا. صلح الهيموجلوبين زي الفل مش ده انت سكيمك. يبقى رقم واحد ناقص اللي فات قلنا انيميا او هايبوكسيا. مين اللي عنده هايبوكسيا؟ طفل صغير مولود اللانج مش كامل عنده هايبوبليزيا في اللانج، واحد كبير عنده سو بي دي، اي حاجه من دول. خلصنا؟ طب بعد كده انا قلت الديفينشن عباره عن ايه؟ clinical syndrome of chest wall due to imbalance between oxygen supply and oxygen demand. يا اما قال السبلاي مزاد مين زود الديماند فنتريكولار هابيتي واحد. قال السبلاي الكوانتي يا اما كواليتي مين كواليتي انيميا واحد. الكوانتي مين قال الكوانتي الكميه؟ تعال نشوف. انا لو عندي ورده كده زيها في البيت واحد موها في الحس ماشي وعنده ورده زيها في البيت وكل ما بيتفرج عليه الورده عشان تفضل عايشه يا بس عشان تفضل الورده عشان تعمل ايه؟ لازم يملاها كل يوم ميه صح؟ الميه توصل للورده دي صح ولا لا؟ عشان الميه توصل لها وتفضل عايشه لازم احتاج حاجتين، محتاج بامب تكون قويه مضخه تمام ومحتاج خراطيم واسعه عشان اوصل لها ميه تفضل عايشه. امتى الورده دي خلاص ماتت؟ حاجه من اثنين، الميه ما عادش توصل لها. ليه؟ حاجه من اثنين، يا البامب نفسها باظت حصل بامب فيلير يا الخراطيم اتقفلت فهتموت الزرع صح ولا لا؟ طب عضلة القلب عشان تعيش محتاجة ايه؟ محتاجة رقم واحد بامب. ليه؟ محتاجة فنتريكولار قوي يضخ الدم يطلعه الاورتا، دي بامب ولا لا؟ بامب. رقم اثنين محتاجة خراطيم واسعة، كورونا واسعة عشان يوصل الدم كاملا للمصر. حد فاهم؟ يبقى عشان يوصل الدم لازم تكون البامب قوية المضخة والخراطيم واسعة. لو البامب مش شغالة مش هيضخ اصلا، مش هيوصل دم هنا صح؟ ولو البامب حلوة بس دي مقفولة مش هيخش برضه. فمحتاج بامب وكوني ده باص او ده باص يحصل كميه. لو البامب بايظه مش هيضخ كميه هيقل كوانتس، ولو ريت قفل برضه هيقل كوانتس. يبقى ناقص الكوانتس حاجه من اثنين، يا مشكله في البامب الهارت مش قادر يضخ نفسه مش قادر يضخ. ليه؟ عشان عنده كارديك اوت قليل ولا عالي؟ قليل ولا عالي؟ لو كارديك اوت صح. يبقى رقم واحد از بارت اوف لو كارديك اوت. رقم اثنين يا اما الخواتيم ضيقه كوروناري هارت ديزيز. ايه اللي يعمل لو كارديك اوت؟ ايه اللي يعمل لو كارديك؟ ايه اللي يخلي الهارت اصلا يضخ كميه دم قليله في الاورطه فاللي يوصل يكون قليل؟
واحد عنده هارت فيليا ولا لا؟ مش اللي عنده ليفت سايد هارت فيليا ده، الهارت مش قادر يكونتاكت، فمش قادر يضخ الدم هنا، فالدم اللي هيوصل المصري هيبقى قليل. يبقى رقم واحد مين؟ ليفت سايد هارت فيليا. رقم اثنين لو واحد عنده ايه كمان في البامب بقى؟ قلنا رقم واحد هارت فيليا، رقم اثنين الحته دي البوابه الفالف مش المفروض يكون واسع وعدي الدم؟ لو عنده اورتيك ستينوزس هل الفالف ده عارف يعدي الدم من هنا لهنا؟ فالدم قاعد هنا، الدم هنا قليل صح؟ فالكورونا بتعبي من هنا فاللي يوصل لها قليل ولا لا؟ قليل صح. يبقى رقم واحد قال الكارديك اضغط لها حاجه واتنين، يا اما ده مقفول ده مش قادر يضخ هارت فيلير ليفت سايد هارت فيلير، يا اما مين؟ اورتيك ستينوزس. بس اللي عنده اورتيك ستينوزس ده هل مشكلته كورونا؟ لا، ده مقفول فبيضخش اصلا، الدم بيعديش، فالدم مفيش دم وصل للبين ولا للهارت ولا للنط، فعنده هيدك ولا المصل عنده فتيك ولا كده عنده، فكل جسم سكيميك فمش فاهم على الهارت يعني، هو جزء من السكيميا. حد فاهم؟ لو انت تقول يحصل له سينكوب حاجات كتيره كده. يبقى رقم واحد قلنا ليفت سايد هارت فيلر، رقم اتنين مين؟ اورتيك ستينوزس. اللي عنده اورتيك ستينوزس يحصل له سكيميا ليه؟ قلت وانا الدم مش معدي من هنا لهنا فالوصل هنا قليل. رقم اتنين لو عنده ستينوزس يعني البشر هنا هيقلى صح؟ مش بيدخ ضد المقاومه فيعمل ستين على الكولاي، هيعمل هايبرتو في كل الكلام ده. يبقى انا قلت التيولوجي زاد الديمون قل السبلاي صح؟ زاد الديمون فنتريكيو هابيتس ده قل السبلاي مين؟ الكوانتي الكواليتي الكواليتي مين؟ انيميا هايبوكسيا الكوانتي الناس اللي نامت ايه؟ يا مشاكل في الكوانتي الاوتوت يا اما الكوروناي البامب يا خواطين البامب باظت وانا ليفت سايد هارت فيلر اورتيك ستينوزس. طب الكوروناي حصل لها ايه؟ ايه مشاكل الكوروناي؟ اول حاجه حاجتين في اليوم كده، حاجتين في اليوم حاجه قافله الكوروناي من جوه زي مين؟ واحد عنده حاجه قافله من جوه مين هي؟ سومبوزس او افس اسيوس كلوز صح؟ يبقى يا جماعه سومبوزس او امبوليس حاجه في اليوم ان هي حاجتين اليوم سومبوز لو خدت سكشن فيه اثنين في اليوم سومبوز وامبوليس. ايه الفرق بين سومبوز سومبس قفلت او امبوليس قفلت الكوناي؟ السومبس حاجه اتكونت في المكان ده، واحد كان عنده فاسكيولايتس مثلا كان عنده فاسكيولايتس فده بقى رفض كون هنا سومبس ده سومبوز. طب الامبوليس حاجه ايه مكان ثاني، واحد كان عنده سومبس هنا او كان عنده فيجيتيشن صح في الانفكتيف اندوكارد اتقطعت حته منها قفلت هنا جت من مكان تاني مسافر، الامبوليس مسافر للسومبوس اتكونت هنا. يبقى رقم واحد حاجتين في اليوم هو سومبوس او امبوليس. رقم اثنين حاجتين في الول يفرقوا ايه هما؟ في الول اسيوسكليروزس فاسكيولايتس اسيوسكليروز و اهم سبب اسيوسكليروز ده وقال لك الايتيولوجي لازم تقول اسيوسكليروز ده حوالي 95% من 99% من الحالات يعني لو اسيوسكليروز بس ده برنس قلت كله ونسيت اسيوسكليروز ما خدش 20% من الضرب. اسيوسكليروز اهم سبب بدايه الكون كلها وعلى الضغط صح. طب ايه كمان سوباسكيولايتس يعني فاسكيولايتس قلت يعني انتي بودي بيهاجم الفيسل صح فيعمل كونيك انفلاميشن يؤدي الى فايبوز تدي الفيسل اسمها فاسكيولايتس تحصل مع مين فاسكيولايتس مع سيستميك لوبس صح وحاجه اسمها كواساكي ديزيز وحاجه اسمها بولي ارترايتس نودوزا كل ده يعمل فاسكيولايتس. الفاسكيولايتس كذا انواع في احد انواع الفاسكيولايتس يحصل بس في السمول كورونا يحصل في مين في السمول مش في اللارج ده كورونا كبير وهنا كورونا صغير لا حصل في الصغيره دي كورونا الصغيره اللي هنا دي لو حصل في السمول الصغيره دي لو جيت اصور بالقسطره هشوفها ولا مش هشوفها لما اصور المفروض اشوف الكورونا ضيق بس لو الفاسكولايتس في السمول كورونا ما تبانش بالقسطره ليه اصل الانجيوجرافي في القسطره بتبين الكورونا الكبيره بس ما بتجيبش الصغيره حد فاهم حاجه القسطره بتجيب الكورونا الكبيره ما تجيبش الصغيره فلو عندي فاسكولايتس في الصغيره مش هتبان في القسطره طب وبعدين اللي عنده فاسكولايتس ده في الكورونا الصغيره هصلحها ازاي ما هو لو كان فاسكيولايتس في الكورونا الكبير هخش اصعب القسطره هي بتوصلش للصغير هصلحه ازاي بنصلحه بعمليه اسمها ليزر اسمها ايه ترانس مايوكارديال ليزر كانالايزيشن ازاي بصلح شويه على ليزر كده على الهارت وافتح هنا تشانل كده وهنا تشانل وهنا تشانل وهم بالتشانل تعمل ايه بقى مع الاكسجين تفتح فتعبي دم فالاكسجين يوصل للمصل بالديفيوجن مع الكونتاكشن تقفل فتطلع دم والسي او 2 حد فاهم حاجه اسمها ترانس مايوكارديال ليزر اي فاسكولايزيشن حد فاهم السندوم دي بيحصل فيها ايه السندوم اللي فيها فاسكولايتس في سمول فيسل اسمها ايه اسمها مايكرو فاسكولار انجينا اسمها ايه مايكرو فاسكولار او سندوم اكس يبقى انا قلت اللي بيعمل مشاكل في الكوانا اثنين في الول اثنين في اليومن سندوم امبوليس صح اثنين في الول من هم اسيوسكليروز فاسكولايتس طب بعد كده اثنين في بق الكوانا فتحت الكوانا نفسها بق الكوانا اتقفل حاجه اسمها اوستيال ستينوز اوف سيفلس وحاجه اسمها كونجينيتال انومالي كلمه اوستيام يعني بق يعني فتحت الكوانا فتحت الكوانا دي البدايه اتقفلت اسمها اوستيام اوستيام يعني اوستيا بق اوستيال ستينوز اوف سيفلس السيفلس في انهي ستيج هو برايمري او سكند تيرشن في التيرشن ستيج اوف سيفلس بيعمل هنا زي فايبوزس كده بدايه الاوبننج اوف كورنال يعمل حاجه اسمها اوستيال ستينوز اوف سيفلس او كونجينيتال انومالي يعني ايه طفل مولود اصلا الكورنيا بتاعه مقفول او الكورنيا طالع من مكان غلط طالع مثلا من البلمونري فبيعبي دي اوكسجينيتد بلاد فيبقى عنده سكيميا من يوم ما اتولد اسمع الديفينيشن ليكال سيستم اوف شيست بين بيتو امبالانس بين اوكسجين سبلاي اوكسجين ديمان الايتيولوجي
يقل السبلاي زاد الديمان مين زود الديمان من تبقى هبته ما تبقى جميع السبلاي يا ناس الكوانت يا ناس الكواليتي الكمية الكوانت قلنا مين الكواليتي مين أنيميا هاي بوكس الكمية يا لو كايدك الحمد بايزة يا كونا لو كايدك مش أي ضخ لفساد هات فيل أو باب مفروض تكسرون طب كونا اثنين في اليوم من هما سيمبوز امبوليس اثنين في اليوم اثنين في الول اسيوس كوز بس بس اثنين في بقى الكونا اسيوس اسيوس وكون جينيتال هزود ثلاث كلمات في الكوني كلمة R R P R P R الال هي أميلولوزس ملهاش لازمة للثلاثة دول وراديشن تمام وكمين كمان وبوست ترانسبلانتيشن ثلاثة هم R أميلولوزس راديشن بوست الأميلولوز واحد عنده زيادة في الأميلولوز بروتين بيتأثر في البطن ست ساعات يعمل لها سيكنج في ضيق اليوم يبقى الأميلولوز بيتأثر في الول واحد عنده راديشن واحد عنده بولكو جينيك كارسينوما بيعمل راديشن الراديشن بيعمل دامج للميسيليوم وبيعمل فاسكولايتس واحد بوست ترانسبلانتيشن واحد نقل القلب لما نقل القلب مش بنقطع الكور اللي هو ده وبنوصله في الجريد فبيبقى هنا انستموزس مكان انستموز مكان اوف ممكن ينزل عليه سون بس تخش في الكور ده خلصنا من التيولوجي انا قلت ثلاث حاجات لحد دلوقتي ايه هم بقى البرزنتيشن قلت اسمع الثلاثه البرزنتيشن في سكيمك هات عباره عن ايه اتنين من هم اثنين في الهات من هم اثنين في المخ هم شوفوا ستوب ما يجيش خالص اسم ده وصلنا من الصح الريسكي فاكتور قلنا موديفايبل و نون موديفايبل عجوز راجل اولد مين عجوز اولد ايج عصبي طيب بس هتلاقي سمع بوست فاهم طب موديفايبل هايبرت من هي هايبرتنشن هايبرجلسيميا 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 ثلاثة اس سموكينج ستريس ريزلت ستارت ديفينيشن تاعنا عن قلنا كلينيكال سوبر تيولوجي مش كيف تيولوجي قال السبلاي زي الديماند والديماند هنا السبلاي كوانتي يا كويس ايه اللي كلينيكال بيكشر بتاعت انت هيشتكي منها عندنا يا جماعه هيشتكي منين مش هو احنا قلنا طول ما العضله كان بيوصلها كميه دم كويسه كانت شغاله ايروبيك كان مفيش مشكله زي الفل اللي حصل ايه قلنا لما حصل اسكيميا الدم اللي وصل كارديك مصر قل ولا زاد قل جدا فالعضله اللي وصلها دم قليل هتشتغل بالانيروبيك ميتابوليزم ولما تشتغل بالانيروبيك هتطلع حاجه اسمها لاكتيك اسد ده اللي هيعمل ايه الريديشن اللي بيحصل بيه يبقى كل شكوته ان عنده شيست بين صح يبقى بين فين يعني ما في شيست في الهارت صح يبقى الكلينيكال بيكشر كلمه واحده هي شيست بين طب ما اي حاجه ممكن تعمل شيست بين يعني شيست بين يمكن بلوس يمكن بيكاردايتس يمكن نيومونيا عاوز اعرف ان البين ده بتاع انجينا عارف ازاي لما جه واحد وقفت ما قلت له ايه اللي انا بقى قبلك بقى عشان مثلا دي السر ولا دي هيباتايتس صح ولا لا تعرف اناليسيس فلازم اعمل اناليسيس للشيست بين عشان اتاكد انها انجينا أناليز ازاي؟ بعمل بستة حاجات رقم واحد سايت كاركتر اثنين بحرف السي من هما سايت كاركتر واثنين على نفس الوزن راديشن ديوريشن مين؟ سايت كاركتر راديشن ديوريشن وات انكريز وات ديكريز اسوشيشن صعبة؟ يبقى الأناليز بنعمله ازاي؟ ستة سبع حاجات من هما قلنا سايت كاركتر راديشن ديوريشن وات انكريز وات ديكريز اسوشيشن سايت مكانه فين؟ هيكون في الايه بينا ولا في الطن؟ في الهارت هيبقى فين؟ في الطن صح؟ صح؟ في حد والله سأله في الطنب السايد مكانه فين؟ ريتو ستيرنال في القلب والهارت وين ستيرنال يبقى ريتو ستيرنال يبقى كما واحد السايد ماله في الهارت يبقى ريتو ستيرنال وكما اثنين كاركتر البين ده لو كان ستيتشي كان مين؟ بيروسي أو بيرتردايتس لو كان لوكالايز بحرير بصبعه كان ده اللي قاله صاحبنا مين؟ مايوسايتس صح ولا لا؟ لكن ده بقى تقلع على سيدي يقول لك يا دكتور ايه؟ انا حاسس ان حجر كبير قوي على سيدي حاسس بقطر حاسس ان الاتوبيس الاحمر ده على سيدي كله كده هو حاسس بتقل على سيدي اسمها ايه؟ اسمها كومبريسن او كونستريكتنج حاسس بتقل ممكن يبقى سكويزن ممكن يبقى بيرننج بيتوالى مع الجلد البيرننج ده وحش قوي احنا يهمنا الكلاسيكال بير مش التاني يبقى رقم واحد السايت بتوستيرنال الكارت مكانه عامل ازاي؟ كومبريسن او كونستريكتن الراديشن بيسمع فين؟ يسمع ليفت انا جاي نعمل ايه ليفت كده ليفت ليه ليفت فين؟ ليفت شولدر انر سايد اوف ليفت ارم نيك جو تيس تاني يسمع فين؟ ليفت شولدر انر سايد اوف ليفت ارم نيك جو تيس اشمعنى بيسمع ليفت يعني؟ احنا عندنا الهارت اهو الهارت بتاعنا حصل فيه سكيميا لو حصل سكيميا وطلع الكتريك اسيد مش هيعمل اديشن النيرف النيرف بعد مين هنا؟ السباينال كورد صح؟ السباينال كورد في حاجه اسمها بوستيريو هورن سيل وفي حاجه اسمها انتيريو هورن سيل تبعت لمين للبرين صح؟ الانتيريو هورن سيل مالناش دعوه بيها دي موتور بتشغل المصل لكن البوستيريو هي اللي لنا عربي اي سنسيشن سواء سوبرفيشال او ديب بتدينا عن طريق مين البوستيريو هورن سيل عشان توصل للبرين طب دلوقتي النيرف وصل السباينال كورد النيرف بيخش في انهي سيجمنت في السباينال كورد بتاع الهارت ده بيخش في حتتين كده نوعين من السيجمنت ايه هما بيخش في اللور سيرفايكال سيجمنت
والابر سواسك يعني بين السيرفايكل والسواسك. يبقى النيف جاي من هون يخش في اللور سيرفايكل والابر سواسك يخش على البين. طب بعدين المشكله ان السكين بتاع الحتت دي كلها بيوصل لنفس السيجمنت دي. حد فاهم؟ مش ده داخل اللور سيرفايكل والابر سواسك والسكين بتاع الحته دي بيوصل لنفس السيجمنت. بس البين طول النهار متعود ان الاشاره داخله من الحته دي جاي له من الهارت ولا من السكن. فهدومك طول النهار تحتك في جلدك فطول النهار في ريتيشن يبعت الحته دي جاي من السكن. فتعود المخ ان اي اشاره داخله من هنا اللي هو السيرفايكال ابر يبقى جاي من السكن. فلما جاله انجاني يحصل ريتيشن بين الاماكن دي المخ ما يقدرش يميز يفتكر ده جاي من السكن فيحصل ريتيشن كبير في السكن. بعد شويه ممكن يتحدد احسن زي اللي عنده ابندسايتس. الالم كان في بطنه كلها الاول المخ مش مميز لان هو بتحتاج الهدوم بتحكم بطنه كلها طول النهار. اخر اليوم يقول لك ده الالم هو لوكالايز دوت. حد فاهم حاجه؟ انا متعود الباب لما اخش من احمد عامر وهنا احمد حد ثاني غير احمد انس دكتور انس هنا احمد وانس. فكل يوم كل ما جاي يتفتح اقول خش يا احمد خش يا احمد. في يوم انس دخل من قلت خش ايه يا احمد وهو كان انس. حد فاهم؟ عشان متعود ان هو اللي بيخش من هنا. يبقى رقم واحد قلت رقم واحد ايه بيحصل ايه؟ البين مكانه السايت قلنا ايه؟ هيتوستين الكاركتر كومبريشن واحد كونستيت نيجاليش بيسمع فيه مش سامع الشوط التسليم المصاري وكنت اقول نيك جوز مش عاوز متاهات وبعد يقول ليفت شولدر نيك دي مش عاوز هي مترتبه مترتبه وسهله. يبقى قلنا ليفت شولدر المصاري وكنت اقول نيك جوكتي بس. طب بعد كده ديوريشن يقعد قد ايه؟ مش احنا قلنا يا جماعه الانجينا مجرد لو تضيق بس صح ولا لا؟ فلما يعمل شويه اكسرسايز الدم ما كانش مكفي. طب لو قعد يرجع زي الفل ليه؟ ما هو لو قعد الدم هيبقى مكفي. وبعدين اصلا لما يطلع لاكتيك اسيد اصلا بيعمل فازو دايلاتيشن فبوسع الكوينه تاني ويرجع نورمال. حد فاهم؟ وبعدين اصلا بعد شويه السيركيشن لما بتمشي الالم بيخف ليه؟ اصل السيركيشن لما مشيت بتعمل ووشنج لاكتيك اسيد الالم بيقعد فتره صغيره ليه؟ عشان هو جاي اثناء الاكسرسايز بس لو قعد يخف. عشان لو خد نيتريت هيوسع الكوينه هيخف. عشان لاكتيك اسيد نفسه فازو دايلاتيك وسع الكوينه فهيخف. يعني الالم كده كده هيقعد دقايق ويخف. حد فاهم حاجه؟ لكن المقفول خالص بتاع الام واي ما يخفش. حد فاهم حاجه؟ يبقى قلنا الكارديشن بتاع الديوشن قد ايه؟ 1 ل 15 مللي صح؟ ليه؟ قلنا عشان الارت ضيق بس مش مقفول مجرد ستينوزس فالدم بيوصل بس قليل. لما عمل اكسرسايز الدم ما كانش كافي فحصل له اتاك. لما الدم بقى كافي فخف فمفيش مشكله. طب والبين خف ليه؟ ما هو اللاكتيك اسيد لما الدم مشي كده عمل ووش من اللاكتيك اسيد وخف العيان وما عادش بيجي. يبقى رقم واحد يقعد من 1 ل 15 المتوسط 5 دقايق 5 مللي ما يزيدش عن 30 دقيقة. لو زاد عن 30 دقيقة نص ساعة ما تمشيش قعده معاك في المستشفى لأن ممكن يكون ايه؟ ام واي غالبا. يبقى الديوريشن 1 ل 50 اللي هو الكيس بقى ايه اللي بيزوده؟ مش احنا قلنا ده عنده الهارت بتاعه الكوري ضيق شوية فبوصل دم وهو قاعد زي الفل. لو عمل اكسرسايز أو عمل أي حاجة أي حاجة تسرع القلب أي سيمباثيتيك اوفر اكتيفيتي تسرع الهارت الدم اللي جاي ده مش هيكفيه وقتها صح؟ يبقى نجيب التك ايه؟ اي حاجه تشغل السمباثيتك، اي حاجه تعمل سمباثيتك اوفر اكتيفيتي. مين بيشغل السمباثيتك؟ رقم واحد واحد يعمل اكسرسايز بزياده صح؟ رقم اثنين واحد تعرض لكولد ويزر او هيفي ميل او ستريس او سكشن انتركورس او هاي اتيتيود صح؟ كل او سموكينج. ما هو الهيكس اكسرسايز هيزود السمباثيتك وهيجيب الاتاك ده مش هيكفي. والكولد ويزر اثناء الكولد ويزر بيشتغل السمباثيتك صح؟ وبيشتغل مين؟ بيزيد السيروكسين. انت بردان في الكولد بقى لما تتجمد في الكولد يطلع عندك سيروكسين ليه؟ عشان يزود الميتابوليزم فيطلع لك اندوجينس هيت حراره تدفيك. ففي البرد بيزيد السيروكسين والسيروكسين بيسرع الهارت السينون. رقم ثلاثه مين دي؟ هيفي ميل. لو واحد كان اكل بزياده معظم الدم هيروح للجي اي تي صح؟ مطلوب الهارت يضخ بقوه دم كتير للجي اي تي لود على الهارت. عيان الهارت دايما يموت لو كان كتير الهارت عايز يضخ كميه كبيره للجي اي تي فده لود على الهارت فيجيب له الاتاك. طب ايه كمان؟ قلنا ستريس ستريس سمباثيتك اوفر اكتيفيتي. قلنا سموكينج نيكوتين هيسرع الهارت. قلنا سيكشن انتركوس ما هو السيكشن انتركوس فيها ايريكشن ده بقى سمباثيتك لحظه الايجاكيوشن دي لحظه السمباثيتك اوفر اكتيفيتي هتجيب الاتاك صعبه. يبقى اللي يجيب الاتاك ايه؟ انتوا عارفينها كنا بنقول ايه؟ بنقول واحد طلع لواحده صاحبته فوق الجبل صح؟ ايه واحد طلع صاحبته فوق الجبل هم مزاجهم كده مزاجهم في العلالي شويه عاوزين يتقابلوا في العلالي ماشي؟ ايه القصه؟ لما يطلع فوق الجبل رقم واحد ده اكسرسايز ولا لا؟ بالترتيب اكسرسايز هيتقابلوا فوق الجبل اول حاجه ايه؟ قلنا رقم واحد هيفي ميل صح؟ سموكينج سيكشوال انتركورس ستريس هيفي ميل كل ده وقاعدين فوق هاي اتيتيود صح ولا لا؟ اشمعنى هاي اتيتيود؟ هو فوق الاكسجين بيزيد ولا بيقل؟ مش الاكسجين كثافته عاليه؟ حلو عند سطح الهرم ويقل عند مش عارف ايه صح شويه كده؟ يعني الاكسجين عند سطح الجبل مش عارف قليل تحت عالي تحت وقليل فوق. عشان كده الناس بتوع اثيوبيا وبتوع غانا اللعيبه اللي بيجوا من هناك بيجوا يغلبونا ويمشوا. اصل هم عايشين على الجبال. فقالوا ما شاء الله القلب كبير متاقلم مع نقص الاكسجين. يجي هنا عين في مصر يلاقي الاكسجين بالهبل. فتلاقيه بياكل الماتش ياكل اللعيبه مفيش اي مشكله. حد فاهم؟ انا اول ماتش سمعته كان ماتش مصر وغانا.
يعني 6-0 كان هو ماتش اسمه في حياتي. ليه؟ دول لعيبه طبيعي يعني هم ناس اجاز مش زي احنا ناس كتير خالص يعني. ماشي. فالماتش اللي جاي اللي انتم مستنينه ماتش الامم الافريقيه كلهم الامم الافريقيه متوقعين ان احنا هنكسب يعني حاجه في السيولوجيكال يعني مش محتاج خلاص قلنا خلاص وات ان كيز ايه هو اكسرسايز هيفي ميل كولد ويزر ستريس سموكينج سيكشوال بيكوز وهي وبعد كده كمان هاي اتيتيود وات ذا كريز بما ان العالم بيجي بالاكسرسايز يبقى يضيعه الريست او ياخد حاجه توسع الكون زي مين زي النايتريت الريست اهم حاجه العالم مجرد ما يجي له اتاك يا جماعه بيخاف يقول مش بعينيه يقول لك اصل انا رمشت في دم هيروح الاي دي ده مجهود صح انا بعلمه كده بقول له بص اول ما يجي لك الاتاك توقف كل الاكتيفيتي لو بتكلم بطل كلام بتخانق بطل خناق بتزعق بطل زي بتلعب كوره لو بتذاكر بطل مذاكره طبعا ده كوره صعبه لو واحد دحيح بس معلش او لو واحد احمد ولا طلبش من الطالب ده بالذات ما تجيش جنب المذاكره بيزعق اي اكتيفيتي وقفها ليه عشان لازم بيست عشان يبدا يقل السمسات ويبدا يقل العيال او ياخد نايتريت قرص نايتريت تحت اللسان سابلينجوالين السابلينجوال نايتريت بيحصلها ابزوربشن في خلال 1 مينيت بيمشي بسرعه ووسع الكون دايما على الانجينا ماشي يا محمد يا احمد يا عامر في جيبه شريط النايتريت وقت ما يجي له اتاك بيحط قرص تحت اللسان زي الفل ده لدرجه ان هو قبل ما يجي له اتاك هو عارف ان هتجيله هنا فيحط عارف ان طلع السلم ده هتجيله عند الدور يقوم يحط القرص ويطلع جنب بقى ما يطلع يتف الباقي اشمعنى عشان يبقى اصل نايتريت الجوه العاليه منها بتعمل توليرانس فيقول لك اخد مينيمال افكت دوز عاوز يركب في الاتوبيس صح هيجي بقى الاتوبيس ساعتين بقى ما الاتوبيس الاحمر انت بتشاور له هنا بيقف لك فين؟ عند التبه في الموقف فانت بتشيل جزمتك وجاي فتحط النايتريت وجاي توصل التبه وحضرتك وتفي الباقي طبعا انت بقول لك 20 نايتريت في الطياره عاوز يركب طياره هو عاوز شبط في الطياره فبيجي وقت يحط القرص ويطير ويروح شبط في الطياره وبعد كده هيتاكد ماشي؟ كل ده مهم خلاص؟ يبقى ايه؟ استو سابلينجوال نايتريت اسوشيشن ايه الاسوشيشن اللي بتحصل مع الانجايز؟ رقم واحد السويتنج ليه السويتنج يا جماعه؟ مش هو عنده بين البين شغال في الاول السمباثيك ولا البار؟ السمباثيك فيحصل له سويتنج واثنين بحرف الدي مين هم؟ ديزنس ديزنيا عنده يخ شويه من الالم والكلام ده وديزنيا ليه عنده ديزنيا؟ هي الاسكيميا معظمها يحصلها في رايت ولا ليفت في رايت سايد ولا ليفت سايد؟ اغلب الاسكيميا تحصل رايت ولا ليفت تحصل في الليفت فينتركل اشمعنى؟ عشان ده اولا قدامه بشر عالي 120 تمن فما فوق لكن ده قليل صح من 25 ل 10 حاجه بسيطه لكن ده مش رقم 2 السكنس يا دي بتاع الليفت فينتج ثلاث مرات قد السكنس بتاع الرايت يعني انا محتاج دم اكتر ولا ايه ايه اللي محتاج دم اكتر فيحصل في اسكيميا اكتر صح فعاده بتحصل ايه ده لما يحصل هنا اسكيميا هيقدر ده كونتراكت بس كده تمام هو عادش هيقدر يتمتلك هيبقى كونجستد صح؟ هيقدر ده يفضي اللي عنده يحصل لها؟ يحصل له ديزني خلاص؟ يبقى بيحصل ايه اسوشيشن؟ سويتن واثنين دي مين هما؟ ديزنس ديزني صح؟ هو هتقول ديس بقى وخلصت خالص يعني هما اثنين دي ديزنس ديزني ما تزودش ما تقلبش ما تجودش في الموضوع طب بعد كده اثنين اف مين هما اثنين اف؟ فير اوف ديس بنسميها انجو انمي او انجو انمي وحاجه اسمها ايراتيشن مش اف برضه ايراتيشن ده يا جماعه؟ ما هو حرف الاف اهو يا ابني اهو لفه ايه؟ اعملها كده خلاص بقت اركتيشن مفيش مشكله يعني فير اوف ديس يعني ايه؟ حاسس ان حياته بتلف قدامه اصعب لحظه ممكن تعدي على اي حد تخيلوا الدكتور هيبردو شريط حياته بيلف قدامه اللي هو خلاص قبل الموت وصاحبه بيكتب قشطه مفيش مشكله على ما بينفخش اصعب لحظه ان شريط حياتك يمشي قدامه انا عملت حادثه رمضان اللي فات اللي قبله قلبت العربيه اربع علبات على المحور وكانت مش هتقف يعني كانت بتكمل بس هي راحت جايه على ايه الرصيف وراها مكهرب فوقفت كده في الاربع عباد دول بقى شفت حياتي من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي شفت اللي انا كنت ناسيه لفت عليك كده فاهم ازاي؟ اصعب لحظه ممكن تمر بيها اصعب لحظه بجد هي دي اسمها فيو بس او انجو انجو صح؟ طب بعد كده ممكن يحصل ايرابتيشن يعني ايه ايرابتيشن؟ ايرابتيشن بيحصل ليه؟ مش العيان عنده اسكيميا يا جماعه لو حصل اسكيميا الهوت بقى اسكيميك صح؟ يحصل بين ولا عنده بين مين اللي معدي جنب القلب؟ اسوفيكس مش احنا قلنا اي مكان في بين هيحصل حواليه سبازم فاكرين لما كان حصل اتلانتو اكزي وحصل فوق سبازم هنا حصل بين في الهارت هيعمل سبازم في الاورجن اللي جنبه في مين في الاسوفيكس طب وبعدين المفروض واحنا بناكل كده بنقعد نتكلم ونهزر ففي شويه هواء بيخش معاك لجوه في ايه هنا الهواء ده بيروح للتوي 102 يا اما يحصل له افلكس ويطلع لفوق يا اما يحصل له ابزوربشن يا اما ينزل في سوتو فليتس كذا طريق لو حصل هنا شيست بين او هارت بين الم في الهارت هيعمل ايه؟ هيسمع في اللي جنبه يعمل ريفلكس اوسوفجيال سبازم يبقى الانجينا البين بيعمل ايه؟ ريفلكس اوسوفجيال سبازم لو حصل سبازم ده اتقفل هل الاير هيعرف يطلع؟ فيحصل له ريتنشن يبقى عنده ريتند اير بعد شويه الراجل اتحسن والبين خاف مش هيفك الاسوفجس او خد نيتريت النيتريت بتريح السموز مصر بتفك السموز مصر سواء في الكوني او في الاسوفجس حد فاهم حاجه؟
فبعد شويه الاسوفجس يفك فالهواء المتراكم ده كله يطلع فجاه ورا بعض فيحصل له اتاك اوف ايرابتيشن. المشكله الناس بتوه بتفتكرها حاجه جي اي تي، يقول لك يا دكتور بيجي الم في الحته دي كده وبيجي لها ايرابتيشن، تقول له شكلها جير. لا الم في الحته دي وايرابتيشن ممكن يكون مين في الاند اوف اتاك ايرابتيشن. ماشي يا امس ايه اللي يا سيمتوم يا سايد معانا؟ السيمتوم هو شيست بين قلنا الاناليسيز سايد كارب راديشن ديوريشن السايد ماله؟ الريتوستيرن كاونتر كومبيرسن كونستريكت. والله اسال كل واحد دلوقتي واللي بيحرك بقه على الهواء يتسير عشان بيحرك بقه عكس ما احنا بنقول. احنا بنقفل هو بيفتح احنا ماشي بالعكس واللي هو بيقول بتصل بتنجان سامع كيلو ونص بجنيه وسامع كل ده. قلنا وات ان كيس وات ذا كيس بس كل اللي احنا عارفينه كومبيرسن كونستريكت راديشن بيسمع فين؟ شورت انا خفت ليك جوت از ديوريشن واحنا وات ان كيس اللي هي بيسمع اكسرسايز كولد ويزر هيفي مينز ستريس سموكينج سوشيال كوز هات وات ذا كيس از تو سبليم فور ماي كيس اسوشيشن اسوشيشن سويتنج بزنس في يور بيس اند جوين مور معايا؟ الناس اللي كانت عندهم اي ده الابتيشن تمام. العيان ده يا جماعه المفروض ياخد ميديتيت عشان احنا قلنا اثناء التاك ياخد ميديتيت صح؟ بس انبه على العيان ده لما ياخد ميديتيت ما ياخدش معاه سيلينافيل. اليوم اللي ياخد فيه سيلينافيل وياخد فيه نيتريت الاثنين مع بعض هيجي لك في سيفير هايبوتنشن. اصل ممكن هو عيان هارد اصلا وبياخد نيتريت، النيتريت اصلا برضه دايليتو مش محتاج ياخد سيلينافيل تمام؟ لو خد الاثنين مع بعض هيجي لك في سيفير هايبوتنشن ممكن يجي لك شوك. فننبه عليه عشان دي ام سي كيو عشان تجي لنا حالات كتيره كده. ديت في سكيمك ستوك ساعات سكيمك ستوك بسبب الحصه. خلصنا. طب ايه الساينز اللي ممكن نقولها هنا؟ ايه الساينز؟ انا قلت السيمكم. ايه الساينز ممكن تحصل في حاله الانجينا؟ الساينز مش مهمه خالص. صفحه سان هنقطعها ونعمل بس النوتش جبنه في المريض بس كده شباب. بس هنقولها سريعه هقف من هقف بعد الساينز. ايه الساينز اللي ممكن نقولها؟ تعال نشوف الساينز بسرعه. ايه هي؟ تعال نشوف. رقم واحد الراجل ده عنده بين ولا ما عندوش بين؟ عنده بين صح؟ البين في الاول يشغل مين وفي الاخر يشغل مين؟ السمباثيك. لما يكون عنده بين مشغل السمباثيك وبصيت على وشه هلاقي عليه اعراض السمباثيك يعني عنده بلو ولا لا؟ هبص على وشه هلاقي عنده ايه؟ سويتن وبلو. ما هو السمباثيك يعمل سويتن بلو ليه؟ ما هو السمباثيك بيعمل كوتينيوس بازو كونستريكشن صح ولا لا؟ طب دلوقتي الراجل وشه بلو يا ترى البلو اللي هو فيه ده عشان هو عنده سمباثيك اوفر اكتيفيتي في الاكيوت اتاك ده سايد بيونج اتاك اثناء الاتاك يا ترى هو بلو عشان هو عنده سيمتيك اوفر اكتيفيتي من البين ولا بلو عشان عنده انيميا والانيميا هي سبب الانجينا مش انيميا نقص الكواليتي انا مش عارف يا ترى هو بلو عشان هو انيميا اصلح انيميا ولا بلو دلوقتي بيل عشان عنده سيمتيك اوفر اكتيفيتي اعمل ايه؟ استنى لما ارتاح تخلص صح؟ لو فضل زي ما هو بلو يبقى انيميا لو رجع ان هم يبقى كان عنده سيمتيك اوفر اكتيفيتي اه اعمل له سي بي وخلاص سي بي سي يبقى رقم واحد اثناء الاتاك عنده ايه؟ ابص على وشه الاقي عنده سويتنج بلو. رقم اثنين نعمل ايه كمان؟ نبص بقى تحت شويه العيان بقى حط بقى سيبه من بره لجوه هيبقى عامل كده لففها كده وعامل كده اسمها بوزيتيف ليفن ساين. بوزيتيف ايه؟ ليفن يعني ليفن ساين يعني البيشنت فيست كلينشر اوفر ذا ستيرنوم عنده ايه؟ عنده حاجه اسمها بوزيتيف ليفن ساين يعني ايه؟ بيشنت فيست كلينشر اوفر ذا ستيرنوم. رقم اثنين هخش جوه القلب شويه عنده سمباثيك صح؟ يبقى عنده تاك ولا بادي؟ هيبقى عنده تاكي كارديا و هايبرتنشن. رقم خمسه هعمل اوسكالتيشن تاني الساينز اللي هي ديورنج الاتاك بالترتيب. رقم واحد هيخش عنده السويتنج جبلون هنزل هنا من بره لجوه. رقم واحد بوزيتيف ليفن ساين. رقم اثنين تاكي كارديا وهايبرتنشن. رقم ثلاثه جوه هعمل اوسكالتيشن. ايه الاوسكالتيشن؟ بنسمع احنا مش بنسمع هارت ساوند واديشنال ساوند. هارت ساوند يعمل اس 1 و اس 2 و اس 3 و اس 4 و ميمم صح ولا لا؟ تعالوا نسمعهم. هي مين الاس 1 يا جماعه؟ قفلت مين الاس 1؟ مايتال وتريكاسم. حاجات شفتوها في يد بقى قوي بقى تحبوها انتوا الحاجات دي. مايتال وتريكاسم صح؟ المفروض هي اس 1 ده بيقفل ازاي؟ المايتال بيقفل ازاي؟ مش المايتال غير بيفتح لتحت كده بيفتح لتحت ويقفل لفوق مش دم نازل كده صح؟ المايتال غير بيفتح ينزل دم ويقفل يفتح يقفل يفتح يقفل. قفلته معتمد على ايه؟ الصوت اللي طالع معتمد على ايه؟ خبطه الفالف نفسه الريفلت لما تاخد بعضها التيشو بتاعها بيعمل صوت اهي خبطه بتعمل صوت والخبطه كمان معتمده على ايه؟ على قوه الكونتراكشن تحت. لو الكونتراكشن ده قوي هيزق الفالف قوي يخبط جامد يعمل صوت عالي. لو الكونتراكشن تحت ضعيف هيخبطه بالراحه صوت ضعيف. حد فاهم حاجه؟ يبقى صوت الفالف معتمد على حاجتين خبطته في بعض التيشو نفسه لما يخبط يعمل صوت ده اسمه فالفولار كومبوننت. وقوه المصل اللي بتخلي الفالف يخبط اصلا اسمها ماسكولار كومبوننت.
لو حصل اسكيميا هل الهارت ادي كونتاكت؟ لا مفيش دم، يعني العضله الكونتاكت بتاعها خلاص ما عادش موجود، فقدنا من الماسكولر، اصبح الفالف بيقفل لوحده كده صح يا دوب. يبقى الصوت طالع نتيجه اللي هو الصوت بتاع الليفلت بس الفالف بس الاس 1 تعلى ولا تقل؟ انا لو جيت الفالف ده مسكت الباب ده بايده وهوب هيطلع صوت اكسنتويتد ليه؟ عشان الماسكولر كومبوننت والتشو الفالف كومبوننت اللي خبط صح ولا لا؟ لكن لو سبت يقفل لوحده اهو هات الصبوه دي كده وسيبها، هتسيب حاجه ده فالف بس اعملها كده. لا مش معقول اهي خلاص هتقع باشمهندس عبد يجي يعلقني خلاص اهي قتلت قفلت كده بخبطه غير ما تقفل لوحدها. فالعيان ده عنده اسكيميا فالعضله قال الكونتاكتيلتي بتاعتها ففقدنا الماسكولا تمولت اصبح الفالف قفلته معتمده على صوته بس كده الباب بيقفل لوحده براحه فاس 1 بقت ويك. حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم 1 اس 1 مالها؟ قلنا رقم 1 اس 1 ويك. رقم 2 اس 2 مين الاس 2؟ ها اورتك و بالموناري صح ولا لا؟ الاورتك فالف بيقفل ازاي؟ بيفتح لفوق يقفل لتحت صح؟ معتمد على ايه؟ مش المفروض لما الفنتركل يعمل كونتاكشن تحت الدم يطلع من هنا لفوق ولما البريشر يعلى لفوق يروح قافل الفالف لتحت صح؟ يبقى هو تحت الفنتركل فوق الاورتا اهو الفيرم صح؟ هيفتح لما الكونتاكشن يحصل تحت يفتح ازاي؟ الدم اللي تحت طلع فوق فعلى البريشر صح ولا قافل؟ صح ولا المفروض مين اللي بيقفل الاول الاورتا ولا البلمونري؟ مين الكونتاكشن بتاعته اقوى الاورتا؟ هنا الليفت فنتركل قوي فبيعمل كونتاكشن بسرعه فبيطلع الدم اللي تحت لفوق بسرعه جدا فبيعلى بسرعه البريشر فوق فقفل بسرعه. لكن البلمونري ده معتمد على الفنتركل ده الضعيف ده الرايت ده بياخد وقت فيتاخر صح؟ فالمفروض الاورتا الاول وبعده مين؟ بينهم سبليتنج اورتا ثم بلمونري. اللي بيحصل معظم الاسكيميا تحصل رايت ولا ليفت؟ معظمها تحصل في الليفت، حصل اسكيميا في الليفت. اصبح ده خلاص ديزيز، مين هيبقى قوي دلوقتي؟ الرايت يعمل كونتاكشن بسرعه ويطلع الدم بتاعه بسرعه فوق فيقفل مين؟ الفالف ده صح؟ وبعد كده يحصل بعده، فاتقلبت القصه بقت ده ثم اورتك، بالمونري ثم اورتك، اسمها ريفرز سبليتنج، حد فاهم حاجه؟ يبقى اس 2 عنده ايه؟ ريفرز سبليتنج. يبقى اس 1 ويك اس 2 ريفرز. طب اس 3 مش مهمه؟ اس 4 ليه يحصل اس 4؟ المفروض احنا عارفين ان الدم بينزل من الفنتركل ازاي؟ 70% من الدم بينزل باي جافيت صح؟ 30% بينزل باي اتريال كونتاكشن صح ولا لا؟ عشان الدم ينزل لازم الفنتركل تحت يريلاكس عشان بينزل بانسيابيه وسهوله صح؟ طب عشان الفنتركل يريلاكس لازم يكون هيلثي، الهيلثي فنتركل هو الالاستيك هو الديستنسبل بيوسع عادي الاستيك هيلثي. لو حصل اسكيميا في الفنتركل ده بيفقد الالاستيستي او بيفقد الديستنسبلتي ما عادش بيحصل له ديستنشن، يعني لو بقى اسكيميك بيبقى محجر شويه بقى ستيف محجر ما خلاص ما عادش ديستنسبل زي الاول، فالدم ينزل يملى الفنتركل بسرعه، الباقي مش عارف ينزل فيضطر الاتريال بيعمل كونتاكشن قوي قوي عشان يزقه بالعافيه، يحصل سترونج اتريال كونتاكشن السترونج اتريال يعمل اس 4، حد فاهم؟ يبقى اس 4 عباره عن ايه؟ اهي مش دي اس 4 مش دي حرف الفور اهو اعملوا كده اتريال اهو اهو مش ده فور اهو اتريال كونتاكشن. حاجه بسيطه بس انتوا مش واخدين بالكم اتريال كونتاكشن اه والله الحاجه بسيطه اصل الناس عملتوا مين اس سي مين اس بايت هي اس 4 ده مين يعني؟ طيب خلصنا؟ يبقى رقم واحد مين في الساين؟ اسمع كده من الاول هنبص في وش اهله نلاقي ايه؟ عنده سويتنج بالون هنا بوزيتيف ليفن ساين جوه صباح الخير استنى انا هحط كده وخلص جوه عنده ايه؟ تاكيكارديا هايبرتنشن اسمع اس 1 وي اس 2 اس 3 واس 4 صح هسمع ميمر اه هو الميترال فالف ده الميترال فالف ده فين هو اهو ميترال فالف اهو مش هو بيفتح لتحت ويقفل لفوق بيفتح كده ويقفل كده يفتح ويقفل يفتح ليه ما بيرجعش بالعكس عشان ممسوك من تحت متلجم صح في حاجه زي اللجام كده بتاع الحصان كده محكومين بيه ينزل يطلع ينزل يطلع ليه؟ دي ماسكاه مين دي؟ بابيلا يا مصر لو حصل اسكيميا في البابيلا يا مصر بقت اسكيميك هتبقى فانكشن ولا ديس فانكشن مش شغاله فالبال بيفتح مش حاجه ماسكاه بقى يرجع مايتر يجوش حد فاهم؟ هيبقى ترانزيت ولا بريزيستنت؟ وقت الاسكيميا بس هسمع مايتر يجوش خف الاسكيميا ممكن يرجع زي الفل حد فاهم حاجه مش شرط تكون بريزيستنت يبقى عنده ميمر اوف مايتر يجوش ليه؟ عشان عنده بابيلا يا مصر ديس فانكشن لا لازم اسمع بقى لازم اسمع انا قلت هسمع بس مش مهم يا انا قلت السيكليك بيكتشر سيمتوم ساين اس سيمتوم شيست من السايت والله ما يقول له الواحد السايت ازوستيرنال كانسر كومبريسنج كونستيرنج راديشن
ليفت شول انا سايد اوف ليفت ار ليك جو دي ديوريشن واحد ترانزيشن مانج صح وات انكريز سايد فور ذا ريست هيفي مين ستريس سموك سيز جوز هايت وات ديكريز واحد ريست واحد سبلمنت اسوشيشن سويت وبعدين بزنس بزنس وبعدين بيور بيس ادابتيشن الساينس ديورينج الاتاك عنده خمس حاجات من هم رقم واحد باله وسوقه زينا دلوقتي بالظبط رقم اثنين ابص على الهاتف من بره عنده بوزيتيف ليف انسايد وبعدين جوه التكنولوجيا عشان سيمباثيتك التكنولوجيا هيبقى ليك اسمع اس 1 ويك اس 2 ريفيرت اس 3 اس 4 ميمبر اوف مايترن طب بعد كده ده ديورينج الاتاك طب بتوين الاتاك يبقى عنده ايه؟ مش الراجل ده غالبا عجله انجين ليه مش عشان عنده اسيوستروز ولا عنده نوتيلا بالشوكولاته اكيد عنده اسيوستروز صح في ناس شايفه ان عنده نوتيلا هي جبت انجين قشطه مفيش مشكله جاله اتاك بتقول له اتاك بتقول له اتاك يحصل له ايه بقى هلاقي هو لو عنده اسيوستروز هلاقي يعني اللي عندهم هايبر ليبيديميا يا جماعه مش عندهم كوليسترول زياده الكوليسترول العالي او لو زاد جوه الجسم يترسب كده تحت الايليد فور ايليد زي نقطه صفراء اسمها ايه بيعملوها بالنيزل كده اسمها زانسيلازما او يتسب هنا او في الباتوك او في البرانك اسمها ايه زانسوما او زانسوماتا المهم زانسيلازما طالما عنده زانسيلازما يبقى عنده كوليسترول عالي يبقى عنده حاجه اسمها ابنورمال ليبيد بروفايل لما اشوف كده اقول لك ده انت ليبيد عندك عاليه ده انت فعلا عندك ستيم كارب حد فاهم حاجه ده بتقول اتاك رقم 2 بتقول اتاك عليه كمان انت ليه بتحس البيرفرال بالسيشن يا دكتور اسالك ايه الامبورتنس اوف بيرفرال بالسيشن بحسها ليه؟ طب ما انا حسيت هنا وعديت وخلاص، ليه حسيت هناك؟ عشان ممكن لو واحد عنده اسيوسكليروز صح؟ لو انت نورمال الدم يوصل حلو والبلصات تبقى حلوه، لو عندك اسيوسكليروز والبسل ضيقه، هل الدم يوصل حلو للبيفري؟ فتلاقي عنده ديمينيش بيفري بلصيشن يعني عنده اسيوسكليروز، حد فاهم؟ يبقى بدون اتاك حاجه فوق حاجه تحت، بدون اتاك ايه؟ حاجه فوق حاجه تحت، حاجه فوق عيانه عنده ايه؟ زانسيلازما حاجه تحت عنده ايه ديمينيش زانسيلازما يعني ايه ابنورمال ليبيد بروفايل ده حاجه تحت ديمينيش بيرفرال بالسيشن معناها ايه معناها ان عنده كمان ايه اسيوسكليروز جينرالايزد خلصنا الكيس تيجي ازاي في الامتحان مطبقينها بشكل الكيس يا جماعه حد يقدر يقول لي الكيس شكلها عامل ازاي البولج ايوه جماعه صحيح حليتوا الكيسز بتاعه الهيماتولوجي طب انا بقول لك والله ما حدش حل حاجه حالته كيس هيماتولوجي كلها بامانه مش كلها لا حالته اللي احنا خدناها يعني هاي ام اس كيو وانا هجي انا جاي من المايه اصلا من الحر ده يلا خلاص هناكل اكزيشن هاخد بيت بلاش ال جماعه الكيس الناس تحلها ده احنا لسه عاوزين نحل كيس ام اس كيو كيس قصر عين عين شمس ولا عاوزين دي بس هنحلها معانا بقى دكتور ما فيش معانا عشان نعمل اه ما عنديش مشكله انا من نوعي اصل الكيس بتاعتكم دي امتحانات سابقه وانتوا الكليتين اتطبق فيهم سيستم جديد يعني هنا نظام تغير امتحان بقى شكله عجيب بقى ثلاث اربع سنين صح؟ والسنه اللي فاتت امتحان هنا برضه اتغير تماما فبقى معتمد على اسئله سهله هتلاقي كيس صغيره وسهله صح ولا لا؟ ايوه حد استصعبها؟ فانا ليه ما نحلش هما بيجي لهم الجامعات الثانيه؟ ليه ما نحلش بتاعت ام سي كيو بتاعت قصر عين وعين شمس او واحده منهم عين شمس كفايه؟ انا عاملها ورقه مذكره شبه دي ممكن ادي لك حتى بي دي اف مشان نصورها مش عاوز اصورها يقدر بي دي اف يحلها ماشي خلي فيها الكيس بس على ما تقولش 28 كيس دايجنوز بس فيهاش اكتر من دايجنوز ماشي لكن انا احل الكتابه طبعا ما اعرف ما حلش حد الكتابه ولا حد يعمل حاجه الكيس تيجي ازاي في الامتحان هتيجي كيس اه لازم تيجي كيس مهم او سؤال نظري يقول لك ميل ولا في ميل يا شباب يا جالنا اليوم يومنا جاي يا جماعه معلش للاسف معلش هنحاول نستحمل في الكارديو ميل بيشنت كام سنه 60 years old heavy smoker coming to hospital ايه وز جايب ايه بقى الراجل ده شيست بين جت بالنص كده مره شيست بين دي يعني لو جت بشكل سيمبل يعني radiating to left shoulder يعني هو كان ناقص يحلها ماشي والله تيجي كده فعلا الانجينا فعلا تيجي كده تيجي واضحه والله السكيما بتيجي واضحه فعلا يلعب عليك في حاجه في الهارت فيلر في لكن دي لازم تجيبها واضحه لانك مش هتحطوه بين الانجينا والماي فلازم اوصلها لك واقول لك ايه هي هاد هي تولد ذات بين يمين 10 مينت وي هاد هيستوري اوف كانت سيميلر اتاكس والله اي كيس بقولها هي كيس امتحان سابق يا جماعه مش بألف واحد عنده شيست بين بسبب في الشولدر انت كمان مش عارف انجينا ولا ماي الله اعلم انجينا ولا ماي صح ولا لا سيمك هارت بس مش عارف قال لك البين ده بيقعد 10 دقايق مع عند الراجل ده وعنده هيستي اوف كانت سيميلر اتاكس يبقى دي مين انجينا لو قال لك البين بقى له 3 ساعات ما خفش تعالى نعمل انفستيجيشن ايه الانفستيجيشن يا جماعه
اي انفستيجيشن في الكارديو هعمل حدين 2 سي و2 اي. هعمل ايه؟ 2 سي و2 اي وما بينهما اكس راي. 2 سي اللي هما ايه؟ كارديو سكان كاستريزيشن، و2 اي هما اي سي جي و اي وما بينهما اكس راي. تعال نشوف واحده واحده. رقم واحد كارديو سكان، نعمل ازاي كارديو سكان ده؟ ايه وظيفته؟ اللي هي بنسميه راديو ايستوب سكان، بصور القلب ماده مشعه، بحقن جوه الهارت ماده مشعه. ازاي؟ المفروض الكورونا بتاعتنا لو هيلث يحصل ايه؟ لو كانت الكورونا سليمه القلب الماده المشعه هتوصل لكل حته في الهارت، هتوصل لكل حته في القلب لو كانت الكورونا سليمه. طب لو الكورونا مقفول او ضيق في حته مش هيوصلها الماده المشعه. بحقن ماده مشعه اسمها ساليوم 201، الماده دي هتوصل لكل حته في القلب. القلب هيشرب الماده المشعه كله بشرط ان يكون الهارت ده ويل بيرفيوز، يعني الكورونا كويسه. تاني، القلب هيشرب ماده مشعه هتوصل لكل حته في الهارت بشرط ان يكون ويل بيرفيوز. لو حته الديفيوجن بتاع حضرتك مش هيوصل، الماده المشعه هتخش جوه الهارت وتطلع جاما راديشن. هصورها بجهاز في جاما كاميرا بيطلع الجاما راديشن، يبقى ايه اللي مش هطلع منين بقى؟ فالمفروض لو القلب بتاعنا نورمال، لو الهارت ده نورمال هيحصل ايه؟ هي الهارت كله خد الصبغه كده، الهارت كله بيطلع اشعاع كده بالشكل ده كده اهو، كله خد الصبغه زي الفل. ده ويل بيرفيوز ده هارت، احنا قلنا هيشرب الصبغه بشرط ان يكون ويل بيرفيوز. طب لو الكوره ضيق كده وفي حته ما بيوصلهاش صبغه، هلاقي المنظر عامل ازاي بقى؟ هلاقي كده، هلاقي الهارت اهو صح؟ وادي الصبغه اللي في الهارت اهي بالشكل ده كده 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 كده. حته في الهارت مالها؟ ما خدتش الصبغه بالشكل ده كده. حد فاهم حاجه؟ في حته ما خدتش الصبغه ليه؟ الحته دي الكورونا بتاعها مقفول، يعني الهارت ده مش ويل بيرفيوز ولا حاجه. تاني، يبقى القلب هيشرب الصبغه بشرط ان يكون بيرفيوز، لكن لو حته سكيميك مش هيوصل لها الصبغه، اسمها ساليوم 201. الحته اللي ما خدتش الصبغه بنسميها ايه؟ بنسميها كولد سبوت. اسمها ايه؟ كولد سبوت. بقول كده ساليوم 201 بيعمل ايه يعني؟ هو وصل للهيلث سيتي ولا لا؟ لكن ما وصلش للسكيميك صح؟ فانا بقول كده تيكن باي هيلثي نوت باي سكيميك مايوكارديوم، صعبه؟ يبقى سكارديك سكان بدي ماده اسمها سالم 201 مش مالوة وتيكن باي هيلثي نوت باي سكيميك، تيكن باي هيلثي مايوكارديوم نوت باي سكيميك مايوكارديوم. حد فاهم حاجه؟ الحته اللي ما خدتش الصبغه اسمها ايه؟ كولد سبوت. يقول لك الانجينا بتعمل كولد سبوت ولا هوت سبوت ولا بص الاثنين؟ الانجينا بتعمل مين؟ كولد سبوت. الام اي بقى لو حقنت ساليوم وقلت مقفول كده ما يوصلش الصبغه هنا برضه كولد سبوت. بس في الام اي بنحقن ماده ثانيه اسمها تكنيشن، الف سلامه، بنحقن ماده اسمها تكنيشن. التكنيشن في الام اي بيمسك في الحته اللي ماتت بس. تاني، الام اي السالم بيعمل نفس الشيء، التكنيشن في الام اي بيمسك في الحته الميته بس والباقي لا، اسمها هوت سبوت. يبقى يقول لك الام اي يعمل كولد سبوت ولا هوت سبوت ولا بص الاثنين. حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم واحد سالي كارديك سكاننج سالي 201 تيكن باي هيلثي بس. رقم اثنين هعمل حاجه اسمها ايكو. هشوف الايكو يا جماعه، الايكو باين حاجه اسمها وول موشن. الايكو بيصور جهاز بيصور حركه الهارت. عندنا نوعين من الايكو يا جماعه، نوعين من الايكو الناس اللي نامت، يا اما ايكو بصور من بره اسمه ترانس اوسوفيال ايكو، يا اما ايكو بصور من جوه اسمه من بره اسمه ترانس واسك، يا اما اخش من الاوسوف جهاز اسمه ترانس اوسوفيال ايكو. لما بصور بايكو بشوف ايه؟ بشوف القلب عمال يتحرك كونتاكت ورياكس كونتاكت ورياكس. لو القلب نورمال مش كله بيوصله دم فكله هيعمل كونتاكشن حلو ريلاكسيشن حلو صح؟ لو حته سكيمك حركات ضعيفه عرقيه ضعيفه كفايه، حته حركتها ضعيفه مش باينه ضعيفه شويه، عاوز ابينها اخلي عندها يحرك رجليه شويه يعمل اكسرسايز. قال لك رجلي مكسوره اديله حقنه ديبيتامين. ليه؟ ديبيتامين يسرع القلب، لما يسرع هيبان الحته دي فعلا بتحركش سكيمك. حد فاهم حاجه؟ فبعمل حاجه اسمها ايكو او دوبيوتامين ايكو. اسمه ايه؟ ايكو او دوبيوتامين ايكو. هيبين ايه؟ حته الموشن بتاعها ضعيف، حته حركتها ضعيفه، الحركه فيها سلاجش مهمل قليله سلاجش. بيبين ايه؟ بقول كده ابنورمال موشن اوف مايوكارديوم او سلاجش مهمل. الحته دي بتتحرك تتحركش خالص ولا حركتها ضعيفه؟ ضعيفه بس بسمها هايبو كاينيزيا. لكن لو ام اي مع الحته دي هتبقى ضعيفه ولا ما بتتحركش؟ ام اي هتبقى ايه كاينيزيا صح؟ يقول لك ليكو في الانجينا يعمل هايبو ولا ايكو هيزيا؟ هايبو في الانجينا، هايبو في الام اي ايكو هيزيا. حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم واحد كارديك سكان، رقم اثنين ايكو وبيتعمل ايكو. بما ان ايكو قلنا ابنورمال موشن اوف مايكارديوم، هل ليكو باين المايكارديوم يسكت؟ لا، المايكارديوم باين كل حاجه، ليكو باين كل حاجه. يعني ليكو باين حاجات كتير قوي. الايكو يقيس لك كميه الدم اللي طالعه من الهارت قد ايه؟ يقول لك مثلا القلب ده عبى كام؟ يقيس اللي جوه، يقول لك هو جواه لتر وطلع منه لتر، ده حلو مثلا. جوالت تطلع منه 10 سم، يبقى القلب ده هارت ولا هارت فيلير؟ يبقى بيقيس الكميه اللي طلعت من الهارت قد ايه بالنسبه للي جواه، يبقى بيعمل ديتكشن بيديتكت حاجه اسمها ايجكشن فراكشن كمان. عشان جه سؤال جامد زي قال له ايه؟ قال له
ان يو ميد امبورتنس اوف ايكو. ايه اهميه الايكو؟ ايه الامبورتنس بتاعته في السيستم كارد؟ اقول له رقم واحد بيبين ابنورمال مفيشن في الانجينا وهايبوكنيزيا واكنيزيا في الام اي. رقم اثنين ديتكت ايجكشن فيركشن يبين الدم طلع قد ايه فيركت فيلر ولا لا عشان اعرف الكاردك اوتبوت. رقم ثلاثة الايكو باين ايه؟ لو عندي حصل له اي كومبليكيشن، واحد مثلا حصل له مايكارديال ابشر زي ما قلنا في الاول صح؟ مش قلنا حته ماتت بقت ضعيفه او شرط، يبقى ده كمان بيديتكت الكومبليكيشن اوف اسكيميك هارت ديزيز، يبين الكومبليكيشن. حصل له مايكارديال ايجيج سائلها يبينها ليه؟ وكمان ديتكت اسوشيتد كونجينيتال هارت ديزيز. يبقى لو ده سؤال صغير امبورتنس في كل ايه؟ رقم واحد ابنورمال موشن في الانجينا اسمها هايبوكنيزيا، ابنورمال موشن في الام واي اسمها ايكونيزيا. رقم ثلاثه ديتكت ايجكشن في اكشن، وكمان قلنا ديتكت كمان كومبليكيشن اوف اسكيميك هارت واسوشيتد كونجينيتال هارت ديزيز اند فيربال هارت ديزيز. خلصنا؟ طب بعد كده بقى اللي ليكم مين؟ كاستر. كاستر ايه الكاستر دي؟ اللي هي الانجيوجا في الاسطر. ايه وظيفه الاسطر وقصتها؟ لما سهله جدا، المفروض ان احنا بنخش من الفيمور كده صح؟ بنخش من الفيمور الارتي نوصل لحد مين؟ لحد الاورطة كده. واجي في بدايه الكورونا يوحقن صبغه، هحقن صبغه في المكان ده كده. الصبغه هتغطي تمشي على شجره الكورونا. لو عندي اسيومه كده هنا في المكان ده، انا دخلت بالفيمور بالاسطر وحقنت هنا صبغه، الصبغه تمشي واصور من بره، الصبغه تمشي كده مثلا اهو كده اهو كده. فانا عرفت مين الارتي ده رايت ولا ليفت، عرفت السايت فين مقفول فين، وعرفت الارتي ده مقفول بنسبه كام. ما هو لو كان كده مثلا 10% بصراحه كده 50 كده 90، ده عاوز عمليه دلوقتي ده عاوز فيما بعد، حد فاهم؟ يبقى الاسطر بتبين مين المقفول السايت ونسبه قد ايه سيفيريتي اوف اوكلوجن، حد فاهم؟ يبقى الانجيوجرافي بتبين حاجتين بحرف رئيسيه ديتكت سايت اند سيفيريتي اوف اوكلوجن. ايه كمان الاسطر بتبين ايه كمان؟ بتبين حاجه كمان ديتكت كوز اوف نارون. كوز اوف نارون يعني لو لقيت الاوبستراكشن كان في بدايه الهارت لارت كده، ده بدايه من بدايته كده، يبقى ده عنده مثلا اوستيال ستينوز، حد فاهم؟ ماشي عشان مش ننسى الحته دي. ماشي طب بعد كده يبقى رقم واحد ديتكت سايت اند سيفيرتي بحرف الاس سايت اند سيفيرتي. رقم اثنين كوز اوف نارون. رقم ثلاثه الاسطر بتعمل ايه؟ لو كان الاوبستراكشن في رايت كوني ده ممكن اخش اوسعه بالاسطر، لكن في ليه بقى؟ اصل رايت كوني ده ممكن انا بس بوسعه بالبالونه بتاعت الاسطر يا ابشر مني، فالرايت لو ابشر عادي الرايت فينتج مش مهم كده كده. معاه دكتور كارديو سوراسك سيرجري هيفتح صدر العيان وحجايب حته من السفنس فين وموصلها كده من الاورطه كده عدى مكان الحته اللي ابشرت وخلاص، حد فاهم؟ لكن لو ابشر مني الليفت منه كوني عبال ما يفتح ويجيب السلجاف هيقول عينيه مات، حد فاهم؟ فاللي عنده مستنشق في الليفت من ده اقول لك لا مش هينفع اعمل له دايلة توسيع، اعمل له ايه؟ اعمل له كابج ريفاسكولايزيشن، حد فاهم؟ فالاسطر تقول لي لو هنا هعمل توسيع، لو هنا عاوز اعمل ريفاسكولايزيشن. فانا بقى بعمل الاسطر بشوف كده ويزر ميكانيكال ريفاسكولايزيشن از بوسيبل اور نوت، العيان محتاج ايه؟ حد فاهم؟ يبقى انا قلت ثلاث حاجات مين هم؟ حد معاه ميه؟ قلنا ايه في الاسطر في ال معلش انت بس عارف مين؟ قلنا الانفستيجيشن ايه؟ 2 سي و2 ايه؟ مين 2 سي؟ كارديك سكان كاستمايزيشن، السكان شوف فيها ايه؟ مش سامع ثانيه 201 ماله تيكن باي هيلث نوت باي اسكيميك مايوكارديال. رقم اثنين قول لي مين كمان كاستورزيشن بالثاني الاسطر الانجيوجرافي سايت خلاص خلاص سايت اند الثاني اسمي نوبا سايت اند سيفيرتي وبعدين وذا الميكانيكال فاسكولايز بوسيبل اور نوت صح. طب بعد كده قلنا مين ايكو يبين ايه؟ قلنا ابنورمال نشوف مايوكارديال، مش انا اللي بقول قولوا معايا. وديتكت كمان مين ايجكشن فانكشن والفيربرال هارت ديزيز والكونجنت هارت ديزيز والكومبليكيشن في المال. حتى في حاجه ماشي اقول تاني؟ يبقى انا قلت اربع حاجات من هم كارديك سكان وكاستر وايه اي سي جي وايكو صح؟ تعال نخش على الاي سي جي هنشوف الاي سي جي بسرعه بسرعه. نعم في تركيز خالص مين مركزين؟ كلنا مش مركزين؟ يعني ناخد بس ناخد بريك زي ما خدنا بريك هناك خدنا بريك بعد التريدمنج وبعدين خدنا ريم هو بعد الانفستيجيشن بعد الانفستيجيشن عشان ما تاخرش بس ماشي ماشي بعد الاي سي جي خلاص ركز معايا. الاي سي جي يا جماعه ايه قصه الاي سي جي؟ خلاص ماشي ده يا شباب احنا هنا في محرقه يا باشمهندس. الاي سي جي اشوف اي حاجه من الاثنين يا جماعه في الاي سي جي ايه هي؟ عندنا حاجه تعال نشوف كده اول حاجه المفروض بص بص بص
المفروض الاي سي جي عامل ازاي بالشكل ده كده صح؟ عندنا بي كيو ار اس تي صح؟ مين البي ويف؟ البي ويف من هي؟ قلنا انتر ديبولاريزيشن. الكيو ار اس من هي؟ فنتريكولار ديبولاريزيشن. ده فنتريكولار ديبولاريزيشن. طب والتي؟ فنتريكولار ديبولاريزيشن. طب فين بقى الاتريال ديبولاريزيشن؟ قلنا ماسك بالكيو ار اس. يعني الفنتريك انا هبص على مين؟ هبص على الاس تي سيجمنت. الحته دي الاس تي سيجمنت دي يمين الحته دي كده. شايفين الاس تي هنا مالها؟ مش ماشيه على اللاين ايزو الكتريكال صح؟ اهي ايزو الكتريكال دي كده ماشيه على اللاين مفيش مشكله. ايه اللي بيحصل؟ لو عندي انجينا بيحصل ايه؟ الهارت اهو الجميل اللطيف اهو صح؟ وحصل اسكيميا. انا قلت معظم الكورونيا موجوده جوه ولا بره؟ معظمها موجوده في السب اندوكارديال لير صح؟ فلو حصل اسكيميا تحصل في الجزء الداخلي ده، ده اللي حصل في اسكيميا صح ولا لا؟ طب سؤال، المفروض هي ليه دي بوزيتيف ويف وليه نيجاتيف؟ ليه دي بوزيتيف وليه نيجاتيف؟ الكهرباء بتاعت الهارت لو رايحه ناحيه الليدز مش دي الليدز اهي؟ لو رايحه في اتجاه الليدز تبقى اعلى نسجلها احسن يديني بوزيتيف ويف، ولو بتبعد عن الليدز ما نعرفش نسجلها تدي نيجاتيف ويف. ثاني الكهرباء لو بتقرب من الليدز بوزيتيف ويف، لو بتبعد يبقى نيجاتيف ويف. ايه اللي بيحصل بقى؟ هبص على الاي سي جي هلاقيها عامله ازاي؟ دلوقتي دي الاسكيميا يا دين، الحته دي اسكيميك. الكهرباء بتمشي منين؟ تتحرك من الحته الهيلثي. الكهرباء تمشي من الهيلثي للديزيزد، من الهيلثي للديزيزد، من الهيلثي تبعد ولا تقرب من الليدز يديني بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تلاقي الاس تي دي بقى تقع لتحت بقى عامل كده الاس جي. ديبريسد اس تي ودي كمان قلبت انفيرتيف كله بقى نيجاتيف. يبقى عندي ديبريسد اس تي انفيرتيف. تاني ايه اللي حصل؟ الهارت اهو وانا عندي اسكيميا فين؟ في السب اندوكارديال لير، وده الاس جي الليدز اهي. لو الكهرباء بتقرب ناحيه الليدز هلقطها احسن هدي بوزيتيف ويف، لو بتبعد مش عارف القطها هدي نيجاتيف ويف. نيجاتيف صح ولا لا؟ حصل اسكيميا هنا في السب اندوكارديال لير في الحته دي اهي. لما حصلت هنا لحظه عشان دي مليانه كورونا الساب اندوكارديال، الكهرباء تمشي من الهيلث للديزيز، من الهيلث للاسكيميك، تبعد وتقرب على الليد تبعد دي نيجاتيف ويف. فهي الحته دي اللي كانت ايس بقت خلاص ديبريست، ودي بقت انفيرتد تيوب اللي هي بتاعت الحته بتاعت الفنتريك يعني ديبريست وانفيرتد تيوب. حد فاهم حاجه؟ يبقى الاقي في الاي سي جي هلاقي عنده ديبريست اس تي سيجمنت صح وانفيرتد تيوب. حد فاهم حاجه؟ ما فيهاش مشكله. طب سؤال، هل العيان هيجي لك اسئله هتك؟ يا دكتور خمس دقايق. يبقى هو يجي لك يحكي لك قصه بتقول لي يا دكتور والله بيجي لي الم كده بيجمع في الشولدر بيقول خمس دقايق وخف صح؟ يبقى بيجي بتقول لي الاتاك صح ولا لا؟ يبقى بتقول لي الاتاك هيبقى عنده مشكله ولا هيبقى نورمال؟ يبقى كم واحد بتقول لي الاتاك غالبا عنده هيبقى نورمال ما عندوش مشكله. طب لو جاب الصدفه ديورنج الاتاك هيبقى عنده ايه؟ ديبريسد اس تي وانفيرتد تويف. هل دي حاجه سبيسيفيك؟ لا انا حاجات كتير قوي في الهارت بتعمل ديبريسد اس تي وانفيرتد زي مين؟ زي الكارديوميوسي وزي الاريزميا وزي الديجيتاليز، حاجات كتير قوي بتعمل كده. في حاجه مش عشان اشخص بيها لازم يكون معاها مين؟ كريتيريا معاها اعراض. قال لك شيست بين بيسمع في ليفت شولدر وفي نفس اللحظه ديبريسد وانفيرتد. اقول لك كده اسكيميا. حد فاهم حاجه؟ طب رقم ثلاثه، بما ان هو بيجي بتقول لي اتاك نورمال وانا لو بالصدفه جاي اسنان اتاك هيبقى كده، طب انا هستنى بالصدفه لما تجيب الاتاك؟ لا اتاك لا، انا هعمل له الاتاك، هجيب له الاتاك دلوقتي صح؟ مش هيك تجيب الاكسرسايز هعمل له رسم قلب المجهول. حاجه اسمها اكسرسايزنج اي سي جي او اسمها ستريس تيست. بعملها ازاي؟ اخلي عندي يمشي على مشايه في المستشفى مشايه او على بايس في الدراجه وجنبها جهاز رسم قلب، بوصل الجهاز واخليه يجري يحمل يعني يفضل يجري ونصارع يجري ونصارع لحد لو عنده الاتاك يحصل حاجتين. لو عنده انجينا مع الجاي هيحصل حاجتين. رقم واحد هيحصل له تيبيكال تشيست بين بيسمع في الليفت شولدر صح؟ في نفس اللحظه هبص على رسم القلب هلاقي حصل ديبريسد اس تي وانفيرتد تي. حد فاهم حاجه؟ ماشي؟ يبقى رقم واحد يحصل ايه؟ بعمل ازاي الاكسرسايز؟ ماشي بقول كده ذا بيشنت اكسرسايزنج اون تريد ميل او بايسكل، اتمشي على مشايه او دراجه. ذا بيشنت از اكسرسايزنج اون تريد ميل او بايسكل. وبعدين اي سي جي تشينجز اند فايتال داتا ار ريكوردد. طب فرضا مش قادر يجي رجله مكسوره عنده لو ليبس كيم، يعمل له ايه بقى؟ اعمل له حاجه اسمها ستريس كيميكال ستريس تيست بالدوب فيتامين. يحصل حاجتين، هي يحصل حاجتين ايه هما؟ رقم واحد يحصل حاجه تيني كلينيكال تيبيكال شيست بين وفول اوف بلاد بريشر. حاجتين كلينيكال تيبيكال شيست بين وضغطه يقل، ما الهارت بقى اسكيميك ما عادش قادر يكونتراك فالضغط يقل. وفي نفس اللحظه الاقي على اي سي جي ديبريسد اس تي وانفيرتد تي ويف. حد فاهم؟ امتى بقى نفسي اعمل ستريس تيست وما اقدرش؟ نفسي اعمله خايف. امتى؟ لو في حاجه تمنع ان اعمله زي مين؟ الكونتر انديكيشن اوف ستريس تيست. حاجات بلخصها في كلمه عاشور عشان ننجز. كلمه ايه؟ عاشور. ايه كلمه عاشور دي؟ رقم واحد اكيوت اتاك. رقم اثنين الاي اس مع بعض بقى، الاي اكيوت والاي اس اورتيك ستروز، والاتش هايبرتنشن وهارت فيلير، والاو ار اورثوبيدك ديس اوردر مشاكل في العضل. تاني
رقم واحد اكيد اتاك. ما يجيش واحد من اكيد اتاك واقول له بص تعالى بقى اجري شويه، طب ما هيموت منك صح ولا لا؟ رقم اثنين اورتك ستنوز، لو اي مجهود هيخش في السيرفوب بتاع الاورتك ستنوز ما يستحملش. هايبرتنشن، هايبرتنشن ضغطه مثلا كان 170 على 110، لو جه شويه هيبقى 220 على 130. هتحمى بشعه كبيره في البين، هيبقى بيرخي في سبعه كده ومش هيحصل له فيروس واقف قدامي صح ولا لا؟ رقم ثلاثة هارت فيلير، اللي عنده هارت فيلير ده ما يقدرش يعمل اكسرسايز يجيله ليزنيا، حله ريست ما يقدرش. اخر حاجة اورثوبيريك، لو واحد مكسور عنده كسر في العضل فمش هينفع يعمل اكسرسايز، اورثوبيريك بسهولة. دي كلها كنت، او لو واحد اصلا يا جماعة من الاول عنده حاجة عمل ديبريس دي اس تي والفيرتي ويف، من قبل اعمل له هو عنده مثلا كارد نويس او حاجة عمل ديبريس دي اس تي والفيرتي ويف. فانا لو عملت هسيب الحاجة والاستريس مش هسيب بحاجة، حد فاهم حاجة؟ يبقى الكونتر اندكيشن هنا قلنا مين؟ رقم واحد اكيد اتاك، رقم اثنين اي اس او ديكستنوس، اتش هارت فيلر هايبرتنشن، اوسو بريك ديس اوردر لو رجله مكسور. صعبه؟ عاوز اسال كام سؤال فني كده، عاوز اسمع الاول انفستيجيشن. احنا دلوقتي 180 يا دكتور، اوسو بريك ده مش انا دلوقتي 180 خلاص؟ ايه؟ اوسو بريك انا دلوقتي 180 مش هنعمله له ليه بقى؟ لا لو واحد مكسور ممكن ممكن يكون بيكسر زي غيرك هقول لك. طيب انا قلت ايه؟ ال ايه دي؟ انا قلت ايه هنا؟ رسمت ايه؟ قلت الكوبريكيشن بتاعت الكيستان. انا قلت الفيزيكا لحد دلوقتي قلت اثنين ايه منهم ما وكاركس كانوا كاستر صح. كاركس كان ممكن نعمل ايه؟ سالب 201 تيكن ماي هيلز نوت باي سكيبنج اسمها كولد سبوت. طب والاسطر نعمل ايه؟ كاستر ديتكت سايت اند سيفيرتي واذا الميكانيكال الفاسكولاريزيشن از بوسبل. ايه مشاكل كاستر؟ ايه يقول لك سؤال كده جاب فاهمت زي برضه قال له كومبليكيشن اوف كورنر انجيوجرافي. ايه الكومبليكيشن؟ رقم واحد وانا داخل من الفيمور ممكن يبشر من يحصل سبكوتينس هيماتوما يؤدي الى لور لمب سكيميا. لور لمب سكيميا يعني يحصل له هير لوس شعر يقع والسكين يبقى بين ويحصل له انترميتنت كوبليكيشن ما يعرفش يمشي. حد فاهم؟ يبقى رقم واحد داخل من الفيمور يحصل ايه؟ يحصل فيمور ربشر يؤدي الى سبكوتينس هيماتوما ولور لمب سكيميا. رقم اثنين ممكن ادخل في الاورتا هنا اقطع الاندوثيليوم ده اعمل انجن للاندوثيليوم بتاع الاورتا. حاجه اسمها اورتيك دايسكشن. اسمها ايه؟ اول ديسيشن. رقم 3 ممكن ياخد في الكورنر اعور الكورنر حاجه اسمها كورنر ربشر. حد فاهم حاجه؟ يبقى الكونشنال اصلا الكونفكشن هي 3 يا اما سبكوتينس يا اما تو لورس كيميا يا اما في الاورتا اول ديسيشن يا اما في الكورنر كورنر انجن 3. طب بعد كورنر 2 اي سي جي واي كول ايكو بيعمل ايه؟ اب نورمال موشن اوف مايوكارد بيعمل ايه؟ طب اي سي جي بيكون اتاك دوينج اتاك الفيرست دي اس تي انفيرتد. هقول لك ازاي اكسرسايز البي سي جي. طب هخلي عيني تفضل يجيها ايه اللي بنعمله زي الاكسرسايز دي؟ ذا بيشنت از اكسرسايز اون تريد ميل او بايسكل صح؟ اي سي جي تشيك سوبايدال داتا فايتال داتا ار ريكورد اللي يحصل حتى لك اللي هم تيبيكال شيست بين فور بلاد بريشر حاجه على اي سي جي دي بيز اس تي انفيرتد صح؟ ايه الكونتر اندكيشن؟ رقم واحد اكيد اتاك. رقم اثنين اول رقم ثلاثه هاي بتشن هارت فيلر. رقم اربعه اول سوبريك ديسوردر صح؟ الدكتور ده بتقول الاوس سوبريك طب احنا ممكن نعمله فيتامين فعلا الاوس سوبريك ممكن نجيبه فيتامين عادي مش مشكله ماشي ما فيش مشكله بس ممكن هو عامل عمليه لسه بقى ناسز لسه يعني ممكن حالته ما تسمحش اصلا بدات الكارديو ماشي. طب بعد كده مين كمان؟ ال استنى بس ساعد مين ساعد؟ قلنا خلاص ده الاكسرسايز الجي سي جي. اسالك سؤال لطيف جميل، هل افضل اسرع لحد ما امتى؟ افرض عم ما جالوش الاتاك هفضل اسرع البايسكل واقول له يرجع عشان يجي الاتاك؟ الاكسرسايز ايه يا جماعه هيعملوه الاسبوع اللي لكل اللعيبه اللي هيخشوا الماتش بتاع الامف كده اللي هو على جراية كده ويشاور ويقيس في الجهاز كانوا عاملوه قبل ماتش قبل البطوله في اوروبا اللي فاتت لكريستيانو ومحمد صلاح كل الناس دي لازم تعمل اكسرسايز اي سي جي. هاف ذا سرعه خلاص يعني افضل مثلا قعدت عليه بقى 15 سنه ليك عملت جامع العيان ايه يا دكتور اصل انا مش لاتاك ماشي على سرعه 8000 كيلو في الساعه يعني لا اكيد ليا تارجت هارتين بوصل لحد رقم من 220 بقول 220 حاجه اسمها تارجت هارتين 220 ناقص الايج يعني ايه 220 عمره كان كام؟ 50 سنه مثلا يبقى كام؟ 70 100 وكام؟ 170 اقول خلاص ده لو وصل 170 ما بقولوش لاتاك يبقى هو نورمال ما هو فعلا 150 سنه يبقى اخر 170. طب واحد عنده 80 سنه 220 ناقص 80 كام؟ 140 اقول لك خلاص 140 ما جاش يبقى ده نورمال ما هو فعلا ده 80 يمشي مع 140. حد فاهم؟ طب بعد كده هفضل اجاوب العين على المشايل لحد ما يموت؟ لا هوصل حاجه اسمها تارجت هارت ايه؟ التارجت هارت ايه؟ 220 معادله كبيره خلاصتها 220 ناقص الايش؟ 220 رقم 220 ناقص الايش؟ 140 مش فاهم
طب وعنده 50 سنه 70 سنه يبقى 220 ناقص 70 يبقى 150 وصل 150 بال صايف في الدقيقه ما خفش يبقى انا خلاص نورمال. حد فاهم حاجه؟ طيب انا قلت بقى يقول لك سؤال صغير كده ممكن اعمل حاجه كمان في الاي سي جي حاجه اسمها هولتر اي سي جي امبيراتي اي سي جي. ايه الهولتر او امبيراتي؟ جهاز اسمه قلب صغير بنعلقه العين 24 ساعه يسجل في 24. جاله اتاك النهارده الساعه 2:35 دقيقه فهنا الاقي فيه ديبريسد ستو انفيرتد. همسك الجهاز ثاني يوم اشوف على الجهاز هلاقي في الساعه 2:30 في ديبريسد انفيرتد. اقول له جالك الاتاك امبارح على الجهاز الساعه 2:30 يبقى فعلا عنده مرض اسمه امبيوريتمي بحد السايلنس كيمي. مشكلته ان العيان ساعات ياخد الجهاز يروح بقى خايف على الجهاز يروح يقعد بقى تحت كيف في البيت يفضل قاعد ملوش الاتاك. اقول له عيش حياتك زي ما بتعيشها كل يوم شكل. يقول لك سؤال يقول لك كوز اوف سكيمك هارد ديز ويز نورمال انجيوجرافي. تقول له ايه؟ جه برضه جامعه الزقازيق. كوز اوف ستيمك هارت ديز ويز نورمال انجيوجراف. كل الاسباب ما هو الكارديك اوت ده نورمال انجيوجراف. الانيميا لو هيبوكسيا هيبقى نورمال انجيوجراف. كلهم نورمال انجيوجراف صح. الوحيد اللي فيها مشكله في انجيوجراف هي مين؟ الكورونا. اي حد فاهم بس هحط سبب الكورونا نورمال انجيوجراف. المايكرو فاسكولار انجينا كان نورمال انجيوجراف ما تبانش. يقول لك كوز اوف ستيمك هارت ان يانج ايج. عشان مين احط مين؟ في الايام دي هشيل اسوسيوزس. لا في الاطفال حاجه اسمها فاميليا ديسليمي والعيال النهارده بتروح سنه اولى ابتدائي بالسجاير فعارف فاميليا الموجوده دي. هحط ايه؟ هشيل بس هشيل الاوستيل ستينوز اوف سيفلس عشان السيفلس بيعمل ده في التنشر ستيج بعد 20 سنه هيكون كبر يبقى سيبه كارت في الايام. هشيل بس الاوستيل ستينوز اوف سيفلس. جا جامعة الزازية برضه قال له نون انفيزيف انفستيجيشن اوف اندر. حبيبي بقى ايه النون انفيزيف؟ ايه النون انفيزيف انفستيجيشن؟ كل حاجه معانا مين؟ امسك يا سيد. ده بصيتك ولا بصيتك على كتابه كده؟ لا مش شيء ده لازم يتعدل مع ما بطل يالا بطل اخويا ابراهيم هتمسك يا ابني الموبايل بتاعك اقفل له البتاع ده. عامل ايه؟ هتقول اتاك ازاي حاجه اسمها اكسرسايز ان كي سي جي بعملها ازاي دي؟ ذا بيشنت انا بقول لواحد ليه ذا بيشنت اكسرسايز ان كونتريد ميل او فايس صح؟ اي سي جي تشينجز فايت ذا خش على الكلمه نعالج ازاي بقى؟ ازاي نعالج حاله انجاين اللي عنده هنا عنده ازاي؟ يا شباب استفاد بسرعه مش عارف كيف؟ لا الشباك مفتوح. اصل كده هو هيبرد الاوضه وهيبرد الشارع. نقفل الباب يا جماعه وشغل التكييف.
يا جماعة يا جماعة المرة جاءت لما افتحنا الشباك كان الجو حار. خلينا بقى خلينا بقى خلينا بقى هل هو يعدي كده؟ افتح ده. خلاص يا جماعه التكييف اتحجز في الشركه والباشمهندس قال التكييف جاي بكره الحصه الجايه يكون في تكييف هنا وتكييف هنا. خلاص يا احمد يا عامر استقبل خلاص يلا يا شباب انتوا مشيتوا بسرعه في الحته دي كده ما تخلصوا يعني يا عم بسرعه بص تعالى فضاوه موت كده يلا الساعه 7 دي نمشي يلا كبير اقعد ماشي خلاص خلاص احنا قلنا ايه الانفستيجيشن 2 2 وخلصنا منها اي سي يو ايكو كاركس كان كاستر خلاص الناس تقول الشاي خلاص بعد كده نعالج ازاي نعالج انجينا ايه فكرتنا في التريتمنت اوف انجينا احنا ايه المبدا اللي ماشيين عليه او ايه اللي بتاعنا هدفنا ايه في علاج الانجينا يا جماعه هدفنا الكورونا بتاعنا كان ضيق صح فكميه الدم اللي وصل كارديك مصر قليله انا عارف ايه حاجتين الاولاني الكورونا كان ضيق او كان اتنين العضله كانت سريعه شويه فالحل ايه حاجه من اتنين يا اما وسع الكورونا ادي كورونا دايليته زي مين زي الكالسيوم تشيل بلوكر والمايتيت صح يا اما ادي حاجه ايه تهدي الهارت شويه زي مين بيهدي الهارت ده حاجه زي مين زي البيتا بلوكر صح ولا لا بس ثلاث ادويه يا اما حاجه توسع الكونتيت وكالسيوم تشيل يا اما حاجه تمشي القلب براحته شويه تقلل الهارت البيتا بلوكر وانتي بليتس ليه انتي بليتس عشان ما تكونش سونس حد فاهم حاجه يبقى انا هدف في العلاج حاجتين يا اما اوسع الكوناي يا اما اخلي الهارت يمشي براحته اقلل الهارت عشان ما ياخدش بلاد كتير اوسع الكوناي ازاي نايتريت كالسيوم تشيل بلوكر كده هنساعد الكوناي طب وبعدين اهدي عضله القلب ازاي اقلل الهارت ريت ازاي بيتا بلوكر وعشان ما تكونش سونوس يقلب بي ام اي هدي له انتي بليت صعبه طب تعالى نشوف اللاينز اوف تريتمنت ايه اللاين اوف تريتمنت كلها رقم واحد ايه علاج الجنرال تريتمنت مالناش دعوه بيه كلام فاضي رقم اثنين ايه التريتمنت يبقى ميديكال ايه ميديكال تريتمنت رقم ثلاثه ايه ميكانيكال انترفنشن رقم اربعه تريتمنت يبقى اكيوت اتاك يبقى تاني بعد كده الحاجات اكيوت اتاك علاجها ازاي والادويه والميكانيكال انترفنشن رقم واحد اكيوت اتاك واحد جاء المستشفى بالاتاك دلوقتي هعمل له ايه هقول له اجي ولا افتح يبقى رقم واحد ريست و سابلينجوال نايتريت ما فيهاش مشكله صح اقول له افتح وقف كل الاكتيفيتي وخد اوس نايتريت سابلينجوال هيشتغل بعد دقيقه 1 مينيت هيحصل له ابزوربشن النايتريت اول ما بحطها تحت اللسان بتعمل بيرنينج سنسيشن حرقان كده دي معناه ان الاوس شغال مش اكسبايرد ولا حاجه لان في مشاكل في التخزين بتاعت النايتريت يبقى رقم واحد اكيوت اتاك سهله ريست سابلينجوال نايتريت ياخد كام اوس ما جابش نتيجه ياخد الثاني ما جابش نتيجه ياخد الثالث وغالبا ده ام ار حد فاهم حاجه يبقى رقم واحد اكيد اتاك رقم اثنين جنرال كلام سهل ايه الجنرال اقول له والله عالج الهايبر ليبيميا وعالج الهايبر تنشن والهايبر جلايسيميا واعمل حاجه اسمها جروب ثيرابي وحاجه اسمها مديتيشن يعني ايه يقعد مع ناس عيانين كتير يشوف امراض الناس عليه تهون عليه امراضه زي ما بيقولوا يعني يقعد مع واحد عنده لوكيميا واحد عنده هونكوجينيك كارسوما فيحس انه خلاص موجان في نفسه كده صح ولا لا او يعمل حاجه اسمها جروب مديتيشن هو ازاي يقعد يصطاد في البحر مفيش مشكله يقعد يعني مثلا شفت دكتور مره قاعد على التيرا عمال يصطاد سمكه
وبعدين شيلها وبعدين رميها تاني. والاستاذ سامي قلت له ايه؟ انا اصلا بتسلى عشان انسى الدنيا. فطلعت هي سمكه واحده جعانه في البحر واتسلت عليها، قلت له اهبل هيرجعني تاني. قشطه مفيش مشكله. كل دي حاجات بتنسيه عادي جدا. انا رحت اسكندريه عشان اصطاد، قعدت يومين كاملين اصطاد، والله ما اصطدت ولا حتى سلحفه طلعت. فقشطه يعني، ولا جروب سيرج نفع ولا حاجه نافعه. يبقى كم واحد جينا مفيش مشكله. واقول له كمان ياكل فروت وفيجيتابل كتير، ياخد اوميجا 3، ياخد حاجات فيها فيش اويل عشان الجلوكوزا بالدونيك اسيد، ياخد حاجه اوليف اويل، زيت الزيتون. هل زيت الزيتون حلو؟ كان بيقولوا حلو، حديثا انا كده مش حلو. ماشي. طيب تعال شوف بقى الميديكال والميكانيكال انترفنشن. ايه الميكانيكال انترفنشن؟ عندنا حاجتين منهم، عمليه اسمها بيتكه وعمليه اسمها كبش. ايه البيتكه والكبش؟ واعمل دي امتى ودي امتى؟ هو اولا انا امتى هلجا ان انا اعمل ميكانيكال انترفنشن؟ امتى هلجا ان انا اصلح بالاسطره؟ لو العيان ده عنده انجينا وتسبونج الميديكال دي تقريبا ما نفعتش، او حاجه اسمها بوست انفكشن انجينا، كان عنده ام اي جاب بعد انجينا، ده خايف عليه او خايف منه قوي. ايه اللي ادويه؟ ايه الحاجات الميكانيكال؟ بيتكه وكبش. ايه البيتكه دي اسمها ايه؟ اسمها بيركوتينيوس، بيركوتينيوس ترانسليومينال كوروناري انجيوبلاست. يعني ايه الكلام ده؟ بيركوتينيوس انا دخلت عن طريق الجلد عشان اوصل الفيمور، يبقى بيركوتينيوس دخلت في الفيمور صح، وصلت لليومن بتاعه الكوروناري اسمها ايه؟ ترانسليومينال كوروناري انجيوبلاست توسيع. يبقى انا دخلت من الجلد وصلت لليوم بتاع الكورونا عشان اوسع بالكوتينيوس ترانسليومن الكورونا انجيوبلاست. بعمل بها العمليه، بوسع بها الكورونا ازاي؟ واحد عنده اسيوما كده مدير قلت بالشكل ده، عاوز اعمل ايه بقى؟ بخش بالاسطره بتاعتي سلك رفيع كده في كاميرا، بخش بقى لحد هنا، وبعدين جواها بالونه بس البالونه مش منفوخه، ديفليتد، واروح جاي في المكان ده وموسع بنافخ البالونه. لما اوسع البالونه هعمل ايه؟ هعمل فلاترنج للاسيوما، هبطبطها الزقها في الول، هيبقى الشكل كده خلاص الاسيوما بقت هنا. يبقى ممكن اعمل ايه؟ بيتكه بوسع بالاسطره بالبنبان دايليتيشن. لما اوسع هبطبط الاسوم والزق في الروح خلاص كده، خلاص البط بس اتفتح والدم هيمشي زي الفل. لو مشيت كده يبقى انا كده ما عملتش حاجه. ليه؟ لان بعد شويه الاسوم هتتكون تاني ويحصل ايستينوز صح ولا لا؟ عشان ما يحصلش ايستينوز ويضيع تاني بركب ستنت دعامه. اهي ادي ستنت وادي ستنت بالشكل ده كده، ستنت واحده كده. الستنت مفتوحه من ناحيتين عامله زي سوسته القلم، بتخش جوه الارتري وتفتح جوه، يفضل دايلتر على طول ومفتوحه من ناحيتين. حد فاهم؟ هتقولي طب الستنت دي مش حديد، مش ممكن يلزق عليها سوم؟ بس اقول لك لا، الستنت حين هيبقى نايس فيها هيبقى ما بيلزقش فيها حاجه. المشكله ساعات بقى احنا قلنا الكورونا الصغيره دي لو اتقفلت ما اعرفش اوصلها بالاسطره. فعلا المشكله ساعات وانا بعمل فلاتن ببطبط في الاسيوما كده حته تتقطع وتحيح قفله كورونا صغير، وده لو اتقفل خلاص هيحصل اكيوت كورونا صندوق مش عارف اصلحه، حتى اتقطعت مش اتقفلت واحده صغير، والصغير لو اتقفل مش هعرف اوصل له بالاسطر. فالمفروض قبل ما بطبط في الاسيوم واقطع فيها نسقية بنات اعمل ايه؟ قبل ما بطبط في الاسيوم اعملها فلاتنينج، احط قدامي فلتر، احط انا هعمل هنا فلاتنينج، احط هنا فلتر كده، بحيث الحته اللي تتفتح تنشف مين؟ في الفلتر ده كده. بعد ما خلص يشد الفلتر بقى عليه فين حتت صغيره متقطعه من الاسيوما، لو ما كانش الفلتر كانت قفلت كورونا صغيره وبوظت الهول. حد فاهم؟ يبقى كمان واحده اسمها بيتكه، اسمها بيتكه بتاعتي اسمها ايه؟ بيركوتينيوس ترانسليومينال كورونا انجي بلس توسيع. بوسع بها امتى؟ ايه الاندكيشن بعملها امتى البيتكه؟ لو المقفول عندي 1 او 2 فيسل، واحد او اثنين بس ما يكونش منهم اكسبت ليفت مين كورونري. لو واحد او اثنين بس مش الليفت، اصل الليفت قلنا لو مبشر مش هلحق افتح القلب وهعمل كبش. حد فاهم؟ ده لو ابشر بتاع الكبش هيفتح ويعمل كبش عشان هو مش مهم، لكن لو بوسع لفت وابشر مش هعرف افتح واعمل وصله، مش هعرف اعمل كوبري. يبقى كم واحد بيت كابيركوتينيوس ترانسيلومنا الكوين اجي بس بعملها لو 1 او 2 فيسل اكسبت لفت من الكوين. طب الكبش ايه؟ كبش يعني ايه كبش؟ كوني ارتي باي باس جرافت. يعني ايه؟ هنعمل كوبري. ليه؟ الارتي ايه؟ بلاد فيسل ضيق ودم الوصل قليل صح، نفس المبدا اللي ماشي بيه بعض الدول، اللي هو لو لقى اثنين ماشيين في الشارع قصاد بعض فيقول لك كده الشارع ضيق تعالى نعمل فوق كوبري. ليه؟ واحد يمشي تحت وواحد يمشي فوق عادي. مبدا محترم جدا وحاجه ناجحه جدا، وراح نحترم كل طرق النجاح ولا ايه؟ والنجاحات الفظيعه رهيبه. تمام. لا بتكلم بجد على فكره، بتكلم بجد محدش بس ايه؟ لا مش احمد عامر. يبقى ايه الكبش دي؟ بالكوتينيوس ترانسليومينال كوروناري انجيوبلاست. يعني انا عندي الارتري ده مقفول صح، عاوز اعمل كوبري هنا بقى، سهله جدا، عاوز اجيب حته من الارتري تاني واعدي الحته المقفوله دي كده هعمل كوبري وكبش. يبقى ايه عباره عن كوروناري ارتري باي باس، عديت الكوروناري بجرافت. الجرافت هجيبها منين؟ ممكن اجيب سينسيتك جرافت ارتري كده صناعي سينسيتك بولين، او ممكن اجيب من ريديال ارتري، او من مين؟ من الانترنال مامري ارتري، او من السافينس فين. هجيب حته من الانترنال مامري هشدها واعملها، او حته من الرجل، او حته من السافينس، واعدي بقى الحته المقفوله دي واوصل كده اسمها كبش. كوني ارتري باي باس جرافت، عديت الحته المقفوله الدم هيوصل من هنا لهنا على طول. حلوه جدا صح ولا لا؟ هعملها امتى؟
لو هنا قلت لو واحد او اثنين مقفولين ما يكونش ليفت كورنر، ده بقى لو ثلاثة او اكتر او كان ليفت كورنر. حد فاهم؟ يبقى الانديكيشن لو الثري اور مور فيسل اوبستراكتد او كان مين استينوز اوف ثري اور مور او كان ليفت مين كورنر اوت، هعمل له ايه؟ هعمل له كابش. فيها مشكله؟ المشكله ان انا بجيب حته من السفنس، دي حاجه سهله، الفين بتاعت السفنس طالعه لفوق كده عشان الدم يطلع من الديك لفوق، دي تقفل كده صح؟ مش لو باصت الفالفات دي بتعمل حاجه اسمها فيكوز فين، لما اقطع الحته دي كده واحطها هنا كده هيبقى الفالف كده صح؟ الدم هيجي راح قافل الفالف. فالحل ايه؟ اقلبها، اعمل حاجه اسمها انفيرتد سافنس. اسمها ايه؟ انفيرتد سافنس، عشان يفتح مع الدم ويمشي الدم. حد فاهمني؟ الناس كلها مركزه عشان دي حته العمليه، كله متخيل نفسه بيطلع على السنتر هيعمل حاله ام اي، هيروح ناتش ماسك كده عارف سكينه من باشمهندس عارف ناتش بتاع ماسك السفنه السنتر كذا جزار كده عامل جراوند تمام خطوتين يلا هوب افتح عامل بتاع. لا ما نركزش قوي لان احنا مش هنعمل الحاجات دي يعني ماشي. في ناس تقول دكتور هو الديكتور وانا بشيلها اشيلها من ميزر الساينسز ولا اشيلها من مش عارف الانجليكال كورد يا عم وانت مالك انت مالك انجليكال كورد اشيلها وافتح مشروع شايف نفسك خلاص قلت العمليات ركز في الكلمتين الميديكال احنا بتوع ميديسن. يبقى تاني عمليتين هما بيت كواه كابش. ايه البيت بعملها امتى؟ لو استروز او 1 او 2 اكسبت ليفت مين كورنر. طب الكابش لو 3 امور او كان ليفت مين كورنر. رقم 2 خلصنا من الميكانيكال، يبقى انا عرفت الاكوت اتاك ازاي؟ حاجتين هما ريست سبلينج اون التو. عرفت ميكانيكال ازاي؟ بيت وكابش. عرفت جنرال ازاي؟ حرمنتيش مالهاش دعوه بيه. نعالج ميديكال ازاي؟ كذا دواء. مش انا قلت الهدف بتاعي في الميديكال حاجه توسع الكورنري او حاجه تقلل الهارت ريت تهدي القلب. اللي هدي مين؟ كان بيتا بلوكر. ويوسع الكورنر كان مين؟ نايتريت كالسيوم بلوكر. وانتي بليتت ليه عشان ما تكونش سوم. بس بنلخص الميديكال في كلمه نقاب. ايه كلمه نقاب دي اهي؟ رقم واحد لان اللي هو مين؟ نايتريت. والسي اللي هو مين؟ كالسيوم شانل بلوكر. والبي بيتا بلوكر. والاي بي انتي بليت. هدي كل الادويه دي. بدي تريبل سيري ثلاث ادويه. اهم دواء ما ينفعش روشته تبقى من غيره هو مين؟ النايتريت. ما جابش نتيجه هتضيف كالسيوم، ما جابش هتضيف بيتا بلوكر. حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم واحد ناخد واحد واحد. رقم واحد نايتين، ايه الاكشن بتاع النايتين والبريفيشن بتاعته والسايد افكت؟ الاكشن بيعمل النايتين ده مش انا عارف اصلا استخدمه ليه اصلا، لكن عشان ايه؟ احنا استخدمناه عشان حاجتين. رقم واحد بيوسع الكورنري صح؟ كورنري دايليتور. فمثلا في اسيومه كده لما اوسع الكورنري هيبقى خلاص كده، فالاسيومه تبقى على ناحيه بعيد كده فيمشي الدم. يبقى رقم واحد كورنري دايليتور بيزود الكورنري بلاد فلو. رقم اثنين والاكشن الاقوى بقى انه فينو دايليتور بيوسع الفين. هتقول لي فين ان احنا وسعنا الفين؟ لو الفين ضيق الدم هيخش كتير للهارت، هيقلع الهارت بسرعه، هيبقى اوفر على الهارت. الفين ده لو واسع الدم هيركن شويه في الفينا سايت فيخش القلب شويه شويه ما يبقاش لود على الهارت فيشتغل براحته. حد فاهم؟ يبقى النتيجه تعمل حاجتين هي رقم واحد كورنري دايليتور تزود الكورنري بلاد فلو، رقم اثنين فينو دايليتور تقلل البيلول فتخلي تخفف اللود على الهارت. مين هي النتيجه اسمها في السوق؟ عندنا اربع ادويه. ايه هم؟ ثلاثه. ايه هم؟ حاجه اسمها نيتروجليسين، حاجه اسمها ايزوزوبيد، ايزوزوبيد مون نايتريت، حاجه اسمها ايزوزوبيد داي نايتريت. تاني مين هما؟ نيتروجليسين، ايزوزوبيد مونو، ايزوزوبيد داي. اقوى واحد المونو. طب بما ان اقوى واحد ابدا بيه ولا خير الاخر؟ هبدا بالضعيف ليه؟ اصل ده بيعمل توليرانس، فهبدا بالضعيف عشان لما يحصل توليرانس استخدم القوي. لما ما يجيبش نتيجه استخدم القوي. يبقى نيتروجليسين اسمه داينيتها في السوق، او ايزوزوبيد مونو او داي اسمه افكس في السوق. الجرعات كام؟ المونو نايتريت جرعته كام؟ مش ده مونو وحال نايتريت؟ فلازم ازود الجرعه صحادي 20 ل 40. مش ده بقى داي؟ يبقى النص 10 ل 20. حد فاهم حاجه؟ يبقى الجرعات كام؟ قلنا مون نايتريت 20 ل 40، داي نايتريت 10 ل 20. موجود في صوره النايتريت كذا حاجه، في منه حاجات اي في بنستخدمها في الناس اللي عندها هايبرتنسيف انتيفيروس، في منه اورال، في منه سابلينجوال، في منه انهاليشن، في منه سبراي تحت الطن، كل حاجه، في منه ترانسليير ما جاش. احسن حاجه بنحبها للترانسليير ما جاش. ليه؟ اصل النايتريت بيعمل سيفير هيدج، العام بيخبط دماغه في الحيطه. لو كان واخد اورال هيفضل عنده هيدج خلاص الدواء مش بتاعه هجيبه منين؟ لكن باتش جاله هيدج هقول له شيل الباتش. حد فاهم حاجه؟ حاجه جميله. والبقى الباتش بتشتغل على طول 24 ساعه لو داخل عمليه او حاجه الباتش شغاله معاك. يبقى رقم واحد قلنا النايتريت ثلاث انواع، نيتروجليسين، ايزوبيد مونو، ايزوبيد داينيتريت. سايد افكت، ايه السايد افكت بتاعته؟ مش هو بيعمل فاز دايتيشن؟ هيعمل ثلاث حاجات بحرف اتش، هيدك وبعدين هايبوتنشن وتوليرانس. والصاد انه الزيدول بتاعه يعمل انجايرا. تاني هيدك ليه؟ ما بيعمل فازو دايتيشن. لما يعمل فازو دايتيشن في البين مش هيعمل استرتش على المنجيس، هيضغط على المنجيس وهي مليانه ريسبتور فيحصل له سيفير هيدك، لدرجه ان احنا نحاول نقول له استحمل شويه في الاول بعد كده اتعود عليه، او خد معانا انجيزك في الاول، خد معاه بنادول مش مشكله. رقم اثنين هايبوتنشن، ما هو بيعمل فازو دايتيشن لازم يقلل البلاد بريشر. رقم ثلاثه
توليرانس يعني توليرانس يعني خلاص سبته وتزهق من ده وتقول لك يا عم خلاص قفنا بقى كل شويه نايتريت نايتريت عاوزين نغير زهقنا صح ولا فانا لازم اعمل ايه اكسر التوليرانس ازاي عشان نكسر التوليرانس ده لازم نفضي الدم شويه من النايتريت اخلي الدم شويه ما فيهوش نايتريت الناس بتقص ضوافرها اخلي الدم ما فيهوش نايتريت شويه لا صح ولا اعمل حاجه اسمها نايتريت فري انترفال ازاي ياخد القرص الساعه 8 الصبح يشتغل 4 العصر ياخد 4 العصر يشتغل 12 من 12 ل 8 ما ياخدش حاجه يبقى انا كده خليت فتره الدم ما فيهوش نايتريت هتقولي مش ممكن يجي له اتاك بالليل بالليل هو نايم مش هيجي له ولو جاله ما اقول لك انا قلت لك هو بياخد التريبل سيرم يعني في حاجات ثانيه شغاله حد فاهم ولو جات له اتاك يا عم بياخد قصه بلينبر خلاص يبقى قلنا هنعمل حاجه هنتغلب على نايتريت ازاي على التولرنس قلنا ستارت ويز مينيمال ياخد نايتريت في انترفال رقم 2 اتغلب على التولرنس ازاي اخليه ياخد اقل بقى ممكنه قلنا بياخد شويه وبعد ما يطلع السلم بتقفل الباقي صح عشان ياخد بيني من الافكتيف دوز يبقى ازاي تغلب على التونس سؤال شافه وازاي تغلب عليه قلت كده ستارت ويز مينيمال افكتيف دوز ويز نايتريت فري انترفال صعبه لازم اخلي الدم فاضي شويه عشان الريسبتور ما تزهقش لازم نشوق الريسبتور نعطش الريسبتور نخليها مستنيه الدواء الصبح بكل شوق وحنين عشان تشتغل ده نفس الفكره اللي بيعملها الناس بعد ما يتجوزوا بعد شهر بالظبط من الجواز خلاص زهقوا من بعض والحبه مش مهله فحصل توليرانس فتعمل ايه بقى هي بتفهم جدا عارفه ازاي تغلب على التوليرانس لانها خريجه الطب فتعمل ايه تاخد شنطتها وابنها بعد شهر ما تعرفش جت ولا مين الشنطه بتاع خدت ورق الشنطه وخدت بتاع وانا رايح انا خدت ابني معايا الفرق كنت ماشي على امها تقعد هناك قد ايه شهر اشمعنى عشان يزيد السنسيتيفيتي صح ويبقى خلاص فلما يرجع يقابلوا بعض ايه بكل شهور وحنين خلصنا فكره الموضوع هنا بالشوق وحنين والله يا دكتور انس عشان مش متاثر قوي فكره الموضوع هنا ازاي ان النيتريت اصلا عشان يشتغل بيتحول لحاجه اسمها نيتريك اوكسايد والنيتريك اوكسايد ده فازو دايليتو والنيتريك اوكسايد ده بيقلل الكالسيوم انفلكس للسيلز بيمنع دخول الكالسيوم فيوسع الفيسل والنيتريك اوكسايد فازو دايليتو النيتريت عشان تتحول نيتريك اوكسايد محتاجه حاجه اسمها سايكليك جي ام بي وعشان يشتغل السايكليك جي ام بي محتاج حاجه اسمها جوانيليت سايكليز انزيم وعشان يشتغل الجوانيليت سايكليز انزيم محتاج حاجه اسمها اس اتش جروب فلو بستخدم الدواء 24 ساعه هيحصل كونسامشن للاس اتش جروب هتخلص لكن في فتره فيه بالليل كده هيحصل ريجينيشن للاس اتش جروب فالدواء يشتغل خلصنا اخر حاجه في سايد افكت انا قلت سايد افكت 3 هيديك هايبوتنشن و هتغلب على التونس ازاي محدش ينساه خلاص عشان حياتك تستقر start with minimal effective dose with nitrate في الانتظار ماشي يا انت تمشي كتير بيت يا انت تمشي وتاخد ابنك معاك برضه ماشي اللي هو الواد اللي ماشي كده تعرف تعمل بس كله معاك اخر حاجه قلنا لو حصل sudden withdrawal يؤدي الى angina pain لو وقف العلاج فجاه يجي له angina هم اصلا ازاي اكتشفوا الانيتيت دي اكتشفوها بمصنع ماده التي ان تي عارفين التي ان تي اللي بيعملها مواد فجارات طاقه نيتروجين ديناميت يا جماعه تي ان تي تراي نيتروجين واجر الناس اللي شغالين في المصنع ده بيحبوا الشركه قوي قاعد في الشركه مش عاوز يمشي مستمخ ومزاجه حلو يروح البيت يتعافني يقول لك يا اخي البيت ده حاجه زهق قوي يرجع الشركه مبسوط جدا يقول له خد اجازه لا روح العيد بتاع لا ايه الشركه ده مرتب عليه لا روح الساحل لا هو عليه في الشركه ولو يا عيني مواته غصبته كده وخليته معاه الساحل اسبوع يموت هناك ليه؟ اصل طول النهار يستنشق نايتريت فعامل له كورونا دايليتيشن وقت ما يبعد يحصل له كورونا اسباز يعني بيحصل انجينا بين انصار الموز الدول حد فاهم حاجه؟ وقت ما ياخد اجازه يموت على طول خلصنا من نايتريت اسمعها كلها ايه الاكشن بتاعها؟ كورونا دايليتيشن تزود فرق وفينو تيل يعني طب ايه اللي ما بين هي؟ نيتروجين ايزوبيدمونو ايزوبيد اه طب ايه كمان سايد افكت؟ هيديك هايبوتنشن توليرانس هتغلب على التوليرانس ازاي؟ ستارت ويز مينيمال افكتيف دوز ويز نايتريت فري انترفال صح؟ ايه كمان سايد افكت قلنا ايه؟ السادن ويزول بيعمل انجينا بين رقم 2 ثاني دواء كان مين؟ بعد ما تدعى طول رقم 2 كان كالسيوم تشانل بلوكر ايه الاكشن بتاعه سهل مش احنا عارفين ان الكالسيوم لو هو دخل الروت بتاع الفيسل هيعمل كونتراكشن هيعمل سلايدنج اوف اكتين اوفر ماشين فيضيق الفيسل باظ كونستريكشن صح؟ لما نعطي الدخول يحصل دايليتيشن صح فانا هدي كالسيوم تشانل بلوكر عشان اوسع الفيسل يبقى رقم واحد ده كوروني دايليتور هيزود الكورونا بلاد فلو رقم اثنين على الكارديك ماسل بيعمل ايه؟ يمنع دخول الكالسيوم فيقلل النيجاتيف انوتروبيك يعني يقلل الكونتراكتيليتي كونه بيقلل الكونتراكتيليتي حاجه حلوه اوكي بس حاجه وحشه لو انا عنده هارت فيلير والهارت بتاعه يا دوب بيكونتراكت وخد كالسيوم تشانل بلوكر قلل الكونتراكتيليتي هيخش في ايه؟ دي كومبنسيت الهارت فيلير او اكيد هارت فيلير فما يحبوش الهارت فيلير حد فاهم؟ مين الكالسيوم مش اربع ادويه مين هم؟ فيربامين دلتازم نيفيدبين و املودبين من هما فيربامين دلتازم نيفيدبين املودبين صح احسن واحد فيهم كلهم مشكلتهم في ايه كلهم مشكلتهم انه بيشتغل على الفيسل يوسع الفيسل
ويداي وكمان يقلل الريلاكسيشن يعني يزود يقلل الكونتراكتيفيتي في الهارت. فمشكلته من الهارت فيلير دي. لكن احسن واحد فيهم الاملوديبين. بنقول ده الامل. الامل هو الاملوديبين ليه؟ لان ده مينلي فازو دايليتور من غير ما يقلل الكونتراكتيفيتي. حد فاهم حاجه؟ عشان كده بنحبه جدا. احسن ده وعجبه جدا صح. وزاره الصحه من كام شهر طلعت قالت يا جماعه الاملوديبين ده في كارسينوجينيك ماتيريال. وقفناه ما وقفناهوش برضه. ليه؟ مش عارفين غيره. قال له اسمه الكابيس سهل. اي حد بيجي هايبرتنشن ياخد الكابيس. لا الكابيس سهل جدا وعجبنا الدواء ده. فقشطه يعني شغالين بيه. دواء ناجح جدا وجميل جدا. ولسه الكلام مش اكيد على الريسيرشز بتاعته. خلاص؟ يبقى منهم فيرامين دلتازم نفر واملوديبين. اخطر واحد النفيدبين قوي جدا بيعمل سيفير فازو دايلاتيشن يعني سيفير هاي بوتنشن. ولو حصل هاي بوتنشن حسب ميرز دول يحصل ريفلكس. الناس اللي نام الفليكس تاك كارديا. ولو حصل تاك كارديا تيجي الاتاك ولا لا؟ هيجيب الاتاك عشان يعني هدي كالسيوم عشان يقوم يجيب لي اتاك اموت الراجل مش هينفع. فنعمل ايه؟ قلنا بما ان ده فازو دايلتو هو حلو كفازو دايلتو بس هاي بوتنشال انا التاكي انا عاوز امنع حته من التاكي. اعمل ايه بقى؟ لما نديله نفيربن ندي معاه ام كومبينيشن ويز بيتا بلوكر عشان نمنع التاك كارديا. حد فاهم حاجه؟ سايد افكت من ايه؟ مش بوسع البس اللي يعمل ايه؟ هيدك زي هنا برضه نفس الكلام. ومين كمان؟ هاي بوتنشال هارت فيلير ولا لا؟ هارت فيلير. وهزود حاجتين مش اسمه كالسيوم تشانل بلوكر بالسي صح؟ كونستيبيشن. والبي بيرفع الايديما صعبه يبقى بيعمل هيدك هايبوتنشن نفس الكلام. هارت فيلير سهله سي سي بي. السي اللي هي كونستيبيشن والبي بيرفع. كونستيبيشن ليه؟ مش الانتستين عشان تتحرك محتاج كالسيوم يخش الوول عشان يعمل كونتراكشن فتمشي الفاستاتيك. انا قفلت بقى كالسيوم تشانل بلوكر مفيش كالسيوم يخش الوول بتاع الانتستين صح؟ فمفيش كونتراكتيفيتي فيحصل لك كونستيبيشن. حد فاهمها؟ بيفرق ليه ليه؟ بيوسع البيسل كلها فازودايليتور. لما يوسع الكابيلري وهي جواها بوس وبو. جود مورنينج. ماشي. يبقى لما يوسع البيسل توسع ولا لا؟ اه. تفتح البوس فتعمل ترانسفيرش ده شحمال بره تعمله بيفرق ليه اللي هو الليمبي ليه. حد فاهم؟ يبقى الزياده كونستيبيشن جه في مره في كيس قال لهم عيان بياخد كونستيبيشن وجاله اللي هو الليمبي ليه. ايه الكوز اوف اللي هو الليمبي ليه؟ اقول له ايه؟ كالسيوم تشانل. طبعا الناس مستهيفه الكيس هتجي لك مش هتعرف فيش مفيش مشكله. ليه؟ لان فعلا مش هتفكر فيها يعني محدش هيفتكر ان هو جايبها عشان سايد افكت على الكالسيوم. حد فاهم؟ يبقى قلنا هزود حدين كونستيبيشن وبيرفرال ايديما. خلصنا؟ مين الكالسيوم تشانل بلوكر؟ فيرامين دلتازم نفيدبل صح؟ املو دبي سايد افكت هيديك هايبوتنشن كونستيبيشن وبيرفرال ايديما صح؟ طب بعد كده مين بقى تالت دواء؟ مين؟ بيتا بلوكر. مين هم البيتا بلوكر ده؟ نوعين. مش احنا عندنا بيتا 1 وبيتا 2؟ بيتا 1 فين؟ في الغالب في الهار صح؟ مش انتوا كنتوا تقولوا القلب يحب مره ما يحبش مرتين؟ ده كان زمان يا اخويا. دلوقتي القلب يحب مليون و5000 مره الا القلب منوف ما بيحبش خالص او ممكن نص مره يعني. يعني هو بيبقى فاهم يعني ده فاهم؟ غير كده لا بيحب مليون مره 2 مليون مره قشطه يعني. فاحنا عندنا بيتا 1 في الهارت عشان بيحب مره واحده ياما بيحب الحافظ ده. وعندنا بيتا 2 بقى بره في اللانج كده بيتا 2 وفي البيرفري. يبقى انا عندي حاجتين من البيتا بلوكر. في واحده هتقفل بيتا 1 بس سيلكتيف وفي واحده هتقفل كولونان سيلكتيف. الاول الاكشن بتاعها لما تقفل البيتا وتهدل هتهدل قلبه ولا لا؟ يبقى كم واحد بتقلل هارت ريت ده حاجه حلوه؟ ما هو اصلا التاكي كارديك كان بيجيب الاتاك لما يقل مش هيجي وتقلل البلاد بريشر عشان بيقل الكارديك بيمشي براحته فيقل الكارديك اوتبوت. مين هي؟ قلنا نون سيلكتيف واحد سيلكتيف. مين النون سيلكتيف؟ بروبرانو اللي اسمه في السوق ايه؟ اندرال. ايام امتحانات كله ياخد اندرال بيتا بلوكر صح؟ كله ياخد اندرال 40 او اندرال 10 كل يوم. اوصل نفسك مزاجك حلو حاجه جميله وذاكرت ما ذاكرتش برضه مزاجك جاي. يبقى رقم واحد نون سيلكت زي مين؟ بروبرانو لول ده الاقوى على فكره. طب والسيلكتيف هو مين؟ اتينو لول ميتوبولول بيسوبولول اسمه في السوق اتينو. اتينو لول ميتوبولول بيسوبولول. طب نوع ثالث بقى مش احنا خايفين من ده؟ احنا خايفين من الادويه ليه؟ خايفين انها بتهدي القلب بس لما تقفل بيتا 2 بتعمل مشاكل. فجبنا حاجه بقى اسمها ايه بقى؟ سيرج جينيريشن. ايه السيرج جينيريشن ده؟ اسمه كارفيدولول. ده بيتا بلوكر وذ بيرفرال فازو دايليتور اكشن. حد فاهم حاجه؟ يعني بيتا بلوكر يهدي القلب وكمان بيقفل فازو دايليتور. تعالى ظبط لك الضغط. حاجه جميله جدا. اسمه كارفيدولول. سايد افكت. ايه السايد افكت؟ البيتا بلوكر لو هدت القلب شويه تعمل برادي كارديا ولا لا؟ برادي كارديا وهارت بلوك. طب لما تقفل بيتا 2 في اللنج تعمل هنا بونكو كونستكشن او بونكو دايليتيشن؟ بونكو سباس. ولما تقفل بيرفرال فيسلز واحد عنده انرجي فينومنا تزود حاجه اسمها بيرفرال فاسكولار اسكيميا. بيرفرال فاسكولار اسكيميا اربع حاجات بحرف البي. مين هي؟ سايد افكت اونكوسبازم براديكارديا هارت بلوك بيرفرال فاسكولار اسكيميا. اسمع ايه بتا بلوك؟
قلنا ايه؟ يا اما سيلكتيف يا نون مين نون سيلكتيف برضه الرد القوي والسيلكتيف اتينولول ميتوبولول بيسوبولول وبعدين مين كمان كارفيرولول سايد افكت اونكوسبازم الراديكالديا هارت بلوك عشان كده ممنوع لو واحد عنده بنكرياس كنت من كده في اللي عندهم سكلودرم عشان يعملوا تسفنهم صعب الكلام ده بستخدم التيبل سيرف زي ما قلت. طب ايه كمان اخر ده اسمه ايه؟ اسمه انتي بليتد. مين هو الانتي بليتد ده؟ كذا حاجه. مين هو الانتي بليتد؟ انتي بليت اربعه مين هم؟ اسبرين كلوبيدوجيل داي بايريدامول داي بايريدامول عشان الناس تقراها داي بايريدامول وتكلو بيدين تكلو بيدين. مش الهدف من الانتي بليت انها تمنع الثرموزس؟ رقم واحد اسبرين الجرعه كام؟ 75 ل 150 مللي جرام سنجل دوز. كلوبيدو جيل اللي هو مين؟ بلافكس عارفينه؟ اللي هو ب 400 جنيه ده دايب كلوبيدين. طيب المفروض الاسبرين ده سنجل دوز ما يزيدش عن كده من 75 ل 150 ما زودش. ليه ما زودش؟ عشان ما يعملش مشاكل وحشه. الاسبرين بيشتغل ازاي؟ عندنا حاجه لسه قايلينها في الاول اسمها ثرومبوكسين اي 2 صح؟ وحاجه اسمها بوستا سايكل. البوستا سايكل ده جميل بيعمل باز ودايليتيشن وبيقلل الثرومبوز بيقلل بليث اجريجيشن. طب والثرومبوكسين بليس ده سيء؟ الثرومبوكسين سيء ليه؟ بيعمل باز وكونستريكشن وبيزود البليث اجريجيشن. انا عاوز مين؟ انا عاوز البوستا سايكل باز ودايليتيشن ده ومش عاوز سيء الثرومبوكسين. البيتا بلو الانتي بليتد الاسبرين لو بالسنجل دوز ورقه صغيره دي يبقى سيلكتيف انه يقفل ده فده اللي يشتغل. لو زودت الجرعه يفقد السلكتيفيتي بتاعته ويقفل ده كمان يبقى انا اذيت العيال. حد فاهم؟ يبقى رقم واحد اسبرين رقم اثنين كلوبيدوجيل بلافكس حاط تحت الجلد رقم ثلاثه داي بايريدامول. التكلوبيدين بقى له سموز ازاي؟ التكلوبيدين مش احنا عشان نكون سوم بس محتاجين بليتد وكوجيشن فاكتور. التكلوبيدين بيقلل بليتد. التكلوبيدين بيقلل بليتد سكريشن البون ما يفرزش بليتد فيقل السموز. حد فاهم حاجه؟ ماشي. التكلوبيدين بيقلل بليتد سكريشن. طب الداي بايريدامول ما عادش بنستخدمه ليه؟ اصل مشكله قوي. انا عندي هارت اهو وده كوناي في ستينوزس ده كوناي اهو ده واحد نورمال وده واحد في ستينوزس. ايه اللي بيحصل؟ الداي بايرول بيعمل حاجه غريبه قوي يشتغل اكتر على الهيلثي ارتري يروح على الهيلثي ده ووسعه فالدم كله يخش في مين؟ في الهيلثي فما عادش دم هيروح لمين؟ للستينوز الضيق ده يبقى انا سابت الدم وديته ده اسمها كوناي ستيل فينومينا. حد فاهم؟ اسمع التريتمنت كله هو جينا ميديكال ميكانيكال انترفينشن. قلنا الاكيوت اتاك عالجه ازاي؟ بالدريس سبلينجوال نايتريت صح؟ رقم اثنين ميكانيكال انترفينشن هو بيتا واحد كبش البيتا ايه؟ بالكوتينيوس ترانسلومنا بعملها امتى؟ لو انا قلت الناس اللي ورا اكسبت مين مش سامع ليفت مين الكورونا الكبش بعملها امتى؟ لو ثلاثه امور او كان ليفت مين الكورونا صح؟ طب بعد كده الميديكال رقم واحد نايتريت بلاش الاكشن مين هو؟ نايترو جليسين ايزوبيت مون ايزوبيت ده سايد افكت هيديك هايبوتنشن هتغلب على التوينس ازاي؟ ستارت ويز مينيم افكت جوز ويز نايتريت فري انتاج. طب بقى بيتا كالسيوم شانل مين هو؟ فيرمامين ده لازم نفيدم هو عامل سايد افكت مش هيدي مش معانا ولا ايه؟ استنى يا عم هنا السعوديه وهنا ايران مش عارف ايه الناس مش تبعنا خالص. مين هم سكايس تشاب لوكر؟ اسكتوا بقى ثاني. مين هم؟ لا والله اكيد يعني دول كانوا يعني دول انتوا قلتوا لهم الحصه وانا بحسب كل جول قولوا انتوا لوحدكم ما تقولوش انتوا فيرما من الواح و وعملوا بيبي سايد افكت هيك هايبوتنشن هارت فيلير كونستريشن و فيرما امام محمد حساب فيرما قديمه. طب بقى كابيتا بلوكر نان سيلكتيف 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 هو ثابت سيلكتيف اسمه ايه؟ سيلكتيف اسمه ايه؟ سيلكتيف انت انت بكره لا لا وصلني سؤالي سيلكتيف سيلكتيف انت بكره سيلكتيف محدش يقول قول مش فاكر ايوه انت اللبس ده حبيبي شكرا ماشي كمل الانتي بليتت اللبسه ساعه انتي بليتت من ايه؟ انا السؤال محدد دلوقتي انتي بليتت اسبل ماشي الجرعه
ماشي بعد تاني واحد مين؟ كلوبيرو جويل صح؟ ماشي اللي جنبك صباح الخير صباح الخير مش هنقول مع بعض تاني واحد يقول لوحده خلاص قرار هنخلص الساعة 8 3 دي كل واحد يقول لوحده قلت لعنة تلت أربعة من هما مع بعض كلمتي ما تراجعش اسفين طيب يا دامول تكلو جديد هخش الام واي هاخد بالظبط 10 دقايق ان شاء الله في الام واي مش هسال كله هنقول مع بعض مره ومره هسال بشكل شخصي لا مش سايبه ظروف خلاص اتفقنا عشان واضح ان الكوشه اللي بتتعمل بيها حدش بيجي يعني البوينت 3 4 احمد عامر واحمد عبد الحليم هو واحمد صبري قول يا احمد يا عم دي فيش بتاعه عندنا كده يا قول انا عايز اقول يمين اتيولوجي انس انت انس تعال جايني ها ايوه عايز صوتك زي قال السبلاي او زد اللي زي قال يزود الديماند اللي زود السبلاي عباي عباي كان متوقع السؤال كمان حاجه يا فندم ايوه كواليتي كوانتيتي او لو كايدك او صح مين لو كايدك او مش مشكلة لو كايدك او جميل يا اسماعيل وين اي جماعة فيه يا جماعة فيه بجد فيه مش مركزين ليه بجد اللي قبلوكم مركزين قبلوكم كتير ليه لا استنى عم نسمع الأسباب فيه لا بتكلم بجد فيه أنا عمال أعيد لي أنا صوتي بقالي 3 ساعات في الأنجوانة إيه فيجن إزاي المفروض إنك مذاكر أصلاً 5000 مرة أول السنة أنا مش محتاج إنك مذاكر صح دكتور دينا؟ صح رقم 2 المفروض ان انا عدت كام مره كل حاجه سمعتها كام مره تقدر تعد مثلا 4-5 مرات مرتين 3 ليه ما بتثبتش المعلومه عشان مركز الحصه يا نهار ركز قسما بالله ان انا اسال تاني اقسم بالله في الام اي كل واحد لوحده هقول مع بعض وهسال كل واحد لوحده وما هي مش هيجاوب انا ما يزعلش بتكلم بجد دلوقتي لا بتكلم انت مفهوم ده يسال ايه باين علينا مش اجسم لا انا اجسم هتشوف لا انا بجد انا رسمي مش عايز اشد عليكم قبل الام واي عشان مش انا قلت اشد هي مش هتنشن فقلت خليك بيس لا انت جيب اهو قايم بالواجب زي الفل منور اهو قلنا هاي كواليتي يعني هتقعد كبير اهو هسال ام واي ايه قصه الام واي؟ لا نستي مره ثانيه مرة قبل كده بس مش فاكر حاجه والله يعني ايه ما يا جماعه يعني ايه نركز احنا قلنا الكادياك مصر ركز بالله عليك بالله عليك ركز وحياه ربنا يعلم الله ان انا صوتي بطلعه ان انا يعني انا عارف انتوا اللي بيطلع روحه كده عشان يعلي صوته انا بعمل كده والله صوتي انا ما قادر اوصل لحد الباب ده عشان انتوا النهارده والله بخلصكم اقسم برب العزه بالليل عند ناس تحيا سعوديه لحد الساعه 3 الفجر بيصحصحوا بالليل نايمين طول النهار وبالليل ناخد والله تلاقي عن منهج الامتحان يهبلوني والله العظيم بقى كنت هضربهم اللي هو كل يوم كده حاجه فظيعه اجي الصبح الساعه 9 الصبح عين شمس بقى الساعه 10 نفس الحوار مفيش مايك وكا اكبر من دي عدم اكبر منكم شويه برضه حبك مرتين اجي بالليل السعوديين مستنيين فانا هموت وصوتي مش قادر يوصل لدعني وما كانش من امبارح اقسم بالله من امبارح من على 10 وعامل دايت باكل والله العظيم فيعني يا جدعان انا فعلا ما تعرفوش قد ايه بضغط على نفسي عشان اقول عشان اعلي صوتي وعشان اصحصحكم معايا بليز والله اكيد انتوا حاسين بالمعاناه اللي بعانيها دلوقتي ما بقاش كل ده وبعدين يجي حد كمان مش مركز يعني اقول انت ايه الديفينيشن بتاع ايه؟ مش ينفع يعني مش ينفع
طب انا ممكن اريح دماغي واريح حياتي على الحيطه اهو، واقف كده على جنب الحيطه كده، حاطط ايدي كده تمام، واقول لك بقى اسكت انجينا عباره عن ايه؟ الشيست احنا قلنا بقى ايه؟ عباره عن ايه؟ قلنا كلينيكال سنوما في شيست فين يا جماعه؟ دي تو امبالانس بتوين اوكسجين سبلاي اوكسجين نمونا. القلب الدم قليل شويه ده السبلاي، او العضله كبرت ده الدمون. الكيولوجي ممكن يكون زياده السبلاي او نصيب. يوم ما تحط حاجه سنتي كده وصوتي يبقى زي الفل وبيس والناس كلها تتشخر بقى جوه الكلام ده. طب ما سهله اعملها ايه؟ حد يجي يقول لي انت واقف ليه على بتاع ولا بتتعبش نفسك ليه؟ اكيد بس ده حاجه بيني وبينك ربنا والله. انا عايز اسلم حسن مستفيد بجد. انا والله العظيم انت لو مش هتطلع مستفيد انا عن نفسي مش هيلزمني الكورس ده. انا مش هيلزمني الكورس لو انت مش مستفيد. اصل انا يعني معلش يعني انا جاي الحصه دي ليه؟ انا عاوز افيدك انت واشوف النتيجه اللي بنعمله عليك. اذا ده مش هيتحقق يبقى حرام علينا احنا الاثنين، يبقى انت بتضيع وقتك وانا بضيع وقتي. دي الفكره. فاهمين حاجه؟ الكورس انا جاي كورس يبقى انا عاوز اقفل بطنه، ما حدش يجي عشان عاوز ينجح. اللي عاوز ينجح يعتبر نفسه ناجح. اضمنه ناجح، انت جاي تقفل بطنه فتركز. جاي ارتب انس جاي ارتب يا ريمو احنا قلنا ليه الكودك مصر يا جماعه صح؟ عندنا الهوت اهو وليه الكوني؟ اللي حصل في الانجينا كان حاجه سيمبل جدا، اللي في الانجينا كان الكوني مجرد ضيق بس ان في ستينوزس، فالدم كان بيوصل الكودك مصر بس اقل من الطريق قليل شويه، بس العضله كانت زي الفل ما ماتتش، العضله فيها اسكيميا يعني الكونتراكشن بتاعها اقل شويه بس مش ماتت. ليه؟ في دم بيوصل للمصر. اللي حصل في الام اي بقى مش مجرد اسيوما، قلنا كان في اسيوما وبعدين حصل لها فيشنج وكافين شقات كده اتكون عليها سومبس، حصل سومبوز اون توب اوف اسيو سكيلوز، مفيش ولا نقطه دم وصل كارديك مصر. العضله يحصل لها نيكوز، نيكوزس في المايوكارديوم بسميه مايو نيكوزس صح؟ يبقى يعني ده حصل له ايه؟ الارتي اتقفل خالص، ها؟ حصل له اسكيميا كومبليت. الارتي اتقفل اسكيميا بس اتقفل ازاي؟ سادن وكومبليت تماما وبريزيستنت اتقفل خالص، فادى الى نيكوز في المايوكارديوم، سميته مايوكارديا انفاركشن صح ولا لا؟ لان المايوكارديوم هو اللي حصل فيه انفاركشن. يبقى ديفيشن عباره عن ايه؟ العضله دي حصل لها نيكوز صح؟ هقول كده عباره عن اسكيميا ادت الى نيكوز صح؟ اسكيميك نيكوز اوف كاردياك ماسل ليه؟ ديو تو سادن كومبليت بريزيستنت اوكلوجن اوف اتس بلاد سبلاي صعبه؟ ديفينيشن عباره عن ايه؟ قلت اسكيميك نيكوزس اوف كارديك ماسل ليه؟ يو تو سادن كومبليت بيرزيستنت اوكلوجن اوف اتس بلاد سبلاي. الارتي اتقفل تماما، اتقفل فجاه سادن وكومبليت مش هيفتح لما اخش انا افتحه بالاستار، غير كده لا صح ولا لا؟ الريتيولوجي قلنا ايه؟ قلنا الفيجن حاجات سهله جدا، نفس اسباب الانجينا، هزود مين بقى الانجينا؟ هزود حاجه اسمها ايه؟ سومبوزس اون توب اوف اسيوسكيلوز بس كده، ان هناك كان اسيوما بس كان مضايقها الارتي، هنا لا اسيوما وعليها سوم بس سميناها سومبوز اون توب اوف اسيوسكيلوز. طب هنا ده يجي من مثلا بتاع تران كان هو الحته دي بعد شويه، الديفينيشن قلت ايه؟ كلينيكال سنوما اوف تشست بين ليه؟ قلنا سكيميك نيكوز اوف كارديك ماسل ليه؟ يو تو سادن كومبليت بيرزيستنت اوكلوجن اوف اتس بلاد سبلاي. نفس الكلام زودت مين؟ سومبوز وانت ده اهم كوز وانت افاسيس كلوز. لازم الحل عندي ابدا وعالب از ايرلي از بوسيبل. لو انت اتاخرت عن 24 ساعه ودخلت بالقسطره مش هتلاقي السوم بس ليه؟ ما هتكون دابت بالفايبينو ليتك سيستم. واحد طب ما حلو اهي ما هدوك، طب ما نسيبها ما تدوك، هيكون العضله ماتت صح ولا لا؟ والراجل نفسه هيكون هاجي خلاص صح ولا لا؟ طب ايه التايبس؟ ايه انواع الام اي؟ عندنا كذا نوع، حاجه اسمها سب ترانس ميور ام، حاجه اسمها ترانس سب اندوكارديال، وحاجه اسمها ترانس ميور. السب اندوكارديال ام اي والترانس ميور نوع ايه؟ السب اندوكارديال ازاي؟ مش احنا قلنا هسال اه؟ مش احنا قلنا معظم الكوانا الموجوده هنا في السب اندوكارديال لير؟ لو حصل اسكيميا هنا في السب اندوكارديال لير دي كده في الحته دي ده سب اندوكارديال تحت الاندوكارديال على طول، والنوع الثاني ترانس ميور يعني ايه؟ الاسكيميا خلت الول كله كده بالشكل ده كده، ده اسمه ترانس ميور. بالعقل والمنطق حضرتك شايف مين اخطر فيهم؟ مين الوحش؟ اكيد ده وحش جدا، ده سب اندوكارديال يعني اولا عضله القلب لسه كويسه فممكن يحصل كونتاكشن صح ولا لا؟ ثانيا انه خد حته في جوه بس فصعب انه يحصل ربشه، ده هيربشه كده صعبه. ثالثا انه ما وصلش البريكارديوم، دي حاجه مهمه هقول لك ليه دلوقتي، لكن ده خطير جدا. ليه؟ اصل دخل الول كله في العضله التكت مش هيحصل هيحصل فيلا بسرعه. طب وده الول كله فكله بقى نيكوز وضعيف ممكن يحصل مايوكارديال ربشر، ده وصل البيريكارديوم، وطالما وصل البيريكارديوم يعني حصل بيريكاردايتس ولا لا؟ ما حته ماتت طلعت مديوتي وعملت هنا بيريكاردايتس، واللي عنده بيريكاردايتس ده يعني البيريكارديوم ضعيف قوي فالكبيره تبقى ضعيفه، لو اديته سومبوليتك سيرفي عشان يدوم بالجلطه سومبوليتك يعمل ايه؟ ينزف في البيريكارديوم يحصل حاجه اسمها هيموراجيك بيريكارديال انفيوجن. لكن ده ما وصلش البيريكارديوم اديله سومبوليتك سيرفي وانا مطمن مش خايف. حد فاهم؟ يعني ده
على طول اي دكتور امتياز يعالجه، لكن ده محتاج قسطرة عشان مش هينفع معاه السومبوليتي. حد فاهم؟ يبقى نوعين من هما، قلت يا اما سب اندوكارديال يا اما ترانسفيوجن. طب وبعدين ايه اللي بيحصل كمان؟ السب اندوكارديال ده مش الحته دي هي الاسكيميك يا جماعه اهي صح؟ الكهرباء هتمشي منين؟ لو ليه هنا؟ قلت من الهيلث لمين؟ الاسكيميك. من الهيلث الاسكيميك يعني يعمل ايه في الاس تي سيجمنت؟ هتبقى ديبريس زي الانجاينا صح ولا لا؟ يبقى ده كل اللي عنده السب اندوكارديال ديبريس الاس تي والفيرتي تويل. لكن ده بقى الهول كله التافه كده اهو، ده كده التافه. الكهرباء هتمشي ازاي كده؟ من الهيلثي للديزيز، ومن الهيلثي للديزيز. دي يعمل ايه في الليدز؟ يقرب ولا يبعد الكهرباء؟ بتقرب، يدينا اس تي اليفيشن. حد فاهم حاجه؟ فده للترانسميون خد الهول كله واخد كل حاجه بزياده. ترانسميون واس تي اليفيشن. حد فاهم حاجه؟ ومع حاجه اسمها باثولوجي تركيب هشرحها بعد شويه. لكن ده نادر اللي هو سب اندوكارديال، ده حته صغيره سب اندوكارديال ومع اس تي ديبريشن زي الارجن. حد فاهم؟ يبقى انا عندي سب اندوكارديال هو شبه الانجين في كل حاجه، النوع الثاني خد الهول ترانس ميول فمعاه كل حاجه، خد الهول كله واس تي ديبريشن. مين الاخطر؟ قلنا ده وحش جدا ده، عشان كده ده اسمه اس تي ليفيتر ام اي ستيم. اس تي ليفيتر ام اي ده اسمه ايه؟ نون اس تي نون ستيم. اول ما تشخص حاله ام اي النابس السنيور بتاعك يتمنى انها تكون ايه؟ نون ستيم. ده بيقول لك ان ده سومبوليتك ويمشي، لكن لو ده محتاج اسطر. فالنبي بيسالك يا دكتور شخص حاله ام اي، يقول لك ستيم ولا نون ستيم؟ قلت له ستيم نون ستيم، يقول لك هات عندها هتو سومبوليتك. قلت له ستيم، يقول لك لا لازم سيستم مساعد يجي عشان يدخله الاسطر عشان القصه دي. حد فاهم حاجه؟ ستيم تفرق ستيم ولا ستيم. ايه الكلينيكال بيكتشر يا احمد يا عامر؟ دكتور لازم اسال على الاس يو اللي خرج الانزيم ده صح؟ اه طبعا. طبعا كده الكلينيكال بيكتشر قلنا كلمه واحده، ايه هي؟ شيست بين. هناك كان شيست بين وبس صح، هنا شيست بين بس العضله ماتت. فلو عضله ماتت ممكن يحصل هارت فيلر صح، ممكن يابشر. يعني في كومبليكيشن ولا لا؟ معاه كومبليكيشن. احنا بناخد الام اي اصلا عشان ناخد الكومبليكيشن بتاعته صح. ايه مواصفات الشيست بين؟ زي بتاع الانجينا ولا لا؟ مش هي سكينيا في الهارت صح؟ يبقى سبب الانجينا نفس المكان ونفس الريديشن وكل حاجه، بس فيها شويه زيادات. شيست بين هناك بسبب لاكتيك اسيد بس، هنا لاكتيك اسيد وعضله ماتت صح؟ يبقى الالم ده شد شويه. مو ثلاث حاجات، رقم واحد مو سيفي، رقم اثنين مو بوران جدا مو راديتنج. ثلاث حاجات مو هم مو سيفي ليه؟ لان عضله ميته، بنسميه كراشنج بين. الم اشد يقول لك حاسس ان في سكاكين بتقطع في قلبي، كراشنج بين. رقم اثنين مو بوران يطول، الانجينا كانت خمس دقايق لكن ده ضغط قفل الهارت مش هتفك، يخش يشيلها يموت، يقول لك خمس ست ساعات. حد فاهم؟ مو بوران جدا. رقم ثلاثة مو ديتنج، ده حتة ميتة فممكن يسمها في أماكن أكبر زي الجاستريك إيريا مثلا. حد فاهم؟ يبقى تاني كلمة يا باشا شيست بين ماله مو إيه؟ مو سيفير مو لونج مو ديتنج. وبعدين الأنجينيكا بتيجي بالإكسرسايز والبتاع، لكن تيجي بالإكسرسايز لا، ده حاجتين نوت بقى إيه؟ نوت ريليتد تو بريسيبيتيتنج فاكتور، نوت ريليتد باي ريست وسب لينجواليتي. التاني نوت ريليتد تو بريسيبيتيتنج فاكتور ونوت ريليتد باي ريست او سبلينجوال نايتريت. يعني ايه؟ مش مرتبط بالبريسيبيتيتنج فاكتور، مش عشان اعمل اكسرسايز هتيجي اتاك لا، ده انا عندي كورونا اهو واتكون فيها سيوما اتكون عليها سومبس، اكيد الاكسرسايز مش هيجيب سومبس يعني. ده بالعكس لو عندنا تيجي الاكسرسايز ده بيجي اصلا وهو نايم. ليه؟ اصلا ده سومبس وهو نايم على الساعه 4 الفجر يكون حصل استاجنيشن وزاد حصل هايبر فيسكوستي في البلاد، فلما يحصل استاجنيشن في الدم بالليل يروح متكون هنا السومبس. يجيلك الساعة 4 اشمعنى؟ عشان الكورتيزون عالي بيعلي الضغط بالليل وبيزود البلد تاكي كاريا وهو الكاتيكولامين بالليل الفجر كده، وعشان كمان بالليل بيحصل استجنيشن. عشان كده الدول الاجنبية دلوقتي بيصحوا الناس الساعة 4 الفجر يقولهم ايه؟ ومن الساعة 4 انا شوية اكسرسايز شبه الصلاة. ليه؟ عشان يحرك السيركيشن فما يحصلوش ثرومبوز. عشان كده الناس اللي بتصلي الفجر في ميعاده ورول وبيتحركوا رول ما يحصلهمش، نادر قوي ما يحصلهمش كيميكال. حد فاهم؟ يبقى ماله؟ قلت نوت ريليتد تو بريسيبيتيتنج فاكتور وكمان نوت ريليتد باي ريست او سابلينجول. الانجينا كانت تاكي كارديا فلو ارتاح يخف، لكن ده ثرومبوس. هل لو قعد ارتاح هيخف؟ هل لو ادينا تريت هيخف؟ لا ما يخفش. خلصنا؟ يبقى لك انت بكشر شيست بين معاكم بريفيشن. ايه البين ده قلنا ايه؟ مور ايه؟ مور سي في مور لونج مور نوت ريليتد باي ريست نوت ريليتد باي ريست نوت ريليتد باي ريست او سابلينجول. طب ايه الديفينيشن قلنا ايه؟ ischemic necrosis of cardiac muscle. ليه؟ due to sudden complete persistent occlusion principle support. طب انا بدرس الام اي ليه؟ عشان الكومبليكيشن لازم تيجي في الامتحان. ايه الكومبليكيشن بتاعت الام اي؟ يا اما ايه الكومبليكيشن يا اما ليه؟ بينا بالظبط 12 دقيقه، يا اما ايه يا اما ليه الكومبليكيشن، عشان كل اللي جاي اصلا بقى الكومبليكيشن وبس. ليه؟ والكوشن انا قلتها على فكره، قلتها في الاول هتشوف دلوقتي. الانفستيجيشن زي الانجينا هنزود حته اسمها كارديو كازان وتيجي تقريبا زي الانجينا.
خلاص ايه ايه الكومبليكيشن ايه اللي يعني بتحصل في نفس اليوم بتاع الام ار تقريبا او ثاني يوم بالكثير، لكن اللي بتحصل بعده بثلاث اسابيع او شهر ايه ايه الكومبليكيشن او كم واحد يحصل شوك، وانتوا عارفين الشوك مين هي؟ يا اما كارديوجينيك شوك يا اما نيوجينيك شوك. النيوجينيك تحصل ليه؟ لو البنش يد ولا قليل ولا لو سيفير بين صح هيعمل فيجل استيموليشن. اللي شغال عنده الفيجل ده المفروض لو عندك شوك يعني عندك هايبوتنشن ولا لا، المفروض حسب ميز لو عندك هايبوتنشن يحصل لك انفلكس تيك، بس هنا الفيجل شغال يحصل لك كبادي، فعنده هايبوتنشن وكلينيكال بيكشر وبادي كارديو. اصلحها ازاي؟ قلت لي حلوه قوي. ليه؟ هي حصل سببها السيفير بيه ضيع البنت خف الشغل، هدي له مين؟ هدي له مورفين هيبقى زي الفل صح او بسيدين جود بوز. تاني نيوجينيك شوك حصلت ليه؟ قلنا سيفير بين ادى الى فيجل ستيموليشن، الالم بتاع الام اتش دي يشغل الفيجل، الفيجل يعمل لك ايه؟ فازو دايلتيشن يعني هايبوتنشن وبادي كارديو، هايبوتنشن وبادي حصلت بسبب البين يبقى علاجها مورفين، او مش هي حصلت بسبب الفيجل ممكن ادي باور سمباسوليتيك صح؟ اودي سمباسو ميميتكس اودي موفين او بسيدي صح بود بروجنوز بتخف زي الفل ما فيهاش مشكله. النوع الثاني كان مين بقى الوحشه دي؟ الكارديوجينيك شوك جت لوحدها في الامتحان اسمها قبل كده، قلنا معناها ايه؟ قلنا معناها ان معظم الهارت مات، حصل ماسيف انفكشن، مات اكتر من 40% من الكاردياك ماسل، لو مات معظم القلب هل هادي يقدر يضخ الدم ثاني؟ حصل بامب فيلير مش قادر يضخ، ولما حصل بامب فيلير يعني الدم بقى كونجستد هنا صح؟ ده ما يعرفش يفضي هنا يحصل بالمونري ايديمو. حد فاهم حاجه؟ يبقى الكارديوجينيك معظم القلب مات يعني ايه؟ حصل ماسيف انفكشن صح؟ اكتر من 40% في حاله الكارديوك ماسل قد هنا سيفير بامب فيلير اند بالمونري ايديمو صعبه؟ الكلينيكال بيكشر شوك يعني هايبو ولا هايبرتنشن؟ هايبوتنشن معاها فليكس تاك هيحاول يسرع بس هيبقى ضعيف تاك الكارديو. عالجها ازاي بقى؟ التريتمنت بتاعها مش دي كارديوجينيك شوك يعني الهارت نفسه مش قادر يكونتراكت ومعاها بالمونري ايديمو، عالج بالمونري ايديمو ولا لا؟ عارف ازاي بعالج اللي بقول دي ثلاثه دي هي ديجيتاليس صح ودايريتكس ودايليتو فاس دايليتو. يبقى ثاني حاجه عارف ازاي تريتمنت بالمونيا قديمه بمين ديجيتاليس عشان تطول من ده كده شويه يفضي الدم ودايريتك انزل ميه من اللنج فما كونجست وفاس دايليتو افتح طريق قدام القلب. وعالج ازاي ثاني؟ المفروض ان دلوقتي الكارديك مصر معظمها ميت صح 40% فما فوق فمش قادر كونتراكت صح ولا لا؟ طالما الهارت عنده بامب فيلير ومش قادر كونتراكت يعني كميه الدم اللي بتطلع هنا قليله ولا كتير؟ انا قلت عشان الدم اللي هنا ده يوصل للتشو لازم البشر هنا يكون حلو، لو البشر هنا حلو هيوزع على كل مكان، لكن لو في ماسيف انفكشن مش قادر يضخ بدل ما يطلع هنا لتر بيطلع هنا كام؟ 10 سم كده هيلقوا ولا لا؟ مفيش حاجه واصله للبين يحصل له بين دمج، مفيش حاجه واصله للكورونال فيحصل اكستنشن اوف انفكشن. حد يزيد؟ حد فاهم حاجه؟ طب والحل ايه؟ انا عاوز استغل ال 10 سم اللي مش هما بيلقوا في الكورونال، عاوز احط حاجه تزود البريشر في الكورنري، اخش بالاستار من فيمون واخش كده واحط هنا بالونه كده بلونه، تعمل ايه البالونه دي؟ اهي تبقى هي مهويه كده، الهارت كونتراكت هي تهوي فالدم يطلع 10 سم مثلا، قفل البلف او هنفخ البالونه. البالونه لما انفخها هعمل ايه؟ هعلي هنا البريشر صح؟ فالدم يتضغط ويمشي بالعافيه لمين؟ للبرين، للكدني، للكورنري، فامنع الاكستنشن اوف انفكشن. حد فاهمها؟ اسمها انت اورتك بالون. كاونتر بالسيشن يعني كاونتر عكس الهارت، هو بيكونتراكت هي تفضي، تفضي ليه؟ عشان هو ضعيف بفتح طريق قدامه، هو بيكونتراكت هي تهوي بعد كده هو يريلاكس هي تبدا. حد فاهم حاجه؟ يبقى العلاج ايه؟ بعالج البالمونه دي بعمل حاجه اسمها ميكانيكال اسيست ديفايس. ايه الميكانيكال اسيست ديفايس؟ حاجه اسمها انت اورتك بالون، بالون جوه الاورتك الناس بتصعب اسمها ليه؟ اسمها سهل انت اورتك بالون مالها بقى عكس القلب كاونتر بالسيشن. خلصنا؟ ما افرحش قوي لما اشخص حاله كارديوجينيك شوك لان شخص حاله كارديوجينيك شوك ده خلاص ده واحده هبل. ليه؟ اصل مفيش حاجه اسمها كارديوجينيك شوك ده يعني مات ده مات ماشي؟ مورتاليتي فيه حوالي 80% فما فوق، هنا في مصر 100% يعني ماشي؟ لان ده عاوز ترانسبلانتيشن. خلصنا؟ يبقى رقم واحد الناس اللي جالها صداع شوك يا عباد ايه هي الشوك؟ وحصلت نيوجينيك مع بعض قلت نيوجينيك حسب سبب سيفير بين قد ايه؟ هايبوتنشن وبعد عليها بيه مورفين. والكارديوجينيك حصلت ازاي؟ ماسيف انفكشن اكتر من 40% من الكارد قد ايه؟ سيفير بامب فيلير وبالمونا قديمة. كلينيكال بيكشر هايبوتنشن و تاك علاجها ازاي؟ عالج البالمونا قديمة و انت اورتك بان كاونتر بالسيشن صح ولا لا يا دكتور دينا؟ انت دلوقتي حجزت حاله ام ار جت المس وانت رايح تشوف تاني حاله تانيه جنبها كده كان عندها شويه اكني وسبت الام ار صح؟ جت المس يا دكتور يا دكتور سيبك من الست اللي عندها اكني تعالى عندها الام ار رحت تشوفها الدكتور حاله دخلت في شوك
وانت رحلة عمال تفكر تقول ايه؟ يا رب تكون مين؟ يا رب ما تكونش مين؟ يا رب تكون نيوجينيك ما تكونش؟ اول ما تروح تمسك الباص لقيتها تاجي بادي كارديا عنده بقى زي الفل، تديله مورفين وشيلوك على عناقه ويمشيلك المستشفى ساعة تزغلول، صح ولا لا؟ طب لو كارديوجينيك؟ قلت لهم بحاجين بقى صح؟ اقعد بعدك كده جنب المستشفى وصور كده تحت العربيات، ليه؟ خلاص انت اصلا هم ما كنتش تموت تحت العربيات هم هيموتوك، فهو الموضوع حد يعني، فهو نفسك وخلاص. يبقى رقم واحد كارديوجينيك او رقم اثنين يحصل ايه كمان؟ رقم اثنين في العيال يكون يحصل حاجه اسمها اكيوت هارت فيلير رايت او ليفت سايد. ازاي؟ مش احنا قلنا لو حته ماتت من القلب يا جماعه حته كبيره هل هيقدر يكون تراك؟ فهيقل الكارديك. لو حصل في الليفت يبقى لسه هارت فيلير، لو حصل في الرايت واحنا هنعرف ده ازاي؟ نعرف ده ازاي صح؟ هنا ديزنا وهنا كونتكست النيك فين. يبقى ده ممكن يحصل ليفت سايد لو حصل هنا انفكشن، ورايت سايد لو هنا انفكشن، وممكن يحصل رايت سايد هارت فيلير لو حصل انفكشن في الليفت سايد. ما هنا هيبقى هناك كونجست لو حصل فيه انفكشن هيسمع في مين؟ في اللاند هتسمع في ده صح ولا لا؟ يبقى ممكن يحصل ايه؟ صح؟ ممكن يحصل رايت سايد اون توب اوف ليفت سايد. يبقى هيحصل بس المفروض احنا متعودين لما نشوف حاله هارت فيلير بلا الهارت حجمه كبير، اصل هارت فيلير الهارت مش قادر يكون تراك فمليان دم تلاقيه كونجست كده حجمه كبير كده، تلاقي عنده حاجه اسمها كارديوميجالي صح ولا لا؟ لانه عمال يعبي على مدار سنين دايليتد هنا لحق يكبر القلب ده لسه الفانكشن دلوقتي فتلاقي السايز بتاعه نورمال. بص في الاكسيلت ايه عند القلب نورمال هو عنده هارت فيلر لازم الايكول يقول لك هو بيطلع قد ايه. حد فاهم حاجه؟ يبقى عنده اكيوت هارت فيلر ويز نورمال هارت سايز صعبه. يبقى رقم واحد شوك، رقم اثنين اكيوت هارت فيلر ويز نورمال هارت سايز، رقم ثلاثه يحصل ايه كمان؟ رقم ثلاثه يحصل اريزمي عارفينها صح؟ قلنا يحصل اول تايبس اوف اريزمي سبيشالي فيتاكو هارت بلوك. قلتهم قلت يا جماعه لو حصل هنا في البند في الايف نود يحصل هارت بلوك، لو اتقفل الحته دي كلها ده مش منظر هارت يعني. قلنا لو حصل انفكشن في الايف نود يحصل له بادي كارد هارت بلوك او حاجه اسمها ليفت بندل او رايت بندل قلناها في الاول صح؟ قلنا لو حته ماتت في القلب وعمال تطلع ميديتور تريدت الحته اللي حواليها اريتيشن بقت هايبر اكسايتبل تشتغل كالكتوريك فوكس تسرع البند تلاقي حاجه اسمها في تاك. قلت ايه يا اشكره؟ لان الفض يموت. حد فاهم؟ يبقى كل انواع اختارهم في تاك وهارت بلوك. بعد كده يحصل مين بقى؟ يحصل حاجه اسمها مايوكارديال ابشر. اسمها ايه؟ مايوكارديال ابشر. يعني مايوكارديال ابشر سهله جدا، تعال نشوفها بسرعه. ايه المايوكارديال ابشر؟ احنا عندنا الهارت اهو صح؟ وده السيبتم في النص. لو واحد حصل له انفكشن هنا في السيبتم الحته دي اللي ماتت بقت قويه ولا ضعيفه؟ ويك جدا. نيكوز ممكن مع الكونتاكشن يحصل لها ابشر بقى عنده ديفكت في السيبتم. اسمه ايه ده؟ فينتريكولار سيبتال في اس دي سيبتال ديفكت. احنا متعودين ان تحصل دي كونجينيتال لكن ده جاله ايه؟ اكواير. عدد الحالات اللي حصلها كده حوالي 30 حاله في القصر العيني كلهم ماتوا اكواير في 3. حله ايه؟ اعمل له سيرجيكال كوركشن عشان يبقى لابسه بالتريتمنت. يا اما اخيط دول في بعض صح؟ يا اما اعمل ايه؟ يا اما اجيب حته سكيلت المصل واحطها هنا. حلو السكيلت المصل وحشه ليه؟ هيحصل لها فتيج. لو انت شغال 70 سنه بيحصل لها فتيج. كم مصر حصل فتيج؟ زمان قالوا هنعالج الهارت فيلر ازاي؟ شدوا عضله اسمها تيزمس دوساج لفوها على الهارت كده تيزمس دوساج لفوها على الهارت وصلوها بس ينود تدي امس العضله تنقبض حوالين القلب فيشتغل. بعد ساعه ونص وقفت ليه حصل لها فتيج؟ حد فاهم؟ يبقى رقم واحد اكواد بي 3 لو رابشر السبتم. رقم اثنين لو رابشر الهول، لو الهول هو اللي رابشر انفكشن هنا ودي رابشرت مش الدم هيطلع من هنا لهنا بره؟ هيملى الدم من بره صح؟ يضغط على القلب اسمها ايه؟ تامبونات. اللي عنده تامبونات هعرفه ازاي التامبونات ده؟ رقم واحد هسمع الهارت ساوند مش هعرف اسمع دم كتير قوي هلاقي عنده ويك اند ديستنت هارت ساوند. رقم اثنين اللي عنده تامبونات ده اعمل اي سي جي ما يبانش، المفروض يبقى الويف باينه كده، هنا الويف ضعيفه قوي كده مش باينه. ليه؟ ليه الويف مش باينه؟ عشان في ميه عازل اسمها لو فولتج اي سي جي كهربته ضعيفه لو فولتج. يبقى ايه تاني؟ ما يقعد الابشر لا يبشر السبتم اكوايرد بي 3 يبشر الول كاردياك تامبونات. رقم ثلاثه قلنا الميتال فالف بيقفل بيحصلوش جيج ليه؟ عشان بابيليا مصل صح؟ لو حصل انفكشن في البابيليا مصل خلاص يحصل لها ديسفانكشن فيحصل له ميتال جيج اكيوت ميتال جيج صح؟ يبقى ما يقعد الابشر ثلاث حاجات مين هم؟ لو حصل الابشر للسبتم يؤدي الى اكوايرد بي 3، لو حصل ابشر الول يعمل كاردياك تامبونات، لو حصل شيء بابيلا المصري يعمل ماي اكيوت مايتال ايجيش. لازم اعالج الثلاثه في 3 سيرجيكال بونش صح؟ ماي كارديال ابشر ده خلاص. طب بابيلا المصري اعمل فالف ريبليسمنت، المايتال ايجيش اعمل له ايه؟ فالف ريبليسمنت، اغير الفالف بقى احط ميتاليك فالف ولا حاجه. طيب ايه المشكله ثاني؟ يقول لك سؤال ايه تمام مش هنا حصل اكيوت مايتال ايجيش؟ يعني فجاه ما كانش عنده ايجيش. يعني حصل جلطه بعدها بساعه بقى عنده مايتال ايجيش. يقول لك ايه اللي يعمل اكيوت مايتال ايجيش؟ فجاه. ايه اللي يعمل؟ كلمه ام ار. اللي هي مين ام اي دي؟ اللي هي مين؟ مايوكارديال انفكشن. والام الثانيه مارفان سندروم والاي انفكتيف اندوكاردايتس. المايوكارديال انفكشن لسه قايل لها مايتال جيش. المارفان عنده ويكنس في الالاستيك تيشو ممكن بسرعه قوي البابيلا تابشر.
طب انفكتيف اندوكاردايتس، الانفكتيف عنده فيجيتيشن على الفالف، بالفيجيتيشن فيها توكسين ممكن تعمل لابشر او دامج للفالف فجاه. اخر حاجه يحصل له ايه؟ يحصل له حاجه اسمها دراي فيريكاردايتس. يعني ايه دراي فيريكاردايتس؟ مش احنا قلنا لو حته ماتت من القلب الميوكارديوم مات مش هيحصل انفلاميشن في البريكارديوم؟ ليه؟ عشان في انفلاماتوري في ميدييتور هنا عمال تيريتيت ده تطلع وتيريتيت صح؟ فهيبقى يحصل له ايريتيشن فيحصل له دراي فيريكاردايتس. ساعات نقول ايه؟ نقول ان البريكارديوم تعاطف مع الميوكارديوم. انا قاعد هنا او جاي الناحيه الثانيه حصل عنه مشكله لازم ازعل معاه صح؟ بنقول از ابوت اوف سيمباسي، بس ده حاجه مش منطقيه. هو الميديتور عمل تيريتيشن الحته دي فحصل بريكاردايتس. لو حصل بريكاردايتس واستخدمت سوم بوليتكس هيبقى يحصل له هيمواجيك بريكاردايتس صح؟ يبقى الدراي بريكاردايتس تؤدي الى ديفلوب مي ديفلوب هيمواجيك افيوجن والسوم بوليتكس. اخر حاجه يحصل له صار الناس ليه بسبب كل اللي فات صعبه. اسمع ليه الكومبليكيشن هي بنلخصها في ايه؟ بنقول القلب بيتكلم. القلب واحد عمال يقول على قلبه يقول انا قلبي ده عظيم افظع قلب حليب ما فيش زيه في الدنيا، عمال يقول عليه. قلبه قال له يا عم اسكت بقى كفايه. قال له ايه؟ قال له كده، قال ما تقولش عليه، قال له كفايه قرر عليا ده انت اللي فشلتني اديتني الشك في قلبي وفجاه قتلتني. قال له ايه؟ قال له كفايه قرر عليا ده انت اللي فشلتني اديتني الشك في قلبي. كفايه قرر اللي هي مين؟ أرزمية. خلي بالك الناس حلوها سيرفات وقبلها كده بالتحشيشه. أرزمية يوم الامتحان ده عندك 15000 كتاب اصلا ما انتش فاكر الكارد ده كان في الاي ان تي ولا في راما. يبقى رقم واحد أرزمية، رقم اتنين ده انت اللي فشلتني. يعني مين اللي بيتكلم الهارت؟ يعني حصل له اكيد هارت فيلير. اديتني الشك في الشك اليمين كارديجيك، اديتني الشك في قلبي ففرقعته وفجاه قتلتني. لما ياخد شك في قلبه لازم يفرقع يا جماعه، شك في قلبه كده ففرقعته مايوكاردي لابشر فجاه قتلتني حصل له صار الناس بسبب اللي فات كله. خلصنا؟ خلص. اسمع هيقولوا بقول انت حشيه تاني وهي مش محتاجه خلاص هي ذكيه زي ما هي. اسمع احنا قلنا ايه؟ اللي يحتاج تحشيه تعملها مش محتاج زي ما هو. انا قلت انت ايه الكومبليكيشن؟ رقم واحد قلنا مين؟ ايه الكومبليكيشن؟ ليه الكومبليكيشن؟ ايه اللي؟ قلنا رقم واحد شوك يا اما كارديوجينيك يا اما نيوجينيك. النيوجينيك حصلت ليه؟ قلنا سي في بين ادى الى فيجر يعني هاي بوتنشال بديكال يعالج مورفين. طب النيوجينيك قلنا الكارديو ماسيف انفاكشن اكتر من 40% ادى الى سي في بامل فيلير وبالمونال. الكلينيكا بيكشر هاي بوتنشال واه تلك علاجه عالج البالمونال دي واه انت اوتك بالمون. رقم اثنين اكيوت هارت فيلير ويز نورمال هارت سايز. رقم ثلاثة في أريزمي أول تايبس سبيشالي في تاك هارت بلوك. رقم أربعة مين كمان؟ درايف الكارديس وماي كارد الأفشار. لو شا السيبتوم يعمل أكواز في السري الول يعمل كارديك تامبونات. البابليا مصر تعمل أكيوت صاد الناس بسبب كل اللي فات. إيه اللي ياخد دقيقة واحدة اللي تدول لهم كلمتين بس؟ إيه اللي كومبليكيشن؟ حاجة اسمها بوست انفاكشن سندوم. اسمها إيه؟ بوست انفاكشن سندوم. وحاجة اسمها بوست انفاكشن انجاين. إيه البوست انفاكشن سندوم؟ البوست انفكشن اسمها الثاني ايه؟ الدريزلر سندوم. الدريزلر ايه الدريزلر سندوم يا جماعه؟ خلي بالكم احنا بدانا النهارده ساعه متاخر عشان الامتحان. شوف احنا بنقول ايه ده؟ انت قلت الحصه هتخلص الساعه 8 وانت هتخلص الساعه 9 ونص. احنا بدانا الساعه 5 صح ولا لا؟ صح. واللي قبلكم بقى الساعه 2 عشان كانوا بيمتحنوا واحده كانوا بيمتحنوا برضه. بعد كده نعمل حصه للامتحان الساعه 7 الصبح. هتيجي تمتحن واللي مش هيجي خلاص عادي. مش كده بس خدت قوي ده زهقان خلاص يبقى كده عادي يعني. ما هو كلنا عارف مصلحه الناس مش صغيرين يعني ناس كبار. البوست انفكشن سندروم اسمها جريزلر. اللي خرج الجريزلر ده قال ايه بقى؟ قال بصوا يا جماعه احنا عندنا ثلاثه انتي في جسمنا الاميون سيستم. ثلاثه انتي الاميون سيستم يحمي العمر ما شافهم ولو شافهم يكون لهم انتي بودي. ايه هم؟ الاي والهارت والتستكل. فلو حته ماتت في القلب لو حته حصل لها انفكشن مش بقت نيكوزد خلاص؟ لما بقت نيكوز اولا الاستراكشر بتاعها اتغير، البروتين شكله اتغير يا دكتوره دينا صح ولا لا؟ شكله اتغير فالجسم يبدا يتفاعل معاه، وحته من البروتين ده هتمشي في الدم، الاميون سيستم يشوفها، الاميون سيستم يشوفها يبعت لها انتي بودي، يبقى لو حته ماتت في القلب شكلها اتغير، الاميون سيستم يكون لها انتي بودي، الانتي بودي هيهاجم الحته دي هيهاجمها واللي حواليها او اللي شبهها، هيجي رقم واحد انتي بودي يضرب البريكارديوم هنا يعمل ايه؟ يعمل بيريكاردايتس، يضرب اللي جنبه البلوره يعمل بلوسي، اللنج يعمل نيومونيا ولا نيومونايتس؟ انفكشن نيومونيا انفلاميشن نيومونايت صح. ولما الحته دي حصل لها نيكوزس مش طلعت بايوجين الباشو تشغل مين هيت الجريتنج ستة تعمل شويه فيفر صعبه. يبقى رقم واحد جت لوحدها كيس قبل كده على فكره عند الولاد 2014
دكتور اللي عملها في الجامعه 2014 جاب له تاني كان هو بيحط دول سنه ثانيه قال لهم ايه؟ قال لهم واحد كان عنده ام اي هو افتر 4 ويكس جاله ايه؟ جاله ستيتشنج بين مش عارف ايه حاجات كده وفيفا ومش عارف ايه واتس يور دايجنوز وتريتمنت تقول له ايه بقى؟ بوست انفكشن سندوم او ديز لار سندوم عباره عن ايه؟ اوتو ميون ولا لا؟ اوتو ميون فينومينا اجينست نيكوتيك تيش تحصل بعد قد ايه؟ بعد شهر ويزن 4 ويكس ويحصل فيها اربع حاجات بعدها اربع اسابيع واربع حاجات الاربعه بحرف البي من هم بيلوز بيلكاردايتس نيومونايتس فيبر نيومونايتس يعني عاوز انتي بيوتيك ولا امينو سبريسيف اوتو اميون علاج هادي النسائر ومين كمان وكورتيزون صعبه امينو سبريسيف ضرب يبقى تاني اسمع ديزل عباره عن ايه اوتو اميون فيهم لاجينست نيكوتيك صح تحصل وزن فوق ويكس يحصل اربع حاجات من هم بيلوز بيلكاردايتس نيومونايتس علاجها ازاي النسائر كورتيزون رقم 2 بوست انفكشن انجاينا تحصل ازاي البوست انفكشن يعني كان عنده انفكشن وبعدها جاله انجاينا ليه هو الراجل ده جاله انفكشن ليه كان عنده اسيوسكلوز فجاله انفكشن هو الانفكشن حصل عشان اسيوسكلوز في الارتري بس ولا جنرالايزد اسيوسكلوز مش وارد ارتري ثانيه يقفل ولا لا فممكن يحصل له ارتري ثانيه يقفل بعد شويه فتلاقي جاله انجاينا اسمها بوست انفكشن انجاينا بعد الانفكشن او حته ماتت بس مش ماتت كلها كان لسه فيها حته صاحيه شغاله بالكليات بتاعت كده فالكليات هتكفيها لا فمع الاكسرسايز يحصلها انجاينا حد فاهم يا بوست انفكشن انجاينا حصلت ليه ديو تو افكشن اوف اذر كورونري صعبه ولا سهله مفيش مشكله يبقى رقم واحد بوست انفكشن سندوم بوست انفكشن رقم ثلاثه يحصل ايه يحصل حاجه اسمها مايوكارديال انيوريزم اسمها ايه مايوكارديال انيوريزم ايه الانيوريزم بصوا يا جماعه القلب اهو لو حصل انفكشن في الهارت حته ماتت من القلب بقت كوره ضعيفه ويك جدا مش الحته دي ممكن مع الهارت بيعمل كونتراكشن كده والضغط والدم عالي وعامله بلش يحصل مايوكارديال بلش اسمها انيوريزم حد فاهم حاجه هاف زين عنده انيوريزم يا احمد يا عامر حاجه كلينيكال ايه الكلينيكال رقم واحد الهارت مع كل كونتراكشن بيدخل جزء من الدم فوق وجزء هنا فتلاقي في ايبكس هنا اهي وايبكس ثانيه عنده دبل ايبكس يبقى كمان عنده ايه دبل ايبكس رقم 2 مش احنا قلنا الاس اللي مش احنا قلنا الاس جي باين ايه مش في الترانس ميورال كابين اس تي الفيشن يا جماعه صح بس بعد اسبوعين من العلاج تختفي بعد اسبوعين الاس تي ترجع نورمال ترجع ايه نورمال صح هي كانت اليفيتد بعد اسبوعين ترجع نورمال الكهرباء تمشي تاني اللي عنده بقى انيوريزم عارفين يحصل له ايه تفضل على طول الكهرباء ماشيه كده فعلى طول بتقرب ولا اعمل ليد صح فالاس تي الفيشن بقت بيرزيستنت هستنى اسبوعين رجعت نورمال اقول الحمد لله انت خفيت من ايه مره فضلت بيرزيستنت اقول انت حصل لك حاجه اسوء من الام اي هي حصل لك انيوريزم حد فاهم حاجه بعرف ازاي ان في انيوريزم حاجه كلينيكال وحاجه اس جي حاجه كلينيكال عنده دبل ايبكس حاجه اس جي عنده بيرزيستنت اس تي اليفيشن ايه مشاكل الايبكس ده ايه مشاكل الانيوريزم متوقعين ايه لما الهارت كنت الجزء هيطلع في الاول طب جزء هيروح فيه فهيدخل هنا نص الدم صح مهما اديله ادويه برضه هيدخل نص الدم هنا نص هنا يعني هيبقى عنده حاجه اسمها ريفراكتوري هارت فيلير ريفراكتوري هارت فيلير صح صعبة يبقى رقم واحد مهما الهارت يضرب فوق صح جزء من الدم هيضرب أول ما يمسك التليفون يبقى رقم واحد جزء من الدم هيطلع في الأورطة وجزء هيمشي مين في الأنيوريزم صح فمهما أدي أدوية برضه جزء هيروح هنا وجزء فهيطلع هنا قليل فهيبقى عنده هارت فيلر ما بيستجيبش علاج اسمه ريفراكتوري هارت فيلر رقم اثنين الحتة دي مش ممكن يتجمع فيها دم ويحصل له استجنيشن يحصل حاجه وبعد شيء تعمل صوم بس تتقطع وتمشي في السيركيشن يحصل حاجه اسمها الكارنت امبوليز صح ولا لا صح رقم 3 قلت هنا بقى وقبلها قبل الكارنت امبوليز مين عشان انت مذاكر قبل كده عملت ايه بس احمد كان حاطه معايا قبل كده فمش بعتها عليه خالص انا قلت لها على الانجليزي الجديد قلنا افكت هارت فيلير و اكسترن ويلد نفسه الناس اللي تقولنا غير ما عرفوش كان 50 مرة أصلاً لا لا كان استنى مين كان ناس عايز يعني يبقى قولنا ايه هاف زين عنده انيوريزم رقم واحد دبل ايبكس رقم اثنين اس تي ريفيشن بيرزيت رقم اثنين الكومبريكشن بتاعت انيوريزم رقم واحد الافكت هارت فيلر رقم اثنين الكاونت امبوليزم رقم ثلاثه ممكن الثرومبس دي تعمل اريتيشن في الول كده مع الوقت والحته دي اصلا فيها ديستربس الكتريكال ديستربس ما حته ميته الكهرباء متلخبطه هنا ممكن يحصل له الكاونت اريزميا اخر حاجه مش ممكن ده يبشر كده الانيوريزم بيحصل له ابشر انيوريزم صعبه
يبقى تاني الانيوريزم عامل ايه؟ كلينيكال دبل اي سي جي بيرزيستنت انيبيشن. وبعدين الكومبليكشن اوف بعض الفيركتي والهارتفيليال الكارنت اريزميا الكارنت امبوليزم رابشر انيوريزم. عالجوا ازاي؟ شيل الانيوريزم ده ووصل بقى في بعضه. مهم قوي اسمها ايه؟ انيوريزمكتومي. او اشيله ووصل بقى بسكيلت المصل عمليه اسمها ايه؟ انيوريزمكتومي. صعبه؟ لازم اعالجه. خلصنا بقى الانيوريزم الثلاثه بوست انفكشن سندوم بوست انفكشن عندنا مايوكارديال انيوريزم. اخر حاجه حاجه اسمها سومبو امبوليزم. ايه سومبو امبوليزم؟ ايه سومبو امبوليزم يا جماعه؟ مش احنا لو حصل انفكشن الود بقى رف ولا بسموز؟ رف ولا بسموز؟ فيتون عليه سومبو بس تتقطع امبولاس تمشي بقى امبولاي في الدم صح؟ يبقى ممكن يحصل على هنا اسمها ميور سيرفيس. ممكن يحصل ميور سومبوزس تعمل حاجه اسمها امبولاي بسبب رف سيرفيس. رقم اثنين لما يقعد على السرير فتره طويله مش ممكن البولونج يكملش في السرير يجيب له حاجه اسمها دي في تي يبقى يحصل له دي في تي بسبب البولونج اللي كان حصل. لمين القصه دي يا جماعه؟ عارفين حرب العالميه الثانيه كان مين ابطالها؟ هتلر ده الوحش الكبير روزفلت بتاع امريكا ده كان بيسايس كده والوطن اللي بجد تشرشل ونسمه تشرشل كان رئيس بريطانيا كان راجل اولد ايش. شوف بقى الريسك فاكتور شوف صوته النهارده نزلت على البوم تاخد مش اقل من 50 100 لايك وسبسكرايب وشير على صفحتي يبقى كم واحد ونستر تشيتشل فعلا هتلاقوا صورته ان اولد اصلا محدش هيهتم بيها معناها مهمه اولد ايج. رقم اثنين كان اوبيس جدا. رقم ثلاثه هيفي سموكر ملوش صوره اللي يجيب له صوره اللي من غير هو ماسك السيجار ياخد مليون جنيه هيفي سموكر. رقم اربعه كان وطني جدا 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 عاوز يحمي بلده بكل ما يمكن ينام يصحى الصبح يلاقي بلد ضارب هتلر يصحى الصبح راح جايب المهم نام في الاسبوع في اسبوع طلع من يومين قالوا دي في تي نام كمان اسبوع طلع منهم لا بريطانيا خلص فاهم ازاي؟ قالوا تعالى على المصالحه بقى كان طلع قام على المصالحه يتسرح على طول فاهم حاجه؟ يبقى اللي حصل عشان هو كان ستريس تعب روتيناتي ومهم يعني خلصنا سومبو امبوليزم. طب اخر حاجه مين؟ يحصل له حاجه اسمها فروزن شولدر مالهاش اي لازمه. يعني ايه فروزن شولدر يا جماعه؟ العيان كان الالم بيسمع في المكان ده صح؟ اي مكان بيسمع فيه الالم ممكن يعمل سبازم صح؟ يحصل ريفلكس ارتيريور سباز ارتيريور سباز. لو حصل سباز من الدم الوصل المصري ايه يحصل لها ستيفنس او يحصل لها فايبوز او ديجنيشن. رقم اثنين عنده الم بيسمع هنا فيخاف يحرك كتفه فمع الوقت يحصل له ستيفنس. حله ايه؟ احقنه هنا كورتيزون واقول له اعمل فيزيو سيرم. خلصنا من الليت؟ اسمعهم بسرعه مش كلهم دول ليت ولا ايه؟ ليه؟ يعني حصلوا في الاخر يعني مع الانفكشن ولا بعده؟ بقول كده بقول ما بعد الانفكشن ما بعد الانفكشن سندروم او انجايز ثم انيوريزم او سومبو امبوليزم. صعبه؟ تاني ما بعد الانفكشن سندروم او انجايز ثم انيوريزم ما بقى كده ما بعد يعني ايه؟ يعني بوست انفكشن بوست انفكشن سندروم بوست انفكشن انجايز اهي ما بعد ثم انيوريزم مايكاردي او سومبو امبوليزم. قلنا خلاص اسمعهم كلهم بوست انفكشن سندروم حصل ازاي؟ مش سامع اوتوميون في نوم الاجنس نيكوزك مش تحصل بعد قد ايه؟ 4 ويكس يحصل اربعه بيه هما بيلوز بيتردايتس نيومات شيفر علاجها كوزين اللي سايد. رقم اثنين بوست انفكشن حصلت ليه؟ يو دو افكشن اوف اذر ارتر ان هنا الشبكه قطعت في الناحيه مش كهرباء خالص. طب بعد كده مايوكاردي انيوريزم اعرفه ازاي؟ دبل ايمس وي سي جي استينيفيشن. ايه الكومبليكشن بتاعته؟ اي حد يقول رقم واحد الكريتشر والارتفيليال والكارنت اريزميا والكارنت امبوليزم والله بتقول اي حاجه. طب بعد كده ميول سومبس يا اما دي في تي يا اما سومبو امبوليزم دي في تي يا اما ميول سومبس بعد كده بدون شوكه. ايه الساينز بتاعت هارت فيلير الهايبر الام اي اللي قطعها من الكتاب ونعمل بيها برضه سندوتش ايه؟ جبنه او جرين برجر. عارفين الجرين برجر اللي هو مين؟ بالظبط كده بس هي جرين برجر. ايه الساينز يا جماعه؟ لو بصيت على وش اسنانه التاج عنده ايه؟ السويتنج وبالون. لو كان بس مسدك يحصل له فومتنج يعني دايما نقول له انت عندك فومتنج يقول لك قرر خلاص شكلك ايه مهاجر لان فومتنج يعني بس مسدك يعني البنش دي البلاد بريشر ممكن يبقى ممكن يبقى لو السمباتيك ولا شغال والبن خفيف يحصل له ايه في البلاد بريشر؟ هايبرتنشن. لو البن شديد يحصل له ايه؟ هايبرتنشن. حد فاهم؟ لو انت ممكن يبقى هايبر لو سمباتيك او هايبر او بار ممكن يحصل له كده او كده حسب البن شديد ولا ايه. طب البالس ممكن يبقى كتير تاك تايدي مع السمباتيك ممكن بادي تايدي مع الفيجر ممكن ايريجولا مع الاريزمي وبعد كده اوسكالتيشن هسمع الاريزمي هناك اس 1 اس 2 نفس الطريق. الساينس الانفستيجيشن الكيس بتيجي ازاي؟ مش هكتبها هقولها. ميل بيشنت كام في هوسبيتال جايب ايه بقى؟ ميل بيشنت عنده 75000 سنه جايب مستشفى وعنده هيبس
باب اسمه جاي المستشفى بيه جاي المستشفى عند جيست بيه ومعمول يعني يجي لهم ما هو كده يعني جاي جيست بيه تمام سينس فور اورز ويقعد يحكي شويه في الكيس يعني سعنا شويه مالناش دعوه بقى طيب ايه الانفستيجيشن اتنين سي واتنين ايه سي اللي هما مين كارديك سكان و كاست وازود كاردياك انزايم هنخليها ثلاثه اتنين ايه اي سي جي واحد ايه كوامينومكس تعال نشوف رقم واحد كارديك سكان هعمل ايه سهل نفس الكلام ايه سالم 201 تيكن باي هيلث نوت باي نوت باي هدي تكنيشن بقى كمان هيمسك في الحته الميته بس اسمها ايه خد اظبط يبقى لازم دقيقتين في الام اس كيو طب ايكو مش ليكو هنا كان باين حته ما بتتحركش اسمها هايبوكينيزيا هيبان هنا ابنورمال موشن اوف مايوكارديا اسمها ايكوينيزيا وباين نفس الكلام كومبليكيشن طب بعد كده ايه كمان كاردكس كاستر نفس الكلام سايتوسيفيتي وتصلح اعتمد انجيوبلاستي توسع الارتري طب بعد كده اي سي جي لسه قايلين قلنا عليها نوع ام ال اس جي من الام ون صح يا اما ستيم يا اما نون ستيم الستيم نون ستيم اللي هو سب اندوكارد والستيم اللي هو ترانس ميورال صح ده كنا قلنا نقول كله اتاخد فهو الكلام ماشي كده يعني عنده اس تي اليفيشن وعنده بيست انفرتد تي ويف صح ده في الاول وهو في عربيه الاسعاف في الدول الاجنبيه كلها عربيه الاسعاف عباره عن اي سي ماشي على الارض اي سي يو ففي الاول يبقى عنده هايبر اكيوت تي ويف التي ويف تكبر شويه بيلقطها بتاع الاسعاف يبدا يعالجه نهائي المرض هنا لا هو اصلا بيفضل يقول لهم في البيت عنده تشيست بين فانت عندك برد اصل انت تحت مروحه اصل شيء امبارح الشاي كان ساقع شويه السلطه الساقعه يفضل على كده 16 ساعه يجي المستشفى هو خلاص يعني ايه بيحتضر تمام ازاي لكن هناك لا شيسترين جاي على المستشفى بتاع الاي سي يو في الاسعاف هناك المسعف بيقرا الاي سي جي ايه ده بس القس ممكن يعني تمام يعني الموضوع مختلف يبقى رقم واحد استيم عنه عامل ازاي ستيل فيشن ومين وانفيت ايه كمان هيبين حاجه اسمها باثولوجيكال كيو ايه الباثولوجيكال كيو الناس اللي بدات تلم المعدات ايه الباثولوجيكال كيو عندنا الهالت اهو وده السيبتم صح؟ عارفين كهالت السيبتم ماشيه ازاي؟ من الليفت للرايت كده مش معظم الاسكيميا حصلت في هنا في الليفت تعال نرسمها كده اهو اهو ودي الاسكيميا في السيبتم ماشيه كده حصل انفكشن هنا والليدز اهي لو الحته دي ماتت ماشي في كهرباء ولا لا؟ خلاص دي ميته ما فيهاش كهرباء صح؟ كهرباء مش حواليها جايه ناحيتها بس دي ميته فالحته دي اشتغل كويندو جاب ويندو جاب شباك مفتوح ما فيش فيها كهرباء فيسجل بعدها اللي هي كهرباء مين؟ بتبقى ولا بتقرب؟ عارفين السيبتم ده ممثل في مين؟ في الكيو ويف اللي هي دي. شايفين الحته دي الكيو دي؟ دي ربع الار ربع الطبيعي. لو انا سجلت كهرباء السيبتم ما هي الحته دي مفتوحه مفيش فيها كهرباء ميته. هسجل كهرباء السيبتم على طول صح؟ لازم تلتفت الناس على حاجه مهمه عشان يفهموا حاجه. تاني حته ميته ما فيهاش كهرباء خالص. فالريسي هتشتغل كويندو ريسي هيسجل بعدها. بعدها السيبتم. السيبتم كهرباء ماشيه من ليفت لرايت كده بتبعد فلما اسجل بعدها والحته دي ميته خلاص مفيش كهرباء هلاقي الكهرباء بتبعد صح؟ فدي تبقى مو نيجاتيف ولا لا مش بتبعد تبقى كبيره كده برود وايت اسمها باثولوجيكال كيو حد فاهم؟ الباثولوجيكال كيو لو حصلت تفضل مدى الحياه اقولها تاني حته ميته الكهرباء تسجل بعدها دي ميته ايه ام اي اهي شال كويندو فالايزي يسجل بعدها السيبتم كهرباء السيبتم اصلا ليفت لرايت تبعد طبيعتها كده فيبعد يبقى مو نيجاتيف فدي تبقى مو نيجاتيف وايت اند بول لو حصل باثولوجيكال كيو تفضل طول عمرها موجوده يعني لو انت عندك باثولوجيكال كيو كده اقول انت عندك ام اي دلوقتي ولا من زمان؟ من زمان ما ينفعش دلوقتي؟ ينفع دلوقتي اعرف ازاي؟ لو معايا سي تي اليفيشن دلوقتي معهوش يبقى من زمان حد فاهم حاجه؟ الليست اليفيشن هيرجع تاني يبقى لسه الستيم كان فيه كل حاجه كان فيه اس تي اليفيشن وانفرتد تي وكان فيه باثولوجيكال كيو الغلبان ده زي الانجايما ما عندوش غير ديفيست اس تي وانفرتد تي صعبه؟ وانتوا عارفين ازاي؟ طب بعد كده باقي حاجه واحده اسمها ايه بقى؟ طيب خلصنا والله باقي اربع دقايق على الستوب ووتش، معايا ستوب ووتش شغاله. شغاله ستوب ووتش. لا بجد اربع دقايق انا اشتغل كارديك انزايم، ايه الكارديك انزايم؟ مش احنا قلنا كل خليه في جسمنا جواها انزايم طول ما الخليه دي هيلثي طول ما محتفظه بالانزايم. لو حصل لي كروزس او دامج هتطلع انزايم تعلى في الدم، مين الكارديك انزايم؟ او خمسه مين هم؟ سي بي كي. وبعدين سي بي كي ام بي وبعدين ال دي اتش وبعدين تروبونين مايوجلوبين بيجوا في الامتحان مهمين جدا والام سي كيو ونظري وشافوا وكده يبقى باثولوجي واحد بيقول كل حاجه رقم واحد سي بي كي اسمه ايه ده؟ كرياتين فوسفوكانيز رقم اثنين كرياتين فوسفوكانيز مايوكارديال بان يبقى مين اللي سبيسيفيك فيهم؟
المايوكارد ده بتاع مايز كده المصنع، عشان كده عيان ام اي اوعى تدي له حقنه اي ام. ليه؟ انت المسكولا هتعمل انجي للمصل هيقلق لك كله اي في، حد فاهم؟ لان ده بيطلع من كل المصل، ده نون سبيسيفيك من كل عضله. طب سي بي كي كي هتنفسه جايز مايوكارديا الباني، وده سبيسيفيك للكارديا المصل. الاثنين دول بيعلوا بعد قد ايه؟ بعد عدد ساعات النوم. الشخص النوم ما تقيسش على نفسك، الشخص النوم ما بينام كام ساعه؟ من 4 ل 8، عشان لو قست على نفسك هتطلع كام ساعه؟ 13000 كل 24، صح؟ يبقى الطبيعي ان هي بيعلوا. اشمعنى عاوز اعرف التوقيت؟ ما هو هم بيعلوا بعد 4 ويختفوا بعد 8. لو جالك عيان بعد 3 ساعات مش هتلاقيهم، فاهم حاجه؟ لسه مش طلعوا، بعد 4 تلاقيهم. دول ده سبيسيفيك وده نون سبيسيفيك. بيظهروا قد ايه؟ بعد من 4 ل 8 ساعات. بيبقى موجودين في الدم بعد 4 ساعات ويختفوا من الدم بعد 8 ساعات. جالك عيان بعد 3 ساعات هتلاقيهم؟ هستنى لما يوصل ل 4. جالك عيان بعد 9 ساعات هتلاقيهم؟ لا، ادور على حاجه ثانيه. حد فاهم حاجه؟ رقم 2 ايه اللي ديش بيظهر بعد 10 ساعات؟ مالناش دعوه بيه، نون سبيسيفيك مالناش دعوه بيه. التوبين مايوجلوبين، المايوجلوبين ده بيظهر امتى؟ المايوجلوبين بحرف الام، هم قالوا كده. هو هتيجي لك في الام سي كيو يقول لك المايوجلوبين بالام بيطلع من البدايه، بيطلع من الام ام الام سي كيو، يقول لك مين بيطلع من البدايه بالام؟ تقول له مين؟ المايوجلوبين، صح ولا؟ يبقى بعد كام؟ من 1 لحد هنا لحد 4. ما انساش المايوجلوبين بيطلع من البدايه بالام ام سي كيو، يقول لك مين بيطلع من البدايه؟ تقول له مايوجلوبين. 1 ل 4 ده حلو جدا. المايوجلوبين ده رقم 4. لتروبونين بقى لترح تحت، ما هو تحت قليل لترح، فوق كتير نجمع، لترح تحت نجمع فوق. اطرح كده 1 من 4 كام؟ 3 4 8 12. حد فاهم حاجة؟ قال لك ذا موست سبيسيفيك انزيم هو مين؟ موست دول الاثنين دول انزيم، دول سبيسيفيك انزيم ام سي كيو سي بي كي ام بي. طب موست سبيسيفيك بروتين، بروتين او باي ماركر تروبونين. ذا فيرست او ذا فيرست بروتين او فيرست باي ماركر مايوجلوبين. صعبه؟ اسمع الكارديو انزيم سي بي كي وام بي، مين سبيسيفيك؟ الاثنين يعني بعد كام؟ على ساعات النوم. رقم 2 ال دي اتش مالناش دعوه بيه. مايوجلوبين ليه سموه مايوجلوبين الام؟ بيبقى من البدايه، صح؟ من كام يعني؟ من 1 ل 4. طب بقى التروبونين ده في النص اعالج ازاي؟ اسهل علاج في التاريخ، مش هياخد دقيقه ونص، دقيقه ونص، دقيقه ونص. نعم. ها؟ اسيب حاجه هنا؟ ماشي. ليه؟ المسألة يا جماعه موس سبيك انزيم سي بي كي ام بي، وموس بروتين او باي ماركر اللي هو مين؟ تروبونين. والفيرست بروتين هو مين؟ سؤال ديفرنشال دايجنوز قبل التريتمنت، يقول لك ايه؟ السؤال ده جه 2016 وكنت قايلهم هيجي عند البنات 2017 ديفرنشال. جالي الدفعه اللي هم دلوقتي التكليف، كان اول دفعه اديها بطنه، هم تكليف دلوقتي. ديفرنشال دايجنوز في اكيوت شيست بين، جالهم سؤال ديفرنشال دايجنوز في اكيوت شيست اند اكسبلين وان اوف ذيم، اشرح واحده منهم. ايه اللي يعمل اكيوت شيست بين؟ وده كان اكتشافه طبعا اللي يغلط فيه ده يبقى يوم مصر. ده ما ينفعش ابدا. ايه اللي يعمل اكيوت شيست بين؟ ألم في الشيست هيبقى جاي منين يعني؟ من الهارت أو اللنج، صح؟ الهارت هو من بره الجوع عبارة عن إيه؟ بيركارديوم أهو، وبعدين هنا أورطة، هنا كوروناري، صح؟ والناحية التانية في إيه؟ في بالموناري ودي مين؟ اللنج. تعال نشوف واحدة واحدة. إيه اللي يعمل أكيوت شيست بين؟ رقم 1 بالترتيب يا أنس. رقم 1 بيركاردايتس. بعد كده أخش على مين؟ على الهارت نفسه. إسكيميك هارت ديز تعمل ولا لأ؟ يا إما أنجينا يا إما إم أي ولا أنجينا، يا إما ستيبل يا إما أنستيبل. بعد كده أخش على مين؟ أطلع في الأورطة. الاقي حاجه اسمها اورتيك دايسكشن. الناحيه الثانيه اجي على مين؟ بالموني. الاقي حاجه اسمها بالموني امبوليس. جوه اللنج الاقي حاجه اسمها نيوموسوركس. صعبه بالترتيب من بره جوه بيريكاردايتس، وبعدين دخلنا على الارتري. قلنا سكيبك هارت ديز ان جنرال ماي ستيبل اون ستيبل. طلعنا في الكور اورتا اورتي دايسكشن، مسكنا البالموني بالموني امبوليس وعمل ايه؟ نيوموسوركس. ازود ممكن يحصل لي كمان مع مين؟ لو كنتش سبين مع واحد عنده بيريكاردايت بيبتيك السر وكوليسيستايتس، ممكن يسمعه في الشيست. اكيوت بيبتيك السر و بيرفيت بيتك السر واكيد كوليسيستايتس. قال لهم اند اكسبلين وان اوف ذيم. واحد يقعد يشرح لي الكوليسيستايتس، صح ولا لا؟ الورقه بتاعته بتترمي على اعلى مستوى، بتترمي على اسفل. هو جايب السؤال ده كارديو ولا جي اي تي؟ هو انت اصلا ثلاث اربع جي اي تي زي الجوله واحده بس. هو سؤال صغير يا دكتور سطرين مش هيحسبه لك. هو عاوز ده عشان تشرح له ام اي اند جوين. شرح له ام اي. اعالج ازاي؟ مش هقول غير الكلمتين في الكتاب ونمشي. ايه هما؟ دي هوسبيتال وهوسبيتال وبوست هوسبيتال. قبل المستشفى بنعمل ايه؟ بنقل المستشفى ولا بسيبهم مهمه في الشارع؟ بنقل المستشفى، صح؟
يبقى رقم واحد بعمل هوسبيتاليزيشن، رقم اتنين وانا في الطريق زي الراجل اللي عمال هيقول لك هموت فتديله اوكسجين، اوكسجين سيرك، وعالج الحاجات اللي ممكن تموته قبل ما يوصل. ايه هي؟ اولا اديله مورفين عشان الانالجيزيك، صح؟ ايه اللي موته في الطريق؟ البي تاك والهارت بلوك. هارت بلوك اديله حاجه بقى استيمولات الهارت شويه التوربين، والبي تاك اديله ريلوكيت. صعبه؟ بنقول كده ننقله المستشفى ونديله امل في الحياه، صح؟ ننقله نديله امل، ننقله هوسبيتاليزيشن. هديله امل ازاي؟ اوكسجين سيرك، مورفين، في تكهرت بلوك، التوربين وليلوكين. اديله مورفين انالجيزيك اه، بس ما تزودش قوي يعني ما تقورش، اصل المورفين بيعمل فومتنج، وهو اصلا عنده فومتنج من بارز المسالك. رقم اثنين، المورفين كمان لو زاد عن ثلاث حقن في اليوم هيبقى ادكت، هيجي لك ثاني يوم بالمطوه يقول لك يلا فين المورفين؟ فاهم ازاي؟ هات المورفين، انت بتاع المورفين. اشتغل بقى خلاص، اشتغل بقى زي احنا بنسقف في المين؟ مسلسل بوت حمرا كده، فاهم؟ في مسلسل اسمه ايه؟ بوت حمرا ايه؟ مش متابعين خالص. قلت الغلاب. ايه؟ قلت الغلاب. اسمعش انا حاجات دي. اسمع ابو جبل وزلزال. ها؟ هناخد في الازمه؟ لا هناخد في الازمه، كل واحد عنده ازمه كدراج، لا ده مش والله يا ازمه. يبقى رقم واحد هوسبيتاليزيشن، و بعد كده نوديه مستشفى اوكسجين سيرفي، ليدوكين، اتروبين ومورفين. في المستشفى نعمل ايه؟ سهل قوي، نقول له ارتاح، بنقول نريح، ناكل، ندلع، ندوب. اهم كلمه الكتاب الغلط عليه، ندوب، نقصر. نعمل ايه؟ نريح، ناكل، ندلع، عادي ده، ندوب، نقصر. نريح لان هنعمل ايه؟ نقول له بيدرست، صح؟ بيدرست. ناكل عين اكل كتير ولا خفيف؟ عشان ما يزيدش في لود على الهارت، اقول له لايت فريكوانت مين، صح؟ واقول له خد لاكزيتيف وانتي ايميتك وافويد كونستريشن. ليه لاكزيتيف؟ عشان لو جاله كونستريشن هيفضل يحزق، هيزيد انت ارجون البشر، صح؟ فهيزيد انت سوازيك، فهيفعص القلب اكتر، فهيقفل الكورنري. حد فاهم حاجه؟ يبقى ياخد لاكزيتيف. انتي ايميتك ليه؟ عشان عنده فوميتنج، فبيرجع فيحصل له الكترولايت ديستربنس، والقلب اصلا مش ناقص الكترولايت ديستربنس، عاوز الالكترولايت بتاعته. حد فاهم؟ يبقى رقم واحد نريح قلب ديست، ناكل لايت فيكورد مين، لاكزيتيف، وانتي ايميتك يا احمد يا عم. ندلع ازاي بقى؟ نديله شويه حاجات كده نروق عليه شويه. ايه بقى؟ هديله مورفين انالجيزيك، واديله نيتروجليسين، صح؟ عليه بعديها بقى واديله ايس انهبيتور بيتا بلوكر. صعبه؟ الايس انهبيتور مهمه هنا يا جماعه. اه انتوا مش شفتوا من شويه ان حصل مايوكارديال انيوريزم؟ عارفين حصل ليه؟ عشان المقاومه كانت عاليه قدام القلب، في الحته دي حصل لها بلش. عارفين لو انا اديت حاجه تفتح الطريق هنا، دي حاجه تعمل هنا فازو دايليتيشن، ده كان سالك، مش هيحصل انيوريزم. حد فاهم؟ احسن حاجه هديله ايس انهبيتور، هيبقى الطريق مفتوح بازو دايليتو، فمش هيحصل بلش. الايس انهبيتور هيمنع ريمودلنج. حد فاهم حاجه؟ هدي ايس انهبيتور عشان ما يمنع ريمودلنج اللي ممكن يحصل. طيب بعد كده ندوب، هو اللي احنا عاوزين العلاج عشانها. هدوب الجلطه ازاي؟ زي ما بندوب السكر في الشاي، مفيش حاجه. ايه هي؟ سيروم بوليتكس. مين هو؟ ستريبتوكينيز، يوروكينيز، تي بي اي، تيشو بلازمينجن اكتيفيتد. ستريبتوكينيز ماشي، يوروكينيز ماشي، الاثنين دول يا جماعه، الاثنين دول مشكلتهم بيعملوا جنرالايز، بيشتغلوا جنرالايز اكشن. يروحوا الجلطه في اي مكان، لو عنده برين سيجر ينزل منها، لو عنده انتي كالسر ينزل منها، عامل عمليه في اي مكان ينزل فيها، جنرالايز اكشن. لكن تي بي اي ده الحقنه بتوصل 10,000 جنيه، ليه؟ تيشو بلازمينجن اكتيفيتور ده بيشتغل سيلكتيف على المكان اللي فيه اكتيف ثرومبس فورميشن، يعني ما يعملش بليدنج تندنسي. حد فاهم بقول ايه؟ انا بقول ايه؟ بقول ايه يعني؟ سيبتوكينيز، يوروكينيز، تيشو بلازمينجن اكتيفيتور احسنهم تي بي ليه؟ عشان بيشتغل سيلكتيف على المكان فيه اكتيف ثرومبس فورميشن. لكن الحاجات الثانيه تعمل بليدنج، تعمل بليدنج في اوبتيك ألسر، في اي ميجر سيرجن، في اي اوتيك ديسكشن، في اي بيكاردايتس ينزل في الادويه، لكن ده ما ينزلش فيه. حديثا بقى طلع ايه؟ وبعد كده مين؟ قلت ندو ناستر، نعمل انجيوبلاستي استر. في دواء ريسنت طالع هو ريسنت اللي بنضيف حاجه اسمها جلوكوز انسولين بوتاسيوم. انا عاوز اعيش الكاردياك ماسل اكبر وقت ممكن، فانا بدي له اوكسجين صح؟ وبدي له جلوكوز عشان يغذيها فتعيش. الجلوكوز عشان يخش عاوز انسولين، وانسولين عشان يدخل الجلوكوز محتاج يدخل معاه وتستفاد الجلوكوز انسولين بوتاسيوم. بعد المستشفى اعمل ايه بقى؟ A B C D. الايه اللي هي S inhibitor، B blood pressure control، beta blocker، C calcium channel blocker، D platelet control، E education. اسمع الايه ما قول نمشي. Definition. Ischemic necrosis due to sudden complete persistent occlusion of its blood supply. Theory نفس الكلام زاد. Thrombosis and thrombosis. The complication area اللي هي رقم واحد شوك يا اما. Cardiac arrhythmia.
بيتك هالك دوك صار الناس تحب كل باب ميوكاردي الابشر صح اللي بوست انفكشن سندوم بوست انفكشن انجي ميوكاردي الويز زوم بومبيز مفوز الزوم انبزين زودنا مين قاعدة تنزمين هي سي بي كيو سي بي كي ال بي ال بي ايش بعد كده تمرين ماي جلوبين عارف ازاي توكل على الله حصه جايه يوم لو امتحان على سكين كارديز وعلى ماتولوجي حاجه من تاني هي الحصه الجايه هبدا بقى باقي الماتولوجي يا اما نزود حصه يوم الخميس 7 الصبح لباقي الماتولوجي تختار ايه الخميس 7 الصبح حته كده هيبقى شويه ماتولوجي وباقي الحصه هيبقى كارديو حاجه مش مشكله انا خليها خميس واربع اربع وخميس لا لا انا خليها خميس واربع اربع وخميس اربع سبعة وخميس سبعة اربع سبعة الصبح تتعاد الخميس سبعة الصبح بقايا ومطولة الحصة جت الثلاث يا عم نشر اربعة لا على الكاردو ومطولة بعدين بقى بمشي شوية هتلعب واربع انت مسكت مين بقى المحاضرة؟ أيوة.